يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه. حلقه جديده والسادسه مساء، والحلقه النهارده زي ما وعدت حضراتكم امبارح حلقه استثنائيه، حلقه خاصه جدا بمناسبه طبعا احتفالات المارد الاحمر، القلعه الحمراء بالفوز بالبطوله رقم 42 من بطولات الدوري. بطوله جديده بتضاف لرصيد النادي الاهلي وتزود من ارقامه القياسيه في عدد البطولات اللي حصل عليها، مش على مستوى مصر ولا على مستوى الوطن العربي ولا على مستوى القاره الافريقيه، احنا بنكلم حضراتكم على مستوى العالم. اهلا وسهلا بحضراتكم، مساء الخير عليكم ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم، ومبروك تاني وتالت على الدوري، وان شاء الله نبقى نبارك لحضراتكم قريب على افريقيا. الحقيقه يا احمد كنت عايزه اقول ان يمكن الارقام اللي عملها الاهلي بتحط ضغط يمكن اكتر على لعيبه الاهلي اللي جايه، سواء كان انه دلوقتي احنا معانا الدوري رقم 42 وكمان بقينا يعني أكتر من أقرب منافس لينا المركز الثاني ب30 دوري، ده الفرق بيننا وبينهم. لكن الحقيقة ممكن ده يدي إحساس للجمهور أن الدوري ده شيء عادي، شيء عادي أن احنا نكسب الدوري. لا، الدوري الحقيقة بطولة كبيرة، الدوري بيأكد قد إيه أنه الفريق ده قوي جدا محليا، وده لأنه منافسة بطولة الدوري زي ما بنقول دايما هي بتحتاج مباريات كتيرة قوي وبتحتاج نفس طويل قوي، غير البطولات بتاعة خروج المغلوب والحقيقة برضو احنا متفوقين فيها. ففكرة الفوز بالدوري المصري ده مش شيء عادي، احنا بنتكلم على ارقام، يمكن الاهلي هو الثامن عالميا دلوقتي في اكتر عدد البطولات بالدوري، ويمكن الاول افريقيا وعربيا كمان، فدي حاجة كبيرة قوي تحسب للنادي الاهلي المصري. ولكن طبعا مفهوم جدا ان كل الجمهور عايز خلاص، وكلنا فعلا عايزين نقفل صفحة الدوري وتبقى المباريات اللي جاية كلها في الدوري هي مجرد تحضير لبطولة افريقيا الاهم واللي كل الناس عينيها عليها، واللي هي حلم الجماهير واللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره، كلنا نفسنا في بطوله افريقيا التاسعه، كلنا عايزين الحقيقه افريقيا. فمتهيألي انه المباريات اللي جايه كلها لازم تكون تحضير لبطوله افريقيا، وفايلر بقى من حقه يجرب التشكيل اللي هو عايزه، من حقه يجرب اللعيبه اللي هو عايزها، يلعب مين، يلعب بقى الناس الاساسي، يجرب الناس اللي على دكه الاحتياطي، كل ده هو ليه خلاص، هو يعني حاسم الدوري قبل ما يخلص بسبع اسابيع يا احمد. صحيح، والحقيقه يمكن احنا قلنا كلام كتير قوي امبارح، طبعا كانت في ضيافتنا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وكان طبعا مع احتفالنا بوجوده معانا، مع احتفالنا بالفوز بالبطوله وحسم البطوله قبل سبع ماتشات من نهايتها، كان في نفس الوقت فرصة الحقيقة ان احنا نفتح كتير من الموضوعات اللي بتهم جمهور الاهلي، كتير من علامات الاستفهام. وانا يمكن قلت لحضراتكم للي ما تابعش حلقة امبارح على الهواء او حتى ما تابعهاش على السوشيال ميديا انه احنا امام موسم صعب واستثنائي. الارقام القياسية اللي بيحققها الاهلي وحسم البطولة قبل سبع اسابيع من نهايتها مش ممكن ابدا تكون خادعة، أو ممكن حد يصور إنها بطولة سهلة، على العكس مطلقا. أنا قلت لحضراتكم إنه في أسباب كتيرة جدا تخلي البطولة دي على وجه التحديد واحدة من أصعب البطولات، لأسباب أو اعتبارات ليها علاقة بالملعب وبره الملعب. قلنا طبعا إنه فريق بحجم النادي الأهلي وبحجم تاريخه وبحجم جماهيره وبحجم بطولاته وإنجازاته لعب بطولة بدون جمهور، وحضراتكم عارفين قد إيه جمهور الأهلي ليه تأثير كبير جدا. كلمنا على غيابات بالجملة، أنا بكلم حضراتكم على من أول حراسة المرمى لغاية المهاجمين غاب لعيبة، أعتقد أن هم بيمثلوا قوام فريق رئيسي، يعني فريق يقدر ينافس فريق الأهلي في بطولة الدوري برضو. ورغم الغيابات دي أيا كان سببها، أنا مش عايز أخش في الأسباب المختلفة، منها إيقاف، منها استغناء، منها تجميد، منها إصابات وإلى آخره، لكن رغم كده قدر الفريق يحافظ على مسيرته في البطولة ويحسمها قبل نهايتها بفترة طويلة. الحرب النفسية، وحضراتكم جماهير الأهلي يمكن تكون أكثر دراية وأكثر وعيا مني قد إيه النادي الأهلي واجه كم كبير جدا من الإشاعات ومحاولات مستمرة لضرب استقرار الفريق على مدار الموسم، منها ما يتعلق بمجلس إدارته، منها ما يتعلق بالجهاز الفني، منها ما يتعلق بنجومه ولاعبته، وده كله الحقيقة كانت محاولات مستميتة لمحاولة ضرب الاستقرار اللي يمكن يعود الفضل الأول والأخير فيه لإدارة النادي الأهلي، سواء الإدارة الفنية أو طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي حرصت دايما أنها تكون في ظهر الفريق ودعمته في أوقاته الصعبة، وقدر يتجاوز كل المحطات المطبات الصعبة في مشواره عشان يوصل للبطولة. قلنا كلام كتير قوي امبارح، وقلنا كلام كتير مهم، وقلنا ووضحنا كتير من علامات الاستفهام اللي ما كانش ينفع
يعني خدوا بال حضراتكم، انا وكل زمايلي في قناه النادي الاهلي مش بس في السادسه يا ساره، في كل البرامج، في اوقات كتير جدا بنبقى عارفين انه في موضوعات معينه هي الشغل الشاغل للجمهور او علامات استفهام مستني الجمهور انه يسمع ردود عليها او توضيح ليها، لكن في وقت من الاوقات خدوا بال حضراتكم، انا قلت ده برده امبارح وبعيده وبكرره وهعيده واكرره، ان التوقيت مهم جدا، توقيت طرح الموضوعات او توقيت طرح التساؤلات اللي هي مشروعه على فكره، وانا يمكن لما اكون قاعد في مقاعد الجماهير، لما اكون قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه بسال نفس الاسئله ومنتظر عليها اجابات، لكن التوقيت بيبقى حاسم ومهم. ومن وجهه نظر القائمين على الامور المتعلقه بملف كره القدم في النادي الاهلي، من الوارد جدا يبقوا توقيت طرح الموضوع ده او التساؤل ده مش في محله، وممكن تكون الاجابه او التوضيح ليها اضرار سلبيه اكتر بكتير جدا من النواحي الايجابيه فيها، وبالتالي تاثر بشكل سلبي، وده اللي ما اعتقدش انه في اي حد منتمي او عاشق للنادي الاهلي والفريق النادي الاهلي يرضى بيه في اي حال من الاحوال. فتحنا ملفات كتيره جدا، سعيد طبعا طبعا بكل مداخلات النجوم امبارح يا ساره، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن مؤمن زكريا، كابتن كهربا، كابتن سعد سمير، كابتن سيد حمدي اللي احتفلوا معانا طبعا في كرنفال لطيف كده في وجود كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، واحنا بنحتفل حقيقه الناس كانت ليها وجهات نظر وكانت ليها اراء مهمه جدا، يمكن كمان هنتعرض ليها في حلقه النهارده من السادسة. أولا عايزة أحييك يا أحمد صراحة على حلقة امبارح، الحلقة كانت أكتر من شيقة وممتعة جدا للجمهور، والحقيقة فعلا جاوبت على أسئلة كتير أو طرحت أسئلة كتير يمكن الجمهور بيطرحها، دي كانت حلقة ممتازة جدا طبعا. ثانيا يمكن أنت اتكلمت في نقط كتير قوي، دلوقتي لو هرد مثلا على حتة الغيابات وقد إيه كانت مقصرة، وأكد كلامك طبعا قد إيه كانت الغيابات مقصرة، بس يمكن ده كمان يا أحمد يحسب لفايلر المدير الفني، وإنه قد إيه هو قدر يتعامل في الموسم ده، الموسم الصعب ده، سواء لظروف كورونا او للغيابات اللي فعلا ضربت النادي الاهلي بسبب حاجات كتير قوي، سواء لعيبه بسبب الاصابه او الانتقالات او غيره او ايقاف، لكن الحقيقه فايلر قدر يتعامل مع ده بشكل احترافي جدا، بشكل بروفيشنال جدا، وقدر ان هو يلعب على المعطيات اللي عنده، قدر ان هو يوظف لعيبته بالطريقه اللي عنده او من خلال اللي عنده، هو نفسه قال ان هي دي كره القدم الحديثه، انه خلاص انا لازم اتعامل مع ان في غيابات في الفريق، ولازم انه هلاعب اللعب في اكتر من مركز حتى لو مش مركزه الحقيقي او الصريح، وده الحقيقه يحسب لفايلر، يحسب له كمان يا احمد ان هو قدر يكسب ثقه جماهير النادي الاهلي في وقت قليل قوي، وده مش سهل انه يتعمل، لانه دايما بناكد في السادسة وفي قناة الأهلي وكل الناس عارفة قد إيه جمهور الأهلي جمهور واعي وجمهور مثقف وجمهور فاهم كويس قوي، فاهم كورة وفاهم فنيات، فإن هم بعد ما يبقى في مدرب جاي وفي انتقادات كتير عليه، وإنه ليه مجلس الإدارة تعاقد مع فايلر بالتحديد اللي ملوش سي في قوي، اللي ملوش سي في في أفريقيا، طب ده هيجيب لنا أفريقيا إزاي، طب ده هيعمل إيه في الدوري، كل ده فايلر في وقت قليل قوي قدر إن هو يخلي الآراء دي كلها تتغير، وقدر إن هو يوري الناس إنه في تطور الحقيقة في الفريق، فريق النادي الاهلي سواء على المستوى الجماعي او مستوى لعيبه بعينها، فده يحسب جدا لفايلر ان هو يقدر يكسب ثقه الجماهير في الوقت ده. برضو ندي الكريدت للجمهور يا احمد في حته انه الحمله الممنهجه اللي حصلت على النادي الاهلي الفتره دي، وانه قد ايه الناس كانت بتتكلم على الاهلي بشكل مش كويس، ومع ذلك الجمهور كان واقف في ظهر النادي الاهلي في وقت كان صعب جدا، والجمهور كان فاهم قد ايه ان ده ما كانش انتقاد طبيعي، لا ده كان حمله ممنهجه هدفها ان هي ترجع النادي الاهلي لورا او تهد من النادي الاهلي، ولكن طبعا ده عمره ما هيحصل، فطبعا بنشكر الجمهور على وعيه بحاجه زي دي. مهم كمان نتكلم على دور الجمهور في المرحله اللي جايه. خليني اقول لحضراتكم انه الشهر ونص اللي جاي في غايه الاهميه، ومن اللحظه اللي اتحسم فيها، رغم ان انا قلت لحضراتكم رغم ان كل اهلاويه عارفين انه الدوري ده صعب جدا يبعد عن الجزيره، لكن خليني اقول لحضراتكم من اول ما بشكل رسمي حسمت بطوله الدوري كل الانظار وكل التركيز وكل المجهودات اتوجهت ناحيه بطوله افريقيا، البطوله الاغلى بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، واللي بتثبت وبتاكد انه الاهلي زعيم القاره الافريقيه، بحثا عن التاسعه الجمهور مطالب بدور كبير جدا، بنحتفل فرحانين اكيد، لكن مهم جدا نفهم، ويمكن في الحته دي خلوني اقف مع كلمه قالها كابتن وليد صلاح الدين امبارح. يعني واحنا بنحتفل مع كابتن وليد واحنا بنضحك ومبسوطين جدا، كان لفت نظرنا او يعني طرح وجهه نظر بتقول انه مهم جدا انه جماهير النادي الاهلي ما تفكرش بفكره انه احنا مش هنقيم الاداء الموسم ده على
بطوله الدوري العام فقط، لانه بطوله الدوري ده العادي وده الطبيعي. لا، مفيش حاجه اسمها العادي ومفيش حاجه اسمها الطبيعي. في مجهودات كبيره جدا بذلت على مدار مش بس السنه دي، الخمس سنين اللي فاتت، واعتقد انك انت تحافظ على بطوله الدوري خمس سنين متتاليه ده انجاز في حد ذاته، انجاز يستحق الاحترام تقديرا لمجهودات مجالس اداره مختلفه، اجهزه فنيه مختلفه، اداره كره مختلفه، واجيال مختلفه من اللاعبين قدروا ان هم يحققوا ويضيفوا لخزنه النادي الاهلي خمس بطولات دوري في خمس سنين متتاليه، وده انجاز ناس كتير قوي تحلم تحقق نصه. ده واحد. نمره اتنين، انه حاله الضغط او حاله التركيز او حاله المقارنه بين بطولتين، واحده بحجم دوري ابطال افريقيا وهي بطوله صعبه والمنافسه فيها اتغيرت وشرسه، وكون النادي الاهلي ينجح انه يوصل في هذا الموسم الصعب والاستثنائي لدور قبل نهائي، ده نجاح في حد ذاته. هل ده يقلل من فرصنا او هل ده يقول ان احنا ما عندناش طموح ان احنا نفوز ببطوله افريقيا؟ ابدا، كلا البتة. قولا واحدا، كل فرد في كتيبة القلعة الحمراء مدرك تماما انه ده الهدف الاكبر والهدف الاهم هذا الموسم. لكن ايه المطلوب عشان ما نحولش حالة الاهتمام وحالة الدعم لانها تكون ليها تأثير سلبي على مسيرة الفريق؟ وده اللي اتكلم فيه كابتن وليد. الكلام من النوع ده ممكن يجيب نتيجة عكسية ويمثل ضغط كبير جدا او عبء كبير جدا على اللعيبة، يأثر على ادائهم في مواجهة الوداد. خدوا بال حضراتكم، السيزن ده صعب جدا، انا بتكلم على مستوى افريقيا. وتاني بقوله بكرر، ما حدث في نهائي دوري ابطال افريقيا في الموسم السابق او في النسخة السابقة من الممكن ان يترتب عليه نتائج او مؤثرات معينة في الموسم الحالي، وهو ما لا نتمناه. طبعا ما لا نتمناه، نتمنى انه يكون الاربع فرق عندهم فرصة متساوية وعادلة، طبعا تحت قيادة الاتحاد الافريقي، في انه يكون في منافسة شريفة ويفوز من يفوز، المهم انه يكون اقدر بالحصول على اللقب السنة دي، وده اللي بنتمناه. فرقتنا عندها فترة كويسة جدا الحمد لله، قائمتنا اللي كانت بتواجه مشاكل كتيرة جدا في الفترة الأخيرة تكاد تكون مكتملة، القوى الضاربة الى حد كبير اعتقد انها في خلال الشهر ده ممكن تكون جاهزه لقبل نهائي قوي واستثنائي. وكتير وبدون مبالغه، يعني الموضوع مش موضوع تحيز للنادي الاهلي، لكن كتير من خبراء الكره بيروا انه مواجهه الاهلي والوداد هي النهائي الحقيقي او النهائي المبكر لدوري ابطال افريقيا. كل التوفيق طبعا للقلعه الحمراء اللي محتاجه دعم ومسانده الجمهور في الفتره اللي جايه بشكل ايجابي. نسيب الراجل يجرب زي ما ساره كانت بتتكلم، نسيب اللعيبه تنزل ملعب وتلعب بدون اي ضغوط. احنا بنتكلم على ابطال الدوري، بنتكلم على مهمه ثانيه لا تقل صعوبه او اهميه وهي دوري الابطال، وبالتالي نخفف شويه من حده الضغط ونخفف شويه من حده الانتقادات ونسيب الفرقه تحضر وتسيب الجهاز الفني يجهز، وان شاء الله باذن الله ابطالنا قد التحدي في دوري الابطال. ندخل في تفصيل الاخبار يا احمد. يلا نبتدي اخبارنا النهارده. الحقيقه انه قرر الجهاز الفني للاهلي منح لاعبي الفريق خلاص راحه من التدريبات النهارده، بعد طبعا ما خاضوا لقاء مصر المقصه اللي كان طبعا مساء اليوم امبارح في الاسبوع رقم 28 من الدوري، وانتهى طبعا بالتعادل السلبي. وكمان تقرر ان يستأنف الفريق تدريباته بكره استعدادا لخوض مباراه نادي مصر يوم الاربعاء اللي جاي على استاد الكليه الحربيه. طبعا احنا بنتكلم على البطوله 42، رقم هو ده مش رقم قياسي الحقيقه، ده رقم رهيب. احنا بنتكلم على 42 بطوله من اصل 61 بطوله، وده معناه انه بنتكلم على انه النادي الاهلي مسيطر على اكتر من تلتين بطولات الدوري من اول ما اقيمت المسابقه لغايه النهارده، وده اعتقد انجاز صعب جدا 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 يتكرر، او صعب جدا حد يقدر يكسر الرقم، مع كامل التقدير والاحترام لكل الانديه المصريه. اللي بنتمنى على فكره بالمناسبه، يعني عشان ما حدش يفهم انه حاله الحب او حاله ال احنا بنتكلم على ارقام، يعني مش بنتكلم على وجهه نظر شخصيه ومش بنتكلم على رايي، انا بتكلم على ارقام، والارقام دايما ما فيهاش فصال. النادي الاهلي بالارقام هو اهم واكبر نادي على مستوى القاره الافريقيه وواحد من اكبر الانديه على مستوى العالم. في بعض الارقام والحسابات نقدر نقول انه بيحتل المكان رقم واحد لو اتكلمنا مثلا على عدد البطولات. لكن انا كاهلاوي الحقيقه، واعتقد دي ممكن تكون وجهه نظر اي حد يعني بيمارس رياضه، يهمني جدا انه يبقى في منافسه كبيره جدا، ويهمني جدا يبقى في اكتر من منافس، في يهمني البطوله ويهمني مصلحه الكره المصريه ويهمني مصلحه الاهلي كمان، لان كل ما كانت المنافسه
قوية كل ما كان الأهلي بيشتغل أكتر وبيحرص أكتر عنه يطور من فرقته ويطور أكتر من مستواه، وده في النهاية هيصب في مصلحة الجميع. نتكلم على 42 بطولة زي ما قلت لحضراتكم. الإنجاز ده بيحسب لسبع رؤساء تولوا مسؤولية النادي الأهلي على مدار سنين طويلة جدا. طبعا احنا بنتكلم على بطولة يمكن تكون الأهم في الكرة المصرية، اتحققت البطولات دي في عهد سبع رؤساء ورئيس واحد مؤقت. البطولة اللي بدأت تحديدا موسم 48-49 كان بيرأس مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت ده أحمد عبود باشا، وفاز الأهلي في فترة رئاسته أو ولايته بعشر بطولات للدوري، منها تسعة متتالية. وإحنا اتكلمنا على الأرقام المتتالية إنه الأكثر مرة الأهلي فاز بعدد بطولات دوري بشكل متتالي كان تسع مرات، رقم قياسي لم يتم كسره حتى يومنا هذا. في موسم 61-62 فاز الأهلي بالدوري للمرة ال11، وده كان في عهد مجلس الرئيس المؤقت السيد محمد توفيق خشبة اللي تولى الرئاسة مؤقتا بعد استقالة أحمد عبود باشا. وفي السبعينيات كمان يا أحمد حقق الأهلي الفوز باللقب خمس مرات في عهد مجلس الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، وده واللي شارك مجلس الكابتن طبعا صالح سليم في تحقيق لقب موسم 80-81. وفي عهد مجلس الكابتن صالح سليم فاز الأهلي باللقب 11 مرة، منها أربع مرات في الثمانينات وسبع مرات في التسعينيات، وفاز الأهلي باللقب مرة واحدة في عهد مجلس الكابتن محمد عبده صالح الوحش. موسم 88-89 كمان في عهد مجلس الكابتن حسن حمدي فاز الأهلي بالدوري سبع مرات، وفاز بموسم تاني مشاركة مع مجلس المهندس طبعا محمود طاهر موسم 2013-2014. الأهلي الحقيقة حقق الفوز بالدوري مرتين مع المهندس محمود طاهر في موسم 2015-2016 و2016-2017، وفاز كمان بموسم تاني مشاركة مع مجلس الكابتن محمود الخطيب 2017-2018. فعد طبعا كابتن محمود الخطيب الاهلي فاز بالدوري مرتين 2018-2019 والسنه دي 2019-2020، ويتقاسم بقى مجلس كابتن محمود طاهر والمهندس محمود طاهر وكابتن محمود الخطيب الخمس بطولات المتتاليه اللي احنا بنتكلم عليهم، واللي نتمنى ان احنا يزيدوا في السنين الجايه نكسر رقمنا القياسي اللي هم تسعة متتاليه، يبقى ان شاء الله باذن الله على ايد الجيل الحالي من اللاعبين. حقيقه يمكن اجيال ورا اجيال ما فيش حد يعني شارك مع النادي الاهلي ما فاز ببطوله. كابتن سيد عبد الحفيظ كنا بنتكلم معاه امبارح يا ساره، كابتن سيد عبد الحفيظ لوحده هنتكلم كلاعب فاز ب 13 بطوله وكاداري فاز ب 17 بطوله، يعني رصيده من الوصيف. الانجازات بالظبط كده، بالظبط الوصيف بالظبط كده. بنتكلم على انجاز شخصي اتحقق مع ارتباطه بكيان النادي الاهلي في 30 بطوله، ده رقم قياسي اعتقد صعب جدا على اي رياضي ان هو يحققه الا لو كان مرتبط بكيان كبير الحقيقه زي النادي الاهلي. وعشان كده دايما بقول لحضراتكم اللي بينتمي للكيان، انا فاهم ان احنا في عصر احتراف بشكل كبير ومتفهم تماما انه كل واحد بيدور على مصلحته من وجهه نظره الشخصيه، لكن في النهايه اللي عايز اقوله لحضراتكم انه اللي مرتبط بكيان النادي الاهلي مدرك تماما انه في جزء من الدوافع المرتبطة بالقرار هو فكرة تحقيق الذات، ودي حاجة لابد أنها تكون موجودة في أي حد بيمارس رياضة أو بيبحث عن بطولة أو بيبحث عن تحقيق إنجاز. فكرة أنك أنت تخلد اسمك في التاريخ دي فكرة لا يضاهيها ولا يقارن بها أي مقابل مادي في الدنيا، بالعكس ارتباطك بكيان كبير جدا زي النادي الأهلي وانتمائك بكيان كبير جدا زي النادي الأهلي وتحقيق ذاتك وانك يكون ليك شهره وانك يكون ليك في قلوب الناس مكانه خاصه، ده في حد ذاته مكسب كبير جدا. من الممكن كمان لو اتكلمنا بمنطق او بوجهه نظر المصلحه انه يترجم لفلوس كتيره جدا، ولكن في النهايه كل واحد ليه حساباته، والاهلي دايما يؤكد انه فوق الجميع. نجوم كتيره جدا رحلت ونجوم كتيره جدا كان رحيلها او خروجها من النادي الاهلي في وقت من الاوقات مؤلم بالنسبة للجمهور، ارتبطت بلعيبة، ارتبطت بنجوم حبتهم، اخلصت ليهم، وكان من الصعب عليها انها تقبل انه هذا النجم بعد كل العطاء وكل المواقف الدعم اللي قدمتها وكل حالة الحب والتقدير اللي قدمها جمهور الاهلي، كان صعب عليها انها تقبل انه تحس انه هذا النجم
تخلى عن الكيان اللي هي بتنتمي ليه، ورغم كده لم تتوقف البطولات ولم تتوقف مسيرة النادي الأهلي، وإن شاء الله لن تتوقف. دروس كتير جدا ممكن أكلم حضراتكم عنها، ولعيبة من العيار التقيل قوي جدا جدا اللي عندها قدرة أنها تكون إضافة لأي مكان، رحلت عن الفريق لسبب أو لآخر وفي عز تألقها. أنا مش بكلم حضراتكم عن لعيبة رحلت في نهاية المشوار، أنا بكلم حضراتكم عن أسماء يعني كانت في أوج التألق في لحظات الإبداع وتركت الفريق ولم يتأثر فريق النادي الأهلي. وأعتقد أنه بعد مرور سنين طويلة جدا بدأتوا تسمعوا أنه لو كان رجع بيهم الزمن كان القرار هيكون غير القرار، وكان الموقف والحسابات هتتغير، لكن عجلة الزمن ما بترجعش لورا. هي بالنسبة أحمد كمان للكابتن سيد عبد الحفيظ، عجبني قوي لما كان بيتكلم على فكرة الدوافع لإفريقيا قد إيه هتكون مختلفة بالنسبة للعيبة. يعني كانت كل الناس بتتكلم أنه خلاص أفريقيا هي الهدف وهي الأمل اللي جاي، وأنه لازم نحضر لأفريقيا كويس قوي، وفعلا فكرة أنه الضغط هيبقى كتير قوي على اللعيبة لو الكلام كله بالشكل ده. لكن هو كان بيقولك أنه فكرة دوافع أفريقيا، يعني كان حتى بيتكلم على أوروبا وأندية أوروبا، وأنه إزاي كان الأندية أدائها مختلف جدا في الدوري دوري عن بطولة دوري أبطال أوروبا. صحيح. هو في الجزئية دي كمان يا سارة هتكلم في نقطة مهمة جدا، ودي نقطة دايما الجمهور بيدوس عليها. يعني طبعا يعني أنا فاهم إنه حبك لفريقك، حبك للنادي الأهلي بيخليك غيور جدا، يعني أنت عايز دايما الأهلي تحس مش بس كمان هو بيكسب، لا إنه بيكسب وبيقدم أداء رائع وبيقدم مستوى مبهر، وإنك تحس إنه السكواد اللي موجودة في الملعب أو حتى اللي موجودة على دكة البدلاء هتنزل هتكسر الدنيا، ده شيء إحنا ما نختلفش عليه. لكن كان مهم جدا واحنا بنحتفل كمان مع كابتن سيد نسمع وجهة نظر القائم على إدارة ملف الكرة في او مدير الكرة في جهاز النادي الأهلي. ليه بقول لحضراتكم ده؟ لانه الراجل قال منطق يعني مهم جدا، وكلم على انه اللعيب اللي ممكن حضرتك ما تبقاش راضي عنه ما ينفعش انا ادخله المفرمة. وارد جدا يبقى فيه سوء توفيق، وارد جدا اللعيبة تمر بفترة، احنا بشر في الاول والاخر، وحضراتكم عارفين انه كل واحد فينا لظروف او لاخرى ملهاش علاقه بمجال عمله او بمجال احترافه ممكن يكون في ضغوط نفسيه، ممكن يبقى في مشكلات اسريه، ممكن يبقى في مشاكل ماديه تاثر عليه الفتره، لكن ده مش معناه ان انا اصدر عليه حكم بالاعدام. بالعكس على نصا، يعني زي ما كابتن سيد كان بيتكلم، اللاعب اللي ممكن تكون الجماهير مش راضيه عليه النهارده أنا من وجهة نظري شايف أنه ممكن هو شخصياً يكون سبب من الأسباب اللي بسببها أو يعني اللي منها نحسم بطولة أفريقيا. اللعيب اللي مش راضية الجماهير عنه النهاردة ممكن يكون هو مفتاح الفوز في مباراة النهائي أو قبل النهائي، وده كلام مهم جداً لازم نقدره. الحساب في المنظومة الناجحة، الحساب في الكيانات الكبيرة مرتبط دايماً بالنتيجة بالمحصلة. عمرنا ما بنفكر نفصص، عمرنا ما بنفكر في شماعة. أنا مش بتكلم يعني أنا كأحمد، أنا بتكلم على الكيان ككل. إحنا ما بنطلعش بنقول في فترة من الفترات إحنا خسرنا الماتش الفلاني ولا خسرنا البطولة الفلانية عشان خاطر أصل فيه سحر، ولا أصل فيه حد لابس خاتم، ولا أصل التحكيم كان وحش، ولا كان أصل فيه مؤامرة ضد النادي. يعني إحنا نادي بطولات مش نادي شماعات. أنا آسف يعني إن أنا بقول اللفظ ده، لكن أنت نادي بطولات وبالتالي تقييمك لمستوى الأداء والنتائج مرتبط بالمحصلة النهائية في نهاية السيزن. نيجي نقعد يبقى عندنا كشف حساب، نقول اللي لينا ونقول اللي علينا، وبناء عليها نحدد اللي محتاج تصحيح نصححه، اللي محتاج تطوير نطوره، اللي محتاج يبقى فيه نظرة مستقبلية أو نظرة فيها بعد على أهداف جاية محتاجة تتحقق نشتغل عليه ونحاول ننفذه على أرض. هو طبعا مفهومي أحمد أنه جمهور الأهلي لما بيجي ينتقد أو لما بيجي يعلق على لاعب بعينه او كده، هو بيكون طبعا عايز اللاعب ده يبقى احسن وعايز يشوف فريقه احسن حاجه. ولما بيتكلموا على ان قد ايه افريقيا هي اللي مهمه وانه خلاص احنا شبعنا من الدوري وافريقيا هي اهم حاجه وهي هدفنا الاول والاخير، ده لانه جمهور الاهلي
ما بيشبعش فعلا بطولات، لانه الاهلي عودوا على ده، يعني ده مفهوم انه الاهلي عود جمهور ان هو على طول بيكسب، انه على طول خلاص ما فيش خساره، حتى كان دايما الماتشات يعني يبقى الاهلي خلاص هيتعادل، لا الدقيقه 90 روح الدقيقه 90 موجوده ولازم يجي جون ولازم الاهلي يكسب. فالجمهور من كتر ما اتعود على انه الاهلي دايما بيكسب بقى خلاص الدوري يخلص من هنا، احنا بنطالب بقى بافريقيا، احنا عايزين افريقيا، افريقيا هتخلص احنا عايزين الدوري اللي بقى احنا البطوله اللي بعدها وهكذا. فهو الحقيقه بيبقى الانتقاد احنا متفاهمين جدا انه احنا عايزين ده للافضل، ولكن في بعض الاحيان زي ما احمد بيقول كده ساعات ده ممكن يشكل ضغط كبير قوي على لاعب هو اللي بعد كده ممكن يبقى كارت اساسي، هو اللي يحسم الدوري، هو اللي يحسم البطوله. فيعني دي حاجه مفهومه جدا طبعا، ونتمنى طبعا مع وجود او عوده بقى الجماهير للمدرجات اعتقد انها هتكون عنصر حاسم. يعني متخيل ساره لو قبل النهائي ده، والنهائي لو كان ان شاء الله باذن الله نتمناه مصري مصري، يعني وجود جماهير النادي الاهلي في مدرجات كانت تفرق كتير جدا طبعا. مع في 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 الجزئيه المتعلقه بقدره الاهلي على حسم البطوله، وياما الحقيقه جماهير الاهلي كانت عامل حسم دايما في حسم البطولات. وبمناسبه الجماهير او عوده الجماهير للمدرجات مره ثانيه، يمكن معانا خبر بيقول ان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه يمكن كشف عن موقف عوده الجماهير للماتشات في خلال الفتره اللي جايه، واكد ان الملف ده لا يمكن حسمه في الفتره الحاليه الا بعد انتهاء مشكله او ازمه الكورونا. اما فيما يتعلق بالحضور الجماهير في مونديال كره اليد، دكتور اشرف صبحي قال انه، ودي طبعا في تصريحات صحفيه لي، انه الوزاره واللجنه المنظمه على اتم استعداد لحضور الجماهير بنسبه 100% في صالات اللي هتستضيف البطوله، الا انه حسم الامر بشكل نهائي هيكون وفقا للاتحاد الدولي ولمنظمه الصحه العالميه والتعليمات الخاصه بها مع وضع فيروس كورونا في التوقيت اللي هتقام فيه البطوله ومدى انتشاره طبعا في العالم، واكد انه شكل النهائي لم يتم الاستقرار عليه حتى الان. يمكن دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اكد كمان انه بطوله المونديال، مونديال اليد، بتحظى باهتمام كبير جدا من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو اللي ظهر بشكل كبير جدا من خلال جلسه جمعته بسياده الرئيس وابدى فيها الحقيقه اهتمامه وحرص على التهنئه بنجاح طبعا حفله القرعه اللي اعتقد خرجت بصوره مشرفه جدا لمصر. اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا، وقد ايه دايما بنتكلم على انه البطوله دي واستضافتها في النسخه دي ب 32 فريق بدل ما طول عمرها بتتلعب ب 24 فريق، قد ايه تحدي كبير لمصر وقد ايه مصر قد التحدي ده. وبنتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر لانه المنافسه هتبقى صعبه جدا يا احمد. نتمنى، بصي يعني بعيدا عن الرياضه وبعيدا عن منتخبنا الوطني اللي بنتمنى له ان شاء الله باذن الله، اتمنى له بشكل شخصي انه يعني دايما ليه لا، بقول ليه لا، اذا كان عندنا القدره واذا كان عندنا الاراده واذا كانت البطوله بتقام على ارضنا، بيتهيالي انه رجاله اليد عندهم قدره ان هم يحرزوا بطوله العالم، ما احناش بعيد. يعني لو بتسالني في منتخب مصر كره القدم رايح يشارك في كاس العالم، هقول لك من الصعب جدا ان احنا نفوز بالبطوله، احتمالها ممكن يبقى 1 في المليون، مش تشكيكا لكن عندنا مقدمات. يعني برضو اذا امرت ان تطاع فامر بما هو مستطاع، مش ممكن اطالب منتخب مصر لكره القدم وهو يشارك في مونديال. احنا اكثر طموحنا ان احنا بس نتاهل للدور الثاني، يعني نتخطى ناحيه حته المجموعات وهنبقى مبسوطين وراضيين جدا. لكن لما اتكلم على منتخب اليد لا، اقول في احتمال وعلى اقل تقدير نبقى من الاربعه الكبار. لكن بعيدا عن المكسب الرياضي، انا بتهيالي انه هذه البطوله في غايه الاهميه، وبعتقد انه مردودها على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي لمصر، الدولة المصرية وصورة الدولة المصرية، خدوا بال حضراتكم البطولات دي بتبقى في يعني تسليط ضوء عليها بشكل كبير جدا. ومنذ حتى مش هقول مع بداية البطولة، ومن أول ما بدأت حفلة القرعة، أعتقد أنه المكاسب والانطباعات اللي بياخدها العالم عن الدولة المصرية أعتقد بتفيدنا بشكل كبير جدا، وبيبقى ليها مردود على مستويات كتيرة جدا. نتمنى إن شاء الله، وعندنا ثقة الحقيقة، يعني التنظيم المبهر لكأس الأمم الأفريقية من بدايتها لنهايتها حتى مع خروج المنتخب المصري، أعتقد فتح نفسنا على استضافة أي بطولة تانية، ورفع من مستوى ثقة المصريين في قدرة دولتهم على تنظيم أحداث رياضية
على اعلى مستوى، وده اللي نتمنى ان شاء الله نشوفه في مونديال اليد. يمكن بمناسبه الكلام عن بطوله افريقيا برضو عايزين نقول لحضراتكم ان الاتحاد الافريقي لكره القدم بينوي ان هو يعمل اجتماع مع الانديه الاربعه المتاهله للدور نصف النهائي طبعا في دوري ابطال افريقيا. وزي ما حضراتكم عارفين يعني الانديه المتاهله هي الاهلي والزمالك المصريين والوداد والرجاء المغربيين، دول طبعا في دور نصف النهائي ببطوله دوري ابطال افريقيا. بالنسبه لشبكه تونس الرقميه قالت ان مسؤولي الاتحاد الافريقي استقروا ان هم يعملوا اجتماع مع الفرق الاربعه المتاهله دي بحضور طبعا اللجنه الطبيه بالكاف ومسؤولين عن الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والجامعه المصريه، وده عبر تقنيه الفيديو كونفرنس، وده طبعا قبل اجراء المباريات. ليه هيعملوا ده؟ الهدف من الاجتماع ده هو اطلاع الانديه المتاهله على البروتوكول الطبي المتبع في مصر والمغرب، وده طبعا لضمان سلامه الجميع من خطر الاصابه بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19. وطبعا مسؤولو الكاف بيسعوا ان هم يخضعوا الفرق الاربعه المتاهله دي وكل العاملين في الانديه للمسحه الطبيه قبل اقامه المباريات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. ومعروف أنه من المقرر عقد اجتماع بين الاتحاد الإفريقي مع الفرق اللي هتتأهل لدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية من أجل الحديث طبعا عن نفس الموضوع وعرض البروتوكول الطبي المتبع. وطبعا احنا كنا عارفين ان فريق الوداد يعني كان فيه كذا حالة من حالات كورونا وبنتمنى لهم يا رب الشفاء، وعشان كده وبرضو قريب كنا شفنا كان فيه حالتين او ثلاث حالات كورونا في النادي الاهلي. فالحقيقة الاجراءات الاحترازية دي مهمة جدا قبل بطولة افريقيا. طبعا اتمنى السلامة للجميع، بس يعني خليني اتكلم بمناسبة كلامنا عن الكاف. انا بيتهيالي انا عارف ان طبعا قبل نهائي ونهائي افريقيا يبقى فيهم فار. تجربتنا مع الفار ما كانتش على بتكلم عن نتائجها يعني ما كانتش على قد المستوى المتوقع. يعني توقعت انه في وجود الفار تنتهي بقى فكره يعني التشكيك او الاختلافات او المشكلات الناتجه عن لعبه او وقعه داخل الملعب، لكن ده لم يحدث. انا بتكلم على المستوى المحلي يعني ساعات اعتقد انها بتزيد يا احمد يعني الجدل زايد حول الاخطاء التحكيميه قوي. يعني دلوقتي كان المشكله فيها ايه؟ انه الحكم بياخد قراره في ثانيه وما بيقدرش يرجع فيه. تمام، احنا جبنا الفار عشان نحل المشكله فبقينا نرجع الثانيه. احنا دلوقتي عايزين نرجع الوقت، بنرجع الوقت، فبنرجع الوقت والناس كلها بتشوف، وبنلاقي برضو انه في النهايه احنا رايحين في سكه ثانيه خالص. واللي بستغربه يا احمد ان بيبقى في حالات واضحه يعني المفروض ان الحكام مش هتختلف عليها زي ركله جزاء وليد سليمان كده، ومع ذلك بتتحسب حاجه ثانيه. ده هو ده اللي انا بتكلم فيه. عشان كده كنت بتكلم على انه اعتقد انه عندنا اسماء كتير جدا. انا مش بتكلم على اسم ولا اتنين، انا بتكلم على وبدون ذكر ما مش هذكر اسماء، لكن اعتقد طبعا القائمين على والنادي الاهلي طبعا اداره الكره في النادي الاهلي ويمكن كابتن سيد ذكر اكتر من اسم امبارح، اتكلم على اسماء كتير جدا محترمه فيما يتعلق بملف التحكيم الافريقي. واعتقد انه حرصا على نزاهه وشفافيه الاتحاد الافريقي وحرصا على مبدا اتاحه العداله والفرص المتساويه في حسم البطوله الافريقيه، اعتقد انه لابد كمان زي ما بنتكلم على اجتماعات مرتبطه بالبروتوكول الطبي يبقى كمان في مناقشات حول الاسماء المرشحه لتحكيم ماتشات قبل النهائي ونهائي افريقيا. قبل ما نكمل اخبارنا مع حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. برحب بحضراتكم من جديد ولسه مكملين فقرة الأخبار. والحقيقة أنه مسؤولين اتحاد الكورة ادوا جميع أندية الدوري المصري الممتاز فرصة لحد نهاية شهر سبتمبر ده علشان يسددوا الغرامات المالية طبعا الموقعة من قبل لجنة الأندية على اللاعبين وعلى مسؤولين أندية الدوري خلال طبعا الفترة اللي فاتت، وده قبل موعد فتح باب الانتقالات الصيفية اللي جاية. رهن أعضاء اللجنة الخماسية المعينة لإدارة طبعا شؤون الجبلية قيد اللاعبين الموسم الجديد ده بتسديد طبعا الغرامات الموقعة من قبل لجنة الانضباط، لأنه في حال وجود أي متأخرات على أي نادي مش هيسمح لهم بقيد اللعيبة بتاعته. كانت الحقيقة عارفين أنه لجنة الانضباط وقعت غرامة مالية على
عدد كبير من الناس، فرج عامر مثلا رئيس نادي سموحة وسمير حلبية رئيس النادي المصري 50,000 جنيه لكل منهم. وقررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري، وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك. صحيح. خلينا نروح لمنتخب الشباب. الحقيقة يمكن وحضراتكم عارفين انه كابتن ربيع ياسين طبعا نجم مصر والنادي الاهلي هو اللي بيتولى مسؤولية منتخب الشباب، هو المدير الفني لمنتخب الشباب. والحقيقة كابتن ربيع بيتكلم في مناشدة، وده الحقيقة انا محتاج اقف معاه، يعني ايه مدير فني لمنتخب الشباب يناشد كل الاندية انها تدعم وتساند منتخب الشباب؟ ده دور طبيعي جدا، يعني اعتقد انه الهدف اساسا من وجود اندية ومنافسات محلية انه احنا ندعم المنتخبات المختلفة. المنتخب طبعا بيتجهز حاليا لانه عنده مرحلة صعبة، ومفروض انه يوصل بالقائمة الدولية اللي بيضمها منتخب الشباب لمستوى فني وبدني تسمح له ان هو يخوض الماتشات المهمة في الفترة اللي جاية. كابتن ربيع ياسين كان بيكلم انه منتخب الشباب بيضم عدد كبير جدا من العناصر اللي هو بيصفها بمميزة جدا، وبيتوقع ليهم انه يكون ليهم مستقبل كبير جدا في السنين اللي جاية. تحديدا الحقيقه النقطه اللي يعني يمكن كان في تركيز عليها هي مطالبه كابتن ربيع انه الانديه تتكاتف وتتعاون مع المنتخب ويكون في دعم ومسانده بشكل حقيقي عشان نوصل كلنا لهدف مطلوب وهو تخطي عقبه التصفيات الافريقيه. مفترض ان شاء الله انه التصفيات هتبتدي يوم 7 نوفمبر اللي جاي في تونس، والتصفيات دي هتاهل للبطوله الافريقيه اللي هتقام في او هتستضيفها موريتانيا تحديدا شهر مارس اللي جاي 2021. وكابتن ربيع الحقيقه يعني بياكد ان هو شخصيا بيبذل كل المجهود الممكن عشان وعنده حرص مستمر على انه يتابع كل الفرق المصريه، وبيسافر في كل مكان في مصر حتى في اقصى الصعيد في الكفور والنجوع وفي كل المحافظات عشان يقدر يكتشف مواهب جديده جدا. واشار انه كمان يعني عنده يقين تام في المهمه المكاله اليه ومتاكد انه النجاح ان شاء الله، وده اللي بنتمناه انه يكون حليفه. كابتن ربيع كمان كلم على احتياجه انه الانديه تدعمه بشكل كبير جدا، وخصوصا قطاعات الشباب في الانديه عشان يقدر يصل بالقائمه الدوليه قبل خوض التصفيات لافضل حاله فنيه وبدنيه، خصوصا انه في الفترة الأخيرة يمكن كان في معاناة لعدم اكتمال القوام الأساسي للمنتخب، كل الأجهزة الفنية متمسكة بلعبتها، وده الأمر الحقيقة اللي أثر بشكل كبير جدا على جهاز المنتخب وخلى الجهاز الحقيقة يعني في حالة صراع مع الزمن أو سباق مع الزمن عشان يقدر يجهز الجميع قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد والتحضير للتصفيات الأفريقية. مجموعة مصر بالمناسبة بيقع معنا فيها تقريبا كل دول شمال افريقيا، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، والمجموعه دي بيطلع منها بس الاول والثاني في البطوله الافريقيه اللي هتكون في موريتانيا ان شاء الله في مارس زي ما قلت لحضراتكم اللي جاي. كل التوفيق طبعا لمنتخب الشباب المصري. معانا احمد كمان كابتن اسامه عرابي لاعب الاهلي السابق، هنتكلم معاه طبعا عن تتويج الاهلي بالدوري للمره السابعه على التوالي وال42 في تاريخه. وبرحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. اهلا وسهلا بك يا ساره، واهلا وسهلا استاذ احمد سمير. اهلا بيك. اهلا بيك الاهلي وعشاق النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن اسامه، كلمني على البطوله دي وايه اللي بتشوفه صعب او ايه اللي بتشوفه مميز في البطوله اللي بتحمل رقم 42 في من بطولات النادي الاهلي الدوري المصري. طبعا مبدئيا مبروك لجماهير النادي الاهلي اول حاجه اللي هي عصب كره القدم، وبالنسبه لنا احنا جماهيرنا هي المحرك الاولاني لينا. مبروك لمجلس الاداره طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب، مبروك للجهاز الفني واللاعبين والاداريين وكل العمال وكل النادي، ومبروك طبعا البطوله ال 42. بطوله هي عزيزه علينا وغاليه، يمكن من كتر ما الحمد لله النادي الاهلي بيحصل على بطوله الدوري العام الناس بتبقى مستسهلاها، لانه انت الدوري العام بالذات هو البطوله الاولى في العالم كله، يعني اول بطوله في اي دوري في العالم هو الدوري العام، مش اي مش سوبر او كاس مصر او الكؤوس، يعني لانها بتبقى مباراه واحده او عدد قليل من المباريات، لكن الدوري العام هو المسابقه اللي كل الناس بتلعب في نفس الظروف مع كل الفرق
في مباراتين متتاليتين لكل او مباراتين مواجهتين لكل فريق مع ضد فريق يعني فنفس الموضوع وهي المسابقه الاولى. فالنادي الاهلي من كتر ما بياخدها الحمد لله الناس بتسهلها وبقت طبيعيه بالنسبه لنا يعني، لكن ما فيش شك ان جهد كبير من الجهاز الفني بقياده مستر فايلر والمعاونين بكابتن عبد الحفيظ بكل الناس قاموا بجهد كبير، وخاصه الدور الاولاني اللي وصلنا فيه الفارق لاكثر من 15 نقطه، وده كان فارق كبير جدا صعب تعويضه. الدور الثاني بالنسبه لنادي الزمالك اللي هو اقرب منافسنا يعني، ف يعني كنا متاكد، انا واحد من الناس كنت متاكد، ولما كنت بسال عن بطوله الدوري العام بقول من الدور الاولاني هي حسمت، يعني هو مجرد ان احنا بنلعب المباريات عشان بس البطوله تتحسم بشكل رسمي، لكن هو فعليا لما الفرق وصل ل 15 16 نقطه كنت متاكد ما عنديش شك حتى لو الاهلي. طب انا هكلمك كابتن اسامه معلش في جزئيه كده، عشان يعني انت عارف حملات التشكيك حتى بعد حسم البطوله بشكل رسمي برضو بتبقى مستمره، وبنسمع كلام من نوع انه الاهلي ما فاز البطوله انه فريق قوي لكن انه المنافسين هم اللي ضعاف. يعني هل بتشوف انه الاريحيه الكبيره والفوارق الكبيره جدا فين بين الاهلي وبين اقرب منافسيه؟ هل دي لانه الاهلي يغرد منفردا فعلا يعني بينافس نفسه، ولا لانه مفيش منافسه حقيقيه في الدوري المصري؟ والله بص، هو يعني النادي الاهلي مش ذنبه ان المنافسين ما يكونوش على نفس المستوى، ولا اي فريق في العالم ده ذنبه. النادي الاهلي كافح واجتهد واشتغل والناس تعبت وهو بيكسب يعني خساره واحده في حوالي 27 لقاء، عدد اهداف كبير جدا، نقاط 72، عدد اهداف كبير، عدد الاهداف اللي دخلت فيه 8 اهداف فقط في حوالي 27 مباراه، ده عدد قليل جدا. فمش ذنبنا انه المنافس او المنافسين يبقوا اقل، ما فيش شك ان الموضوع ده بيسهل البطوله لينا، ولكن ده مش 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 عدم كفاح من النادي الاهلي او عدم شغل او عدم اراده. بيجي لنا سنوات صحيح الدوري بيبقى يحسم مثلا في اخر لقاء، وياما احنا كنا لعيبه او مدربين عشنا الموضوع دوت، لكن ده مش نقص في كفاءة النادي الأهلي ولا عدم جهد منه، ده نقص بقى في كفاءة المنافس أو المنافسين وضعف أو عدم استعداد جيد منهم أو انهزامية أو أي حاجة، هم اللي أثروا مش النادي الأهلي اللي أثر. فالنادي الأهلي ليس له ذنب إنه الفوارق تبقى كبيرة جدا كده في كل حاجة، بفرق النقاط كبير جدا، فرق الاهداف كبير جدا. طب كابتن اسامه كنت بتقول انك كنت متاكد انه الاهلي خلاص هيحسم الدوري من الدور الاول او من بدري، لكن توقعاتك بقى لافريقيا، وكمان كنا بنتكلم على انه الجمهور خلاص قفل صفحه الدوري تماما وكل التفكير في هدف افريقيا، شايف انه ضغط الجمهور قوي ان احنا عايزين افريقيا وان ده الهدف اللي جاي والاهم، ممكن يمثل ضغط على اللعيبه ولا هو حماس اكتر للعيبه؟ لا ما بيمثلش ضغط ولا حاجه، اللي ارتدى تيشيرت النادي الاهلي واللي عمل في النادي الاهلي، انا واحد من الناس الحمد لله 17 موسم كلاعب في الفريق الاول وحوالي 5 أو 6 سنين مدرب في الاجهزه الفنيه للفريق الاول، يعني خدت خلالهم في النادي الاهلي 33 بطوله، 28 وانا بلعب وخمسه وانا النادي الاهلي، يعني انا يعني اسف ممكن اقول لفظ، النادي الاهلي لو بيلعب طاوله الناس عايزها يكسب او كوتشينه او بيلعب اي حاجه في الدنيا، النادي الاهلي جمهوره متعود على البطولات، متعود انه لما بيكسب بطوله بيقفل صفحتها وتاني يوم بيفكر في البطوله اللي بعدها. فاللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يتحمل تيشيرت النادي الاهلي، لازم يعرف ان ده اسلوب جماهير النادي الاهلي، ده اسلوب اداره النادي الاهلي، ده اسلوب او كل الاهداف النادي الاهلي هي كده، البطولات دايما والبطولات على طول. احنا كنا بنكسب
اي بطوله، ثاني يوم على طول يقول لك احنا خلاص نفرح يوم ونفكر في البطوله اللي بعدها. فده لا يمثل ضغط على اللعيبه، اللعيبه فاهمه كده والاجهزه الفنيه فاهمه كده. حتى لو جهاز فني اجنبي ممكن يكونوا في البدايه ما بيبقوش عارفين كده ويتوقعوا انه انه ان كل العالم الانديه بتخسر وعادي وكوره صحيح ده موجود في العالم والانديه بتخسر وكده، لكن اللي بيشتغل في النادي اكتر من سنه يبقى فاهم على طول انه الجماهير بتطالب اللعيبه على طول ببطولات دايما. فانا شايف بالعكس ده دافع للعيبه ولازم يركزوا فيها. الناس يمكن مشتاقه للبطوله عشان من 2013 ما حصلناش عليها يعني، فهي غايبه بقى لها 7 سنين يعني، فيمكن دي مخليه الناس مشتاقه للبطوله. النادي الاهلي لازم يبذل اقصى جهد، خاصه ان احنا دخلنا على الدور قبل النهائي يعني خلاص. طب تسمح لي كابتن اسامه اعرف وجهه نظرك، احنا دلوقتي خلاص حسبنا بطوله الدوري، فاضل لنا كام ماتش فيه وقدامنا شهر على المواجهه الاولى مباراه الذهاب في المغرب امام الوداد. شايف الفتره دي افضل استغلال ليها ممكن يكون ازاي؟ يعني نبتدي نجرب، نبتدي نريح اللعيبه اللي لعبت اساسي وكان بالنسبه لها موسم طويل، ولا يفضلوا في الملعب عشان حساسيه الماتشات؟ نبتدي نجرب طرق لعب، ولا هي طريقه واحده اللي بنلعب بيها طول السيزون؟ وجهه نظرك الشهر ده ازاي نستغله او نستفيد بيه باحسن شكل ممكن؟ هو على فكره تاجيل البطوله شهر ممكن جدا يجي في صالحك وممكن يجي في غير صالحك، لانك انت ما بتعرفش الغيب في الفتره الجايه دي بقى ايه. ممكن جدا تبقى في صالحك ان بعض الاصابات ترجع لك، يعني واحد زي حسين الشحات يجهز ويخش مثلا. واحد زي كهربا كان بقاله كتير ما بيلعبش ابتدى يخش في ماتش في ماتشين، غير لو كنا لعبنا مثلا بعد اسبوع ولا حاجه ولا بعد 5 ايام. وبرضو انت لا تعلم الغيب، انه لا قدر الله ما نتمناهاش ان حد مؤثر يصاب مثلا شهر، لا قدر الله يصاب. أيوة. فاحنا ما نعرفش اللي جاي ايه، لكن اللي المفروض احنا نشتغله والجهاز الفني اكيد ادرى مني ان هم المسؤولين دلوقتي، حاجتين انت بتمشي في خطين. انك انت بتستعد للبطوله، انك في لعيبه بذلت جهد كبير جدا والمباريات كل 3 ايام، فمش هيقدروا يلعبوا كل المباريات بصوره متتاليه عشان الاستشفاء بتاعهم وحالتهم الصحيه والبدنيه يكونوا جاهزين في ماتش الوداد. فاكيد هيلعبوا بعض المباريات، يعني الست مباريات المتبقيه او السبعه هيشاركوا في بعضها، لكن برضو ما اقدرش اشاركهم في كل المباريات لانه ضغط الثلاث ايام، كل 3 ايام هيعرض اللعيبه بالذات اللي بتلعب على طول لاصابات. ويمكن احنا شفنا مثلا عمرو السوليه في فترة كان بيلعب على طول، جاله شاد قبل كده، علي معلول ربيعة قريب ربيعة قبل كده ياسر. فأكيد الجهاز هيلعبهم عشان يبقى بيجهز، ولكن برضه هيعمل راحة لبعضهم في بعض المباريات. الحاجة التانية هي فرصة كويسة ليك إن الناس اللي مش جاهزة قوي تجهز، تبقى فورمة زي كهربا، واحد زي محمود وحيد مثلا ما بيلعبش كتير، واحد زي الشحات يبتدي يخش، واحد زي في ناس ما لعبتش كتير يعني بعض العناصر من الصغيرين اذا كان حد فيهم مقيد افريقيا يبتدوا ياخدوا بعض مباراه او مباراتين او 3 من المباريات الستة اللي جايه. فانت لازم تمشي في الخطين، انك انت تريح لعيبتك الاساسيه طب المباريات وفي نفس الوقت انا عايزك عايز حضرتك، انت طبعا لعيب كبير كنت نجم منتخب مصر ولعبت كاس عالم ولعبت بطولات كتيره جدا، انا عايزك تكلم يعني هي رساله موجهه للعيبه او كل لعيب من اللي بيمثلوا النادي الاهلي على حده. انا عارف انه بالنسبه للعيب كمان يعني مش بس بالنسبه للجمهور ولا للجهاز الفني ولا لاداره النادي الاهلي، لكن كمان بالنسبه للعيبه في حلم كبير جدا ان انا احقق بطوله افريقيا. يعني اي لعيب في سكواد او بيلعب في فريق زي فريق النادي الاهلي وقدامه فرصه ان يحصل على لقب بطوله افريقيا اكيد ده بالنسبه له حلم كبير. في لعيبه او كذا لعيب في النادي الاهلي بعيد بقاله فتره، ايا كان السبب يا كابتن اسامه، كان مصاب، كان بيعمل عمليه، كان ايقاف، يعني بصرف النظر عن السبب لكنه بعيد، قدامه شهر، انت تقول له ايه؟ يعني عشان تبقى موجود وتساهم او يكون ليك بصمه او مشاركه في فوز الاهلي ببطوله افريقيا، ايه الرساله اللي انت هتوجهها له النهارده؟ بص اصل هو كل لعيب ليه حاله خاصه، فما ما اقدرش، في ناس هي اللي مقصره، في ناس اتصابت غصب عنها، في ناس بعدت لظروف مشكلة معينة. فأنا هتكلم على المصاب اللي هو اتصاب غصب عنه، ده بنقول له ربنا يشفيك وترجع وتبقى أفضل.
اللي بعت لمشكله هو خلقها اداريه او بعت لانه هو مقصر في حق نفسه من النواحي الالتزام والنواحي التركيز بتاع لعيب الكوره اللي المفروض اهتمامه الاول انه لعيب كوره. يعني احنا ربنا جعل يعني جعلنا رزقنا في بما انك انت تبقى لعيب كوره. أيوة. فما شاء الله بتكسب كويس جدا بالذات كمان في النادي الاهلي. مجدك كله جاي من انك انت لعيب في النادي الاهلي، فهي لازم اهتمامك الاولاني يكون انك انت بتبذل اقصى جهد في اللعبه اللي انت بتلعبها، مش حياتك الخارجيه هي اللي تبقى طاغيه على 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 شغلك. فطبعا اللي هو مقصر في حق نفسه بنقول له كده، واتمنى اي حد فيهم يراجع نفسه. اللي بيعمل مشاكل اذا عمل مشاكل يعني خارج الملعب، مشاكل اذا كان مشاكل مع زمايله، اذا كان مشاكل مع اداريين عنده، اذا كان مشاكل مع فريق منافس، برضه بقول له نفس الشيء، انت لازم تركز. بمناسبه الكلام عن الجهاز الفني يا كابتن اسامه، يعني عايزه برضه تقييم من حضرتك، شايف ازاي تطور الفريق تحت قياده فايلر؟ شفنا تطور جماعي وشفنا تطور لعيبه بعينها، وان هو قدر الحقيقه يغير وجهه نظر الجماهير فيه من البدايه لحد النهارده. ما فيش شك طبعا، بالذات في المرحله الاولى كان في شكل مستقر للنادي الاهلي جدا، بالذات في الدور الاولاني شفنا تطور كبير اللي كان لأجا إيب لما لعب في مركز راس الحربة. شفنا رمضان قبل ما يمشي كان ابتدى يوصل لمرحلة كويسة وبيعرف وابتدى يجيب جوان. شفنا وليد سليمان وتأثيره الكبير وبقى من الهدافين الأولين في الفرقة. شفنا شكل اللعب كان جميل، بتلعبي كتلة واحدة، بتلعبي يعني فريق ملتزم دفاعيا وملتزم هجوميا. يمكن بعد كورونا شويه الامور يعني لاصابات لظروف لعدم يعني ما خدناش فتره اعداد كويسه بعد الكورونا، يمكن الاداء شويه انخفض، لكن اصابات حصلت، لكن بصفه عامه مجمل الموسم يعتبر جيد في الدوري العام، وفي جهد كبير مبذول، ونتمنى ان النادي الاهلي على البطوله الافريقيه يوصل للحاله الفنيه اللي هو كان عليها قبل التوقف بتاع كورونا يعني. لكن في جهد طبعا مبذول واضح من الجهاز الفني والاداريين. بشكر حضرتك جدا كابتن اسامه عرابي، والف مبروك. والف مبروك لحضرتك. الله يبارك فيك ومبروك لجماهير النادي الاهلي. الف مبروك كابتن اسامه عرابي. بمناسبه كلام كابتن اسامه، كان في انترفيو يعني او حوار اتعامل مع يورجن كلوب مدرب ليفربول، بيكلموا فيه معاه على محمد صلاح. وكان الراجل الحقيقه طبعا بيشيد بمحمد صلاح جدا، يعني اتكلم على ارقامه واتكلم منه صلاح حاله استثنائيه، يعني ده كلوب اللي بيقول مش انا اللي بقول. بيقول انه الراجل من اول سيزون يجي يسجل 40 جول مع 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 ليفربول في مختلف المسابقات وياخد لقب الهداف، ده شيء كبير جدا، ومش لعيبه كتير جدا تقدر تعمل ده على مستوى العالم. لكنه كمان يحافظ على ده ويقدر يحافظ لتاني موسم على التوالي على نفس اللقب، ويكون هداف الفريق ويكون هداف البريمير ليج مشاركه في السيزون ده، كنت فاكر مع ساني، ده برضو انجاز كبير جدا. هما كانوا بيسالوه على انه صلاح مع ليفربول في مختلف المسابقات وصل ل 97 هدف وامكانيه انه يخش النادي ال 100، وقال انه ده شيء سهل جدا بالنسبه لصلاح. لكن انا عايز اقف مع حضراتكم مع تصريح، يعني بمناسبه كلام كابتن اسامه عرابي، كان بيقول ايه كلوب بقى؟ بيقول انه التدريبات بيكلم على انه زي الفرق الكبيره بتطور من مستوى النجوم بتاعتها. فكلوب بيقول انه التدريبات اللي بنقوم بيها جميعا بين الماتشات او بين المباريات هي احد المفاتيح، لكن الامر لا يتعلق بقيام كل لاعب بفعل ما نطلبه منه، لكن من الهام ان تكون لك رؤيتك في هذا الامر، فاحد الاسرار هو ان تكون لديك الرغبه دائما. انا بقى عند حته الرغبه دائما دي، انا بيتهيألي لازم نقف. يعني انا بتكلم كمان الاجيال الجديده اللي طالعه، الاجيال اللي طلعت شافت او فتحت عينيها على نجوم مصريين في دوريات كبيره، على نجم زي محمد صلاح بيفوز بدوري ابطال اوروبا، سقف الطموحات فوق. الطموح النهارده انك تلعب في نادي مش بس في تحترف في اوروبا، انك تلعب في نادي كبير بقى متاح لكل اللعيبه المصريين. فكره خلق
الحافز، خلق الدافع، انك انت شخصيا تخلق رغبه. اللاعب الكرة او الموهوب في اي مجال، فنون او رياضه او اي حاجه فيها موهبه وفيها ابداع، فيها بصمه عند صاحبها، مطلوب منه دايما انه يحط لنفسه هدف، وبعد ما يحققه يروح لهدف ابعد. انا دايما بقول انه عندنا كتير من المواهب تستحق انها تلعب في اكبر انديه العالم، لكن للاسف شديد جدا الثقافه اللي محمد صلاح بيقدم لنا نموذج حقيقي ليها او ترجمه فعليه ليها يمكن تكون غايبه. كلام كلوب بيترجم ده، فكره انه انت مش موظف في نادي، انت مش مطلوب منك انت تعمل المطلوب منك او الواجب بتاعك فقط، لكن دايما لازم يبقى انت كمان صاحب رؤيه، ودايما يكون عندك القدره انك انت تخلق حافز لنفسك. من الواضح يا احمد ان ليفربول كمان يعني ناوي كزبان على موسم قوي، هو كسبان دلوقتي اكتر من الموسم اللي فات، دلوقتي بقى 2-0 ساديو ماني اللي جايب الجونين. والحقيقه انه حتى المباراه الافتتاحيه بتاعت ليفربول قدام ليدز كانت قويه جدا، محمد صلاح قدم اداء فعلا استثنائي واداء مشرف جدا، وكان يورجن كلوب وصفه من احلى الاداءات او الاداء اللي قدمه محمد صلاح مع ليفربول الحقيقه. وكمان بالنسبه يا احمد للكلام انه قد ايه الرغبه لازم تكون موجوده عند اللعيبه الجداد او الاجيال اللي طالعه، وان يتعلموا من صلاح، بس كمان لازم يتعلموا ازاي يواجهوا الضغط اللي ممكن اي لاعب يتعرض له. الحقيقه انه محمد صلاح اللي هو احنا بنقول قد ايه هو احسن لاعب مصري وان هو مشرفنا وعامل يعني موسم او عامل مشوار وكارير قوي مع ليفربول، محمد صلاح نفسه في يوم من الايام يا احمد كان بيتقال قد ايه هو رجل الموسم الواحد، اتعرض لضغوطات كتير جدا في موسم هو كان فيه افضل لاعب في الدوري الانجليزي، اتعرض لكلام الحقيقه كنا بنشوفه الحقيقه في ماتشات مأثر على نفسيته، لدرجه انه في مباراه انا مش فاكره كانت قدام مين، محمد صلاح بعد ما جاب الجون ما احتفلش اللي هو ده انا. فالحقيقه انه لاعب زي ده لما يتعرض لضغط ويعرف يتعامل معاه ويثبت ان هو لا مش رجل موسم واحد، وان هو لاعب كبير جدا وبيثبت مكانه كل موسم عن الثاني، لازم الاجيال الجديده برده تتعلم من حاجه زي دي، انه مهما كنت كبير هتتعرض لانتقاد وهتتعرض لضغط لازم تعرف تتعامل معاه. طيب نهني مجلس الاداره الحقيقه اللي بالتاكيد ليه بصمه كبيره جدا في حاله الاستقرار والدعم على كل المستويات اللي تقدمت لفريق النادي الاهلي وفاز ببطوله الدوري 42. استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره معانا على التليفون. يا استاذ طارق مساء الخير والف الف مبروك. مساء النور استاذ احمد، مساء النور ساره هانم، موفقين دايما. اهلا وسهلا بحضرتك. تهيالي استقبال المجلس انا عارف انه يعني مش بس في الكوره، الحقيقه الانجازات الرياضيه وعدد كبير جدا من فرق النادي الاهلي في رياضات مختلفه قدرت تحسم كتير من البطولات السنه دي، لكن انا بيتهيالي انه استقبال المجلس للفوز بالبطوله رقم 42 من بطولات الدوري اللي بيحققها النادي الاهلي يمكن يكون مختلف ويمكن يكون ليه طعم تاني شويه، خصوصا انه السنه دي او الموسم ده كان موسم صعب على كل المستويات بره الملعب وجوه الملعب. بلا جدال طبعا موسم استثنائي، موسم الكورونا بعد كل اللي حصل فيه خلال السنه دي. فان الحمد لله انك ترجع تاني عوده نشاط، يرجع طبعا شاكر لكل المسؤولين على عوده النشاط، وفي نفس الوقت الحمد لله انك تتمكن كنادي اهلي من الفوز ببطوله الدوري، ده طبعا انجاز في سنه استثنائيه. وفي نفس الوقت كلنا عارفين بعد ما رجعنا من الكورونا اما الموسم رجع يعني تم الاجهاد وكل 48 ساعه ماتش كل الكلام ده عشان دي الموسم طبعا والعوده وكده، فالحمد لله يعني انجاز طبعا حققه اللعيبه والجهاز الفني وكل المسؤولين عن الكوره، وما انساش دور طبعا كابتن محمود الخطيب المفوض من قبل مجلس الاداره بالاشراف على الكوره. فالحمد لله يعني موسم صعب جدا، بس فريق النادي الاهلي او الفيرست تيم في النادي الاهلي يمكن كان بوابه تعرض من خلالها مجلس الاداره لحالات هجوم مش عايز اقول مستمره لكن في فترات كتيره جدا. ازاي كنتوا بتشوفوا ده وازاي كنتوا بتتعاملوا مع حاله الهجوم او حاله التشكيك اللي بتستهدف الكيان والمجلس بشكل مباشر؟ بص يا استاذ احمد، النادي الاهلي ليه طباع معينه وجينات معينه ما بيحكش عنها المفروض في تاريخه الحمد لله، واحنا كمجلس اداره النادي الاهلي من يوم ما جينا من يوم الجمعيه العموميه ما انتخبتنا واحنا نفس الاطار واللي مشي عليه النادي الاهلي طول حياته من مبادئ وقيم وكيفيه التعامل مع كل المعطيات المتعلقه بالاعلام وخلافه. طبعا الدنيا اختلفت، بقى في سوشيال ميديا بقى ليها تاثير جامد جدا، ليها ايجابياتها وليها سلبياتها،
لآسيا لقيتها في بعض الأحيان تكون موجهة ضدك يعني، أو موجهة إيقاف أو عبقرية مسيرة النادي. كل الكلام ده ما بيشغلش بالنا، اللي بيشغل بالنا دايما هو الشغل جوه النادي، والشغل اللي يهم جماهير وأعضاء النادي الأهلي، لأن كلنا عارفين ومدركين المسؤولية وحجم المسؤولية اللي احنا فيه. فبالتالي الكلام ده ما بيشغلش مننا حيز سوى العمل فقط يعني. أنا أتكلم مع حضرتك بمنتهى الصراحة يا أستاذ طارق، يعني أنا متفهم طبعا مدرسة النادي الأهلي، وهي مدرسة تعودنا عليها من سنين طويلة في فكرة عدم الالتفات لحالات التشكيك أو حالات الهجوم الغير مبرر أو الضرب من تحت الحزام زي ما بيقولوا. لكن في وقت من الأوقات الحقيقة، وأنا هنا بتكلم بلسان الجمهور، جمهور النادي الأهلي بيحس بالإساءة للكيان في أوقات كتيرة جدا. أطراف لا تمت بصلة للوسط الرياضي في مصر ولا تمت لصلة بالنادي الأهلي بتحط على لسانها اسم النادي الأهلي في جمل كتيرة غير مفيدة، أو في توقيتات كتير جدا ممكن تكون حساسة بالنسبة للجمهور وحساسة بالنسبة لمشوار الفرق المختلفة النادي الأهلي في حسم البطولات. وده الحقيقة يعني بلسان حال الجمهور برضو بيستدعي الرد، يعني على أقل تقدير يستدعي الرد. أنا عارف أنه مدرسة النادي الأهلي في أو أسلوب النادي الأهلي ومنهجه في الإدارة ما بيلتفتش لهذه المهاترات، أو بيرى أنها مهاترات لا يجب أن احنا ننجذب إليها أو أن احنا نتعامل معها بأي شكل من الأشكال. لكن في النهاية لابد أن يكون في طريقة للحفاظ على حقوق ملايين الجماهير اللي بتشعر في أوقات كتيرة جدا بإساءة ليها أو بهجوم عليها بشكل من الأشكال. بصراحة أستاذ أحمد يعني حضرتك نفرق كويس قوي بين عدم التفاتنا للحاجات اللي ممكن تدي طاقة سلبية للنادي نفسه لكل العاملين بيه والفرقة الرياضية وخلافه، اللي أنا بقول لحضرتك عليها إن الحاجات دي عمرها ما بتشغل بالنا، بالعكس لما بيزداد الكلام ده بيتحول لطاقة إيجابية للدفاع عن اسم النادي الأهلي. بالنسبة لأي إساءات حصلت للنادي الأهلي من أي طرف ما، عمرنا في مجلس إدارتنا لم يحدث إطلاقا إن إحنا استسلمنا لهذه الإساءات أو رجوع حق النادي وجمهوره. حيث ممكن ترجع لكل البيانات والبلاغات وخلافه اللي عملها مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترات الماضية كلها، وكل الجهات اللي النادي الأهلي قام بتوصيل صوته ليها في كل المناسبات الماضية، وآخرها كان كلمة الكابتن محمود الخطيب في افتتاح ملعب الأهلي والسلام، وطلب من الجميع اللي هو بخلاف ما يعني كل من لهم من لا يمت بالصلة للنادي الأهلي أن يتحدثوا عن أنديتهم وأن يقتضوا بالنادي الأهلي في التركيز مع النادي بتاعه. فهو ده اللي احنا عملناه. فالحيطة اللي حضرتك بتقولها لا طبعا، والجمهور حاسها جدا والاعضاء حاسينها، لان حاجات كلها مثبته بمستندات. يعني مجلس اداره الاهلي لم يسكت عن اي اساءه حصلت للنادي او خلافه. استاذ طارق، بما ان يعني صفحه الدوري اتقفلت، ممكن نقول ان مجهودات مجلس الاداره كلها اللي جايه منصبه على بطوله افريقيا، ازاي بتحضروا لبطوله افريقيا؟ بص حضرتك، برضو النادي الاهلي ليه سيستم نظام معين اللي هو الحمد لله هو ده اللي من اسباب نجاحه. احنا عندنا برنامج انتخابي الحمد لله تقريبا 98% من البرنامج ده تم تحقيقه. البرنامج ده بيشمل حاجات كتيره جدا، انشاءات وخلاف وفرق رياضيه وحاجات كتيره جدا. الحمد لله البرنامج يعني كان لاول مره في تاريخ الانديه ان مجلس اداره أو مرشحين لانتخابات قايمة تنزل ببرنامج برنامج موضوع. أول مرة في تاريخ الأندية المصرية برنامج موضوع إن إحنا حاسبنا عليه الجمعية العمومية. فالحمد لله شغال البرنامج ده زي ما بقول لحضرتك، خلص حوالي 98% منه. بالنسبة لشؤون كرة القدم زي إيماننا برضو بالتخصص، وده سر نجاحات النادي الأهلي. في تفويض من المجلس لكابتن محمود الخطيب بالإشراف على الكرة، الناس شايفة شغلها على أعلى ما يكون. في لجنة تخطيط، في مسؤولين، والحاجات اللي بتحتاج عرض على مجلس إدارة النادي بتعرض عليها في كل الأحوال. أشكر حضرتك مرة ثانية، بنبارك لحضرتك وبنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي على حسم بطولة الدوري، ونتمنى إن شاء الله إنه السيزون ده يعني يوفقنا ويوفق الفريق طبعا، ونفرح جماهير النادي الأهلي ببطولة أفريقيا.
شكرا استاذ طارق قندي. احنا الحقيقه دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا كابتن احمد الشيخ نجم النادي الاهلي. استنوا. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا ناس. برحب بحضراتكم من جديد، والحقيقه انه كابتن احمد الشيخ فعلا واحد من اهم اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي، وساهم بشكل كبير قوي في تتويج النادي بالدوري، وكان دايما حاضر بقوه في كل المرات اللي احتاجوا فيها المدير الفني، وفي كل ماتش نزل فيه كان مؤثر جدا، ومن اكتر اللعيبه اللي تطورت تحت قياده فايلر، وكمان من اكتر اللعيبه اللي الجمهور الحقيقه الفتره دي بيمدح فيها جدا، وجمهور حاطط عليه امال كبير قوي، زي ما كان حاطط عليه امال كبير قوي بطولة الدوري، وحسم بطولة الدوري والحمد لله حصلت كمان في بطولة أفريقيا واللي هي الهدف الأهم. منورني يا كابتن أحمد، ألف مبروك طبعا وشرفتونا، وكان يعني أداء ونتيجة وحاسمين الدوري قبل 7 أسابيع كمان من نهايته. والله الحمد لله. الأول طبعا أنا مبسوط أن أنا موجود معاك النهاردة، ومبسوط أن أنا موجود في قناة النادي الأهلي، وببارك لجمهور النادي الأهلي، والحمد لله يعني البطولة محببة لينا ولجمهورنا، وبإذن الله نوعدهم إن شاء الله أفريقيا بإذن الله السنة دي تكون من نصيبنا برضو إن شاء الله. كل اللي بيقابلك بيكلمك على أفريقيا كده؟ هو تقريبا الناس كلها يعني أنا حاسس إن ما فيش فرحة، يعني حاسس إن ما فيش فرحة بسبب إن الناس كلها فعلا عايزين أفريقيا، عايزين أفريقيا هي. فإن شاء الله يعني إن شاء الله نتمنى بإذن الله، يعني إحنا مركزين حققنا هدف الدوري، وعندنا الهدف بقى الأكبر اللي هو الهدف الأهم إن شاء الله لينا ولجمهورنا اللي هو أفريقيا بإذن الله. أكيد طبعا كل جمهور فرحان وفرحان بالدوري، بس زي ما قلنا كده قبل ما نبدأ الحلقة كابتن، تعودوا على الدوري صح. جمهور الأهلي طبعا معودهم، الأهلي معودهم دايما على فكرة بطولة الدوري بتاعتنا، فيمكن دلوقتي الهدف هو أفريقيا. بس خلينا نتكلم أكتر عنك يا كابتن، وعن أنه يمكن الفترة دي هي أكتر فترة أنت لعبت فيها مباريات. من الواضح أن في كيمستري كده بينك وبين فايلر، يعني إزاي التطور ده حصل؟ يعني ماستر فايلر بيتعامل معاك إزاي؟ أنت شايف أكيد التطور اللي حصل تحت قيادة فايلر خصوصا مع أحمد الشيخ. زي ما قلت فعلا الحمد لله، يعني الفترة دي تقريبا اكتر فتره لعبت فيها وشاركت فيها مع الفريق، وده يعني راجع لنتيجه الحمد لله الواحد شغال على نفسه بشكل كويس جدا، وكمان يعني مساعده الجهاز الفني ليا، وكمان مسانده الجمهور، ده شيء مديني دافع كبير جدا ان انا اكون موجود واكون احاول اطور من نفسي واشتغل على نفسي اكتر. والنقطه الاهم بقى المدير الفني بيشتغل على العامل النفسي بشكل كبير ومع اللعيبه كلها، فده فعلا فارق معايا بشكل كبير والحمد لله. بس من الواضح فعلا انه الحته النفسيه دي عند فايلر ممكن نقول زي مثلا كابتن ايهاب جلال شويه بالظبط نفس المدرسه. وكل طبعا كل مدير فني بيكون ليه مدرسه مختلفه وبيكون ليه طريقه تفكير مختلفه، في ممكن مدربين بتحب انها تكون قريبه من اللعيبه، في مدربين تانية بيكونوا يعني ممكن ما بيقدروش، هي بتبقى شخصيات طبعا يعني. لكن لا، مستر فايلر قريب من اللعيبه كلها واللعيبه كلها حباه يعني. الناس كلها واخده بالها برده يا كابتن انه احمد الشيخ راجع من فتره كورونا او فتره التوقف بدنيا اعلى، رجلك ثابته في الملعب اكتر، يعني ازاي كنت فتره كورونا دي بتتعامل؟ ازاي قدرت تحضر كويس قوي بعد فتره التوقف؟ انا عايز اقول لحضرتك، انا قبل اصلا ما اجي معاكي النهارده، انا احنا واخدين اجازه النهارده من التمرين، انا جاي من النادي يعني جاي من كنت بتمرن لوحدي، فده اللي فارق معايا يعني الحمد لله رب العالمين، ده اللي فارق معايا بشكل كبير ان فتره الكورونا كلها طبعا مفيش يعني كلنا قاعدين في البيت، لكن كنت بشتغل على نفسي، بشتغل تمارين في البيت، اكيد طبعا مش هكون زي التمارين في الملعب، لكن الحمد لله يعني لما رجعت كان في ان انا يعني عملت الحمد لله عملت فورمه كويسه، ان انا مظبط اكلي ومظبط نومي ومظبط يعني عامل سيستم لنفسي كده الحمد لله فرق معايا، ومركز بقى في تمريني اكتر، وزي ما قلت لك ان انا مفيش اي اجازه باخدها، يعني كل الاسبوع تقريبا الشهر كله انا بتمرنه، حتى لو الجهاز الفني يعني ادانا اجازه لا ما بريحش وبشتغل على نفسي، لان هو ده الطموح اللي عندي وهو ده الهدف اللي عندي، ان انا ما عنديش حاجه تانية غير ان انا اشتغل على نفسي.
اكيد. طب كابتن، يعني يمكن كنا ملاحظين الفتره اللي فاتت انه قد ايه كان في هجوم على النادي الاهلي يمكن من بعض الاعلاميين او غيره، ازاي كنتوا بتتعاملوا مع ده؟ يعني ده كان في نوع من الضغط مأثر عليكم او حاجه، ولا خلاص انتوا قافلين على نفسكم مركزين ان في مباريات دوري وفي بعديها افريقيا؟ ازاي كنتوا بتتعاملوا مع النوع ده من الهجوم، وخصوصا ان هو كان زياده شويه الفتره اللي فاتت؟ يمكن نادي الاهلي طول عمره معرض لهجوم، لكن كان زياده شويه الفتره اللي فاتت. بالظبط زي ما انت قلت، يعني ضريبه النادي الاهلي ان هو يعني رقم واحد دايما، فاكيد في اكيد لازم يكون ليه يعني في ناس مش حابه ده، بتلاقي في بعض الناس طبعا بتنتقد اي تصرفات بتحصل، مع ان ممكن التصرفات بتكون طبيعيه جدا وبتحصل في اي مكان في العالم، لكن طبعا مع النادي الاهلي الموضوع بيتضخم. لكن احنا كلعيبه وجهاز فني ومسؤولين بنحاول ان احنا نبعد عن كل الكلام ده، وعندنا هدف وعندنا هو مركزين على حاجه واحده، والحمد لله بنقدر ان احنا نرمي ورا ظهرنا الكلام ده كله وبنركز في شغلنا. يعني بس من الواضح كمان انه قد ايه اللعيبه كلها كانت مع بعض، يعني في روح كده اللي هي معروفه في روح الاهلي، انه حتى لو في مشكله ما كانش بيبان في المباريات كانت بتتلم على طول، صح كده؟ بالظبط. فده كان الحقيقه كان باين جدا. خليني برضو اسالك يا كابتن، انه قد ايه فكره فوز بالدوري مع النادي الاهلي في موسم ممكن نقول عليه صعب؟ يعني انتوا حاسمين الدوري قبل 7 جولات، ولكن الموسم برضو والظروف اللي اتحط العالم كله فيها وكورونا وفتره التوقف وغيابات كتير مؤثره الحقيقه في الفريق يا كابتن، قد ايه ده كان صعب ومع ذلك برضو حسمتوا الدوري بدري جدا؟ اكيد طبعا دي حاجه يعني بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، ان احنا يعني ربنا كرمنا وحسمنا الدوري بدري عن يعني قبل 7 جولات من انتهاء الدوري، فدي طبعا حاجه مش قليله وحاجه مش سهله. يمكن الدور الاول الحمد لله ان احنا كنا ظاهرين بشكل كويس جدا قبل فتره توقف الكورونا، كنا ماشيين بفورمه ماتشات عاليه جدا، النتائج كلها الحمد لله كنا عاملين نتائج كويسه جدا، الناس كلها الجمهور كان مبسوط. فتره الكورونا طبعا لما جت علينا اكيد طبعا ان اللعيب يبعد عن الملاعب 4 شهور من غير تمرين من غير اي حاجه هتاثر علينا بشكل كبير يعني. فده اللي حصل في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، مع كمان كمية الإصابات اللي موجودة أكيد مفيش شك لازم بيحصل دروب، ده طبيعي جدا في كل فرق العالم، لكن الحمد لله يعني الفرق الكبيرة أو الفرق اللي عندها شخصية زي النادي الأهلي بالزبط. وزي لعبة النادي الأهلي بتبقى مهم جدا إن احنا بنشتغل إن احنا الـ30 لعيب أو كل اللعيبة اللي موجودة في القائمة بيكونوا على يعني على قلب رجل واحد، اي حد موجود بيسد مكان اللي مش موجود، فدي طبعا يعني ده اللي بيخلينا مختلفين تماما عن اي فريق تاني، يعني مع احترامي طبعا للجميع. اكيد اكيد. طب ازاي كان بيكون التعامل يا كابتن مع لو في لاعب بعينه مثلا بيتعرض لهجوم معين او انتقادات او انه اداؤه ما كانش كويس الماتش ده ولا الماتش ده، انتوا كلاعيبه كان بيبقى دوركم ايه مع اللاعب ده؟ بس هو ما فيش حد ما سلمش من الموضوع النقد، عشان بس نكون صراحه مع بعض، من اصغر لعيب لاحسن لعيب في العالم. بتبقوا متفاهمين انه ده لمصلحه اللاعب ولا بتاخدوه بشكل؟ لا بالعكس، احنا متفاهمين وبنقدره وبنحترم كل نقد لاي لعيب بنحترمه، لكن النقد اللي هو البناء، النقد اللي هو باحترام. يعني انا ما عنديش اي مشكله، انا هتكلم عن نفسي انا يعني فضل. انا ما عنديش اي مشكله خالص لما حد يكتب لي كومنت او يبعت لي مثلا رساله او يقابلني في مكان يقول لي انت ناقصك كذا، اشتغل كذا، الكلام ده كله بالعكس ده بيسعدني، لان هو في الاول وفي الاخر مصلحته ان انا ابقى كويس عشان النادي اللي بيشجعه او الفريق اللي هو بيشجعه يكون في احسن حال، فبالعكس ده بيخليني اكون مبسوط ان الناس أكيد. مهتمه، الناس حابين ان هي اكون احسن من الفتره اللي انا فيها، فده بيبقى شيء طبعا بيبقى شيء كويس جدا لينا كلعيبه. لكن اللي بيضايقنا هو عدم الاحترام او ان النقد يوصل لسب وسيره اهل وسيره طبعًا. الحاجات دي كلها بتبقى غير مقبوله. بالظبط، لان هو لو حط نفسه مكاننا مش هيتقبل نص كلمه يعني. طب ولما كان في لاعب بيتعرض للنوع ده بقى من الهجوم كان ازاي التعامل بيبقى معاه؟ كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي لعيبه شخصيات قويه جدا،
يعني عايز اقول لك ان ممكن ممكن نتضايق شويه من الكلام، لكن الكلام اللي هو يعني زي ما قلت ان هو بيكون فيه بيكون كلام حد قوي يعني، لكن الكلام اللي هو الطبيعي لا عادي، ما فيش حد بي 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 بيزعل من الكلام ده. ممكن يعني نضايق شويه، لكن احنا كلاعيبه في النادي الاهلي معرضين، ده ضريبه اي حد موجود في النادي الاهلي هيكون يعني متاح للنقد من الجميع. فاحنا هدفنا ان اهم حاجه ان احنا نعمل اللي علينا ونشتغل، نشوف ايه اللي ناقصنا ونشوف ايه اللي كلعيبه يعني ايه اللي احنا مقصرين فيه وبنشتغل عليه، وبناء عليه يعني بنشوف الجوانب اللي المفروض ان احنا نركز عليها ونشتغل عليها، وده اللي بنعمله. طب وانت كاحمد الشيخ شايف ايه اللي المفروض تشتغل عليه قوي الفتره اللي جايه قبل بطوله افريقيا؟ لا ده بيني وبين نفسي يعني. لا بس هو كل يوم طبعا كل يوم الواحد لازم يعني يكون عنده احساس كده ان هو لسه ما عملش حاجه يعني. لان لو وصلت لو احساسي وصل ان انا خلاص انا كده مكتفي، انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي خلاص انا كده مش عايز حاجه تاني، يبقى هتفضل محلك سر، هتفضل عند النقطه اللي انت وصلت لها، ويمكن كمان ما تقدرش يعني ما تقدرش تطلع بعد كده يعني. لكن بالنسبه لي انا بشتغل على نفسي، بشوف الجوانب الجانب مثلا البدني، الحاجات الفنيات مثلا المدرب بيطلب مني حاجات معينه بحاول ان انا انفذها وبشتغل عليها، ده مهم جدا لاي لاعب. طيب كابتن، يعني يمكن برضو انت لعبت في مصر المقصة وكنت متألق، ولكن برضو لازم اسالك، هو بالنسبه لك انت ايه الفرق اللعب في النادي الاهلي عن اي نادي تاني؟ ايه اللي بيميز النادي الاهلي من وجهه نظرك انت كلاعب؟ طبعا مع احترامي طبعا لنادي المقاصة، ده في الاول وفي الاخر ده بيتي فعلا طبعاً. وانا ما اتكلمت عنه وعن الناس المسؤولين وعن الجهاز الفني وعن الناس كلها اللي موجوده، مش هديهم حقهم أكيد. لكن طبعا الوضع مختلف يعني، النادي الاهلي يعني نادي اكبر نادي في الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم، فاكيد طبعا الجمهور اللي موجود والمسؤولين والناس كلها شايفه ان النادي الاهلي رقم واحد، اي بطوله بنبقى موجودين فيها بيبقى علينا ضغط كبير جدا ان احنا لازم ناخد البطوله دي، هو امر يعني خلاص انت موجوده في النادي الاهلي يبقى لازم تشتغلي على ان اي بطوله تدخليها لازم تكون البطولة دي موجودة في النادي الأهلي، وهو ده الفرق ممكن عن الأندية التانية. الأندية التانية ممكن شوية بيكون الجمهور طبعا بيبقى بنسبة أقل، بيكون طبعا ما فيش بطولات كتيرة، بيشاركوا مثلا في دوري أو كاس، ده طبعا مختلف عن النادي الأهلي. النادي الأهلي بيشارك كل سيزون اكتر من ست بطولات، فاكيد طبعا الوضع مختلف بشكل كبير يعني. شايف ان انه تاجيل افريقيا لشهر اكتوبر في صالح الفريق ولا لا؟ بشكل كبير لان عندنا ناس لعيبه مصابه كتير جدا، عندنا كمان احنا بنلعب كل 3 4 ايام مباراه يعني احنا الحمد لله حسمنا الدوري، هيفرق معانا الفتره اللي جايه دي، هتفرق معانا جدا. الجهاز الفني اكيد عنده سيناريو ان هو اللعيبه اللي هي لعبت فتره كبيره تريح شويه، بالظبط تريح شويه، ده طبعا هيكون يعني بشكل كبير هنكون مستفيدين من الفتره دي، واتمنى ان شاء الله اللعيبه المصابه ترجع باذن الله احسن من الاول، وتقدر ان هي تفيدنا وتفيد اللعيبه اللي موجوده، ونقدر ان شاء الله نحرز وناخد بطوله افريقيا باذن الله. باذن الله. يمكن بطوله الدوري ده بذات الموسم ده، يمكن عايز اسالك برضو ايه اكتر ماتش كان بالنسبه لك هو اصعب ماتش، واكتر ماتش انت كنت مستمتع ومبسوط وانت بتلعب فيه؟ يمكن كل ماتش لينا بيكون صعب جدا، لان اي فريق بينزل قدام النادي الاهلي بيكون تركيزه 200% مش 100%، ويعني وده وضع النادي الاهلي ووضع الانديه الكبيره طبعا، ده شيء طبيعي. لكن يمكن من ماتشات الواحد بيكون مبسوط فيها الماتشات اللي هي فيها كوره، فيها اللعب فيها مفتوح،
وفي فرق كتير بصراحه يعني، في فرق كتيره الواحد بيتبسط لما بيلعب قدامها، زي المقصه، زي دجله، زي الاتحاد، زي طبعا الزمالك. يعني في ماتشات كتيره جدا الواحد بيكون مبسوط وهو بيلعب، لان طبعا طول ما اللعب مفتوح احنا كلاعيبه بنحب طريقه اللعب اللي بتكون كده اكيد. لكن يمكن فتره من بعد فتره التوقف والرجوع، طبيعي يا كابتن احمد ان كل فرق العالم يبقى فيه يعني المستوى ما يبقاش لسه، يعني لسه مش زي قبل فتره التوقف، لسه اللعيبه بقى لها 4 شهور ما بتلعبش، لكن برده كان جمهور الاهلي في كل ماتش بيطالب، حتى لو الاهلي بيكسب، لا الاداء، احنا عايزين الاداء احسن، لا عايزين اللاعب ده يبقى احسن. ده كنتوا شايفينه ازاي او بتتعاملوا معاه ازاي؟ انا شايفه طبيعي جدا، لان النادي الاهلي عود جمهوره دايما ان رقم واحد في كل حاجه، صح، اداء، نتائج، بطولات. وده اللي انا حاسه يعني، انا قلت لك ان يعني مش حاسس قوي بفرحه الناس بالدوري ده. طبعا الناس مبسوطه وكل حاجه، بس برده مش هي الفرحه اللي هي ان احنا نستحقها بصراحه، لان احنا كلاعيبه احنا تعبنا، ويمكن الناس في الكواليس ما تعرفش قد ايه احنا بنتعب وبنبقى مركزين في كل ماتش بنلعبه. لكن طبعا احنا طبعا عاذرين الناس، لان الناس هدفها هو بطولة افريقيا، وان شاء الله بنوعدهم باذن الله ان احنا نكون عند حسن ظنهم، وبطولة افريقيا تكون باذن الله لينا يعني ان شاء الله باذن الله. بما انك يا كابتن يعني يعتبر خلاص دلوقتي لاعب قديم، يعني في لعيبه لسه جايه جديده، كهربا، قفشه، بودجي، بس الحقيقه احنا شفناهم بيتاقلموا بسرعه قوي، ازاي انتوا كلاعيبه قديمه كده قدرتوا تحتووهم ونشوف الصوره دي كان اللعيبه دي بقى لها كتير قوي في النادي الاهلي؟ بالظبط ده اللي بيحصل مع اللعيبه كلها، يعني ده اللي حصل معايا برده من 6 سنين. يعني انا يعني بقى لي 6 سنين في النادي، ويعتبر من اللعيبه القدام في الفرقه. نفس اللي حصل معايا بيحصل مع كل اللعيبه، اللي حصل مع كهربا، اللي حصل مع قفشه، مع بادجي، مع كل اللعيبه. اللعيبه في النادي الاهلي احنا في اوضه اللبس كلنا واحد، كلنا اخوات. يعني مش بنحس ان فارق مين يلعب اساسي. بالظبط ده اللي مميز النادي الاهلي بجد، يعني ده مش كلام، لا دي يعني في ممكن الناس مش شايفه ده في اوضه اللبس. اللعيبه الكبار او اللعيبه القديمه اللي موجوده بتحتوي اللعيبه كلها، اللعيبه الصغيره، اللعيبه اللي هي لسه داخله علينا. يعني بنحسس ان اللعيبه اللي لسه داخله علينا ان ما فيش اي فرق بين لعيب والتاني. انتوا موجودين في النادي الاهلي، هو قدركم انتوا موجودين في النادي، يبقى كلنا نشتغل ويكون هدفنا واحد، وهدفنا هو مصلحه الفريق. وده اللعيبه كلها شغاله عليه. وطبعا نوعيات اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي بتبقى مختلفه شويه. يعني اعتقد يعني كل اللعيبه اللي موجوده عندها شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، فده بيسهل عليهم شويه برضو ان هم يكونوا يعني بيدخلوا مع التيم بشكل كبير وبشكل سريع. اكيد. يمكن كنا بنتكلم كمان ان الموسم ده كان موسم صعب على كل الفرق، عايزه برضه اعرف منك كان دور مجلس اداره الاهلي والجهاز الفني ازاي في ان هو يدعمكم في وقت صعب زي ده. عايز اقول لك ان الكابتن خطيب ومجلس اداره والجهاز الفني على طول، يعني تقريبا كل اسبوعين مثلا لازم في اجتماع، بيتكلموا معانا على طول ان هم في ظهرنا، ان هم اي احتياجات الفريق هتكون موجوده. فده طبعا بيبقى بالنسبه لنا احنا كلعيبه لما بنشوف الكابتن خطيب ومجلس الإدارة على طول بيدعمونا، فأكيد ما فيش شك طبعا بنحاول ان احنا يعني نشتغل على نفسنا ونسعد الناس دي، ونسعد اولا طبعا جمهور النادي الأهلي. فما فيش شك طبعا يعني ليهم دور كبير جدا كمجلس إدارة وجهاز فني وجهاز، والكابتن سعد عبد الحفيظ طبعا عامل دور كبير جدا معانا. فأكيد طبعا ما فيش شك يعني فارق جدا مع اللعيبة. اكيد يا كابتن. طب احنا كنا بنتكلم على قد ايه يعني جمهور الاهلي بيطالبكوا ببطوله افريقيا، وانت وعدتهم اهو مرتين على الهواء باذن الله ببطوله افريقيا، بس انت شايف انه ممكن يكون المطالبه دي او انه قد ايه الجمهور مستني بطوله افريقيا، شايف ان هي يمكن كنا بنتكلم على ده في الحلقه، ممكن تكون بتمثل ضغط او بتشكل ضغط على اللعيبه الكلام كتير في الموضوع، ولا يمكن بيدي حماس اكتر للعيبه الاهلي قبل بطوله افريقيا؟
لا بالعكس، هو يعني الجمهور دايما، يعني احنا طول ما احنا موجودين في النادي الاهلي احنا تحت ضغط في اي بطوله في اي ماتش، احنا موجودين تحت ضغط كبير جدا، لان يعني اكتر من 50 60 مليون مشجع للنادي الاهلي موجود في مصر، غير طبعا في الوطن العربي كله في العالم كله، فاكيد طبعا الناس دي كلها بتبقى عايزه النادي الاهلي في اي بطوله في اي ماتش، هي حتى هو سيستم واحد ان البطوله دي ان شاء الله بتاعتنا، فاكيد طبعا احنا عارفين وحاسين بالمسؤوليه وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. فانا اتمنى ان الجمهور يكون داعم للعيبه الفتره اللي جايه دي، خلاص احنا قربنا خلاص على مباراه الوداد، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكون مستعدين ليها بشكل كويس جدا، ما نحطش على نفسنا اي ضغوطات، الجمهور طبعا كعادته يعني يكون داعم للعيبه، ودور الجمهور باذن الله يكون مهم جدا في مشوارنا باذن الله في افريقيا ان شاء الله. يمكن كمان بمناسبه الدعم المعنوي، كمان كنت بتكلم معاك قبل الحلقه على مؤمن زكريا، وانه الدوري ده اهداء لمؤمن زكريا، وان انتوا كلعيبه وكجهاز فني وكمجلس اداره اتعهدتوا انه هو يكون لمؤمن زكريا ووفيتوا بالوعد ده. ازاي قد ايه كان مأثر جدا ان هو يجي ويزوركوا؟ كابتن سيد عبد الحفيظ قال قبل مباراه الاسماعيلي ان هو كان الحقيقه اللي اداكوا الدافع المعنوي الكبير، وظهرتوا الحقيقه بشكل رائع في مباراه الاسماعيلي، ازاي ده كان مأثر لما كابتن مؤمن زكريا جه وبقى في وسطكوا؟ الاول طبعا بنتمنى له السلامه، وبنتمنى ان شاء الله يا رب ان هو يرجع بالف سلامه قريب جدا ويكون احسن من الاول باذن الله، وانا بهدي له الدوري ده وكلنا بنهدي له الدوري ده، والحمد لله يعني مؤمن، يعني انا شخصيا بحبه جدا قبل ما يكون زميل في الملعب، او على المستوى الشخصي قريب مني جدا، واحنا يعني زي اخوات وعشره في موجودين في النادي الاهلي من 6 سنين، ف يعني انا كنت زعلان عليه جدا وكلنا زعلانين عليه جدا، يعني مصر كلها زعلانه عليه ومصر كلها بتدعي له، فاتمنى ان شاء الله انه يرجع بالسلامه، واكيد طبعا دور مؤمن زكريا معانا على طول، مش الموسم ده بس، مدينا طبعا دفع معنويا خاصة الدوري ده، لما جالنا قبل ماتش الاسماعيلي فعلا فرق معانا بشكل كبير، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وكسبنا ماتش الاسماعيلي وادينا بشكل كويس واهدينا الفوز والدوري لمؤمن زكريا. اكيد بنتمنى له الشفاء وانه يرجع لنا بالف سلامه، بس عايزك تقول الو يا كابتن. الو الو كابتن مصري يا نهار ابيض. اموحه يا اموحه. معانا امح الدولي المشجع الاهلاوي، الحقيقه هو من كبار معجبي وبيحبك قوي يا كابتن احمد الشيخ. يا حبيبي ازيك يا امح؟ علي صوتك شويه ما تتكسفش، علي صوتك شويه. علي صوتك يا امح. انا صراحه احمد حبيبي كابتن، انت اللي حبيبي ورب يا امح. يا كابتن احمد تقول ايه يا امح لكابتن احمد الشيخ كده بعد ما جاب لنا الدوري هو وكل طبعا لعيبه النادي الاهلي؟ انا عايز اقول له مبروك الدوري. الله يبارك فيك يا حبيبي. مبروك الدوري يا احمد، وعقبال افريقيا يا رب يا امح. ادعي بس كتير، ادعي الفتره دي كتير يا امح. ما شاء الله بيصلي وما بيسيبش فرض. ما شاء الله. انا محمد اول. صليت العشاء ولا لا؟ حبيبي يا عم حبيبي. انت نمبر واحد، انت اخويا ونمبر واحد. حبيبي يا عم. بقول لك ايه؟ الجمهور بيكلمني بيقول لي يا عم ما عملش صفقات لحد دلوقتي. شهر واحد؟ شهر واحد يا أمح؟ شهر واحد. أمح جايب نص اللعيبة اللي موجودة دلوقتي، هو وكيل العمل. طبعا طبعا صح يا أمح؟ يلا ما عجيب برشلونة بقى. برشلونة؟ محمد سعيد هاي الأهل. أمح شايف إزاي كده تطور كابتن أحمد الشيخ خصوصا الفترة دي؟ يعني الناس كلها بتتكلم على قد إيه متألق مع النادي الأهلي أكتر من أي وقت قبل كده.
هو كابتن احمد كويس وبين انت نجم. انت ليه انت حبيبي. شكرا يا ام احمد. خلاص يا ام حبيبي وقتك خلص يا ام. نورتنا يا ام. كابتن شخصية جميلة جدا جدا وبشوفه دايما كومنتس على طول مش سايبكم في اي بوست على السوشيال ميديا. على طول قريب من اللعيبة كلها وشخصية جميلة وطيب جدا وما بيسيبش فرد يعني. عشان كده بتقول له يدعي لنا. اه بجد يعني انا بحبه جدا وربنا يحفظه ان شاء الله ويخليه. يا رب. بمناسبة بقى أمح ومناسبة الجماهير يا كابتن، شايف ان غيابهم عن المدرجات مأثر قوي صح؟ اكيد طبعا اكيد بشكل كبير يعني. انا عايز اقول يمكن الاجيال اللي قبل كده كانوا محظوظين ان هم بيلعبوا وسط جمهور النادي الاهلي بالشكل ده يعني. انا يمكن وعيت على النادي الاهلي شايف الجمهور قبل طبعا قبل ما يتمنعوا من المدرجات والماتشات. لا في الوضع مختلف، الوضع مختلف يعني. كنت بشوف ماتشات كتيره جدا الاهلي بيكسب بسبب الجمهور يعني. ممكن يكون الاداء صح. مش حلو قوي صح. لكن الجمهور تعرف يا كابتن يمكن الفتره اللي فاتت اللي كان فيها هجوم كتير دي كانوا دايما يكتبوا لنا كومنتس انه ما هو كل ده بيحصل الناس دي قدرت دلوقتي تتطاول على النادي الاهلي عشان انتوا مش فاتحين المدرجات. افتحوا لنا المدرجات ومفيش حد هيقدر يتكلم كلمه على النادي الاهلي. ممكن لكن طبعا جمهور النادي الاهلي محترم جدا وواعيين جدا وعارفين جداً. وعارفين هما بيقولوا ايه وعارفين امتى يدعموا النادي بس ما بيقبلوش فعلا كلمه بالزبط. على النادي طبعا طبيعي يعني. طبيعي جمهور النادي الاهلي دايما كده واتمنى يا رب ان شاء الله ان هما في يوم من الايام يعني انا نفسي يعني يعني يرجع الجمهور تاني للمدرجات وال ايه رايك في الفيديو ده يا كابتن؟ في عيد الميلاد ده انا وام احمد ده في البيت عندي كان زوجتي وامي عاملين واخواتي عاملين لي شخصيه تانية بره الملعب يا كابتن احمد. اه شويه بن هادي كده بس لا شخصيه تانية. لا والله يعني الواحد بيحاول طبعا مع اهل بيته ومع اصحابه بيكون مختلف شويه عن الكارير طبعا بتاع كره القدم يعني. ده كابتن احمد الشيخ بيرقص مع امح في عيد ميلاد. طيب كابتن كنا بنتكلم على جمهور الاهلي، طب شايف ايه اللي بيميزه عن اي جمهور تاني جمهور الاهلي بالتحديد؟ لان انا دايما شايف ان جمهور الاهلي يعني بالمثل اللي هم بيقولوه فعلا على الحلوه والمره معاه هم على المره قبل الحلوه صح. فده اللي مميز جمهور النادي الاهلي، ده اللي مخليهم مختلفين على طول يعني. اي حاجه لا قدر الله اي خساره اي انا شفتها بعيني يعني. انا يمكن ماتش سان داونز اللي خسرنا فيه الموسم اللي قبل اللي فات يعني عايز اقول لك انا طبعا ما شاركتش ما كنتش موجود في افريقيا لكن شايف بعيني وفي موجود في الملعب دعم غير طبيعي وعندهم يقين ان احنا السنه اللي بعدها ان احنا لازم بطوله افريقيا دي هتكون لينا وسبحان الله يعني ربنا يكرمنا في مشوارنا لحد ما نقابل نفس الفريق اللي كسبنا ويشاء ربنا ان احنا نلعب ضد سان داونز تاني ونكسبهم يعني ويعني بشكل يعني محترم جدا والجمهور كان مبسوط والجمهور كمان كان معانا موجود معانا في المباراه طبعا اللي كانت موجوده في مصر وكان داعم لينا بشكل كبير جدا والحمد لله احنا موجودين دلوقتي في قبل النهائي فده طبعا اللي بيخلي النادي الاهلي دايما رقم واحد وجمهور النادي الاهلي رقم واحد اكيد. طب كابتن يمكن كنا بنتكلم على صعوبات الدوري الفتره دي بس برضو بنتكلم فكره انه ازاي اللعيبه قدرت تحافظ على حماسها بالرغم من انه يعني الدوري يعتبر كان محسوم من بدري شويه وبالرغم من فرق النقط ازاي قدروا ان هم يحافظوا على حماسهم انه يعني يحرصوا ان هم كل ماتش ما يخسروش نقط يعني الشناوي بسم الله ما شاء الله 20 ماتش كلين شيت ما شاء الله. فازاي اللعيبه قدرت تحافظ على حماسها الفتره دي انه نفضل مكملين بالرغم انه الفرق النقط كبير قوي؟ لاننا كلعيبه كان هدفنا ان احنا لازم نخلص الدوري قبل ما ندخل على افريقيا. وده كان مهم جدا وكنا متعهدين احنا كلنا كلعيبه في النادي وفي اوضه اللبس
ان احنا لازم يا رجاله ان شاء الله في ايدينا الحمد لله ربنا كان مسهل الدنيا ان احنا نقدر ان احنا نخلص الدوري بدري هيفرق معانا جدا وده يمكن اللي كان مخلي اللعيبه كلها عندها هدف واحد ان احنا كل ماتش حياه او موت بالنسبه لنا الماتش كاس لازم نكسبه وده اللي طبعا اللي كان بيدينا حافز وزي ما انا قلت يعني وجودنا في النادي الاهلي واي ماتش بنلعبه اذا كان لو ودي عايز اقول لك يعني ماتش يعني ماتشات الوديه او ماتشات مثلا اللي بيننا وبين بعض يعني اكاد نكون بهموا ببعض بس طبعا في الملعب يعني فطبعا يعني وجودنا في النادي الاهلي بيدينا حافز وبيدينا دفعه معنويه كبيره ومفيش شك طبعا ده فرق معانا بشكل كبير الحمد لله وقدرنا ان احنا نحسم الدوري بدري ودي فعلا حاجه مهمه لانه الفتره اللي جايه بقى بنقول دايما انها فتره التحضير بقى لافريقيا يعني انه حتى دايما احنا كاعلام بنقول ان فايلر براحته الفتره اللي جايه يجرب اللي هو عايزه ينزل اللي هو عايزه لانه خلاص هو عايز يشوف التشكيل المثالي اللي ممكن يلعب بيه مباراه الوداد لانها مباراه مش سهله يعني اكيد نص نهائي افريقيا مع فريق مغربي واكيد بس بنتمنى باذن الله طبعا توفيق للنادي الاهلي يوصل للنهائي وكمان ناخد البطوله باذن الله. كابتن اول ما بدات كده تلعب كوره انت من بني سويف صح؟ اول ما بدات تلعب كوره كده كنت متخيل انه هيجي يوم الايام انه هتبقى من اكبر لاعبي النادي الاهلي وبتكسب الدوري مع نادي الاهلي وفي افريقيا وباذن الله بطوله افريقيا اللي جايه تشرفونا جدا ده كان حلم ليك وكنت متخيل ان ده هيحصل في يوم من الايام؟ لا في البدايه طبعا لا ما اعتقدش ان الواحد كان يعني بيفكر بالشكل ده لان في الاول وفي الاخر احنا واحنا صغيرين احنا بنلعب يعني كل الناس بتلعب كوره كل الناس بتحب انها تلعب كوره لكن يمكن كل واحد وشخصيته كل واحد بيكون عنده مثلا هدف يعني بنمشي بالتدريج يعني اهم حاجه بناخد السلمه واحده واحده ما ينفعش ان انا اكون لسه في اول سلمه وابص للعاشر سلمه مثلا لازم نمشي بالتدريج وده الحمد لله النهج اللي انا كنت ماشي عليه ان كل فتره زمنيه باخدها بوقتها والحمد لله ربنا كان موفقني بشكل كبير جدا وانا بشكر وبحمد ربنا الحمد لله وبشكر طبعا الناس اللي وقفت جنبي بشكل كبير يعني من بدايه من اهلي طبعا ابويا وامي واخواتي واهلي كلهم وولاد منطقتي في بني سويف ومدربين على مدار المراحل الناشئين كلها مش عايز طبعا اذكر حد عشان ما انساش حد ومحدش يزعل مني فكلهم بشكل كبير بصراحه يعني فرقوا معايا الحمد لله في مشواري وكل زي ما بقول كل فتره الواحد بيبص وحلمه بيكبر عن الاول وده الحمد لله اللي انا حاطه قدامي ان اول لما اوصل للهدف ده لا في لسه كمان هدف اكبر منه بس الحمد لله يعني ربنا بيوفقني واحده واحده والحمد لله ان انا في يوم من الايام كنت موجود او موجود لسه في النادي الاهلي شيء كبير جدا بالنسبه لي وشرف كبير ليا ولعيلتي ولاسرتي. طيب وبالنسبه لعيلتك واسرتك اللي بيدعموك ممكن تقول الو؟ 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 ايوه حبيب قلب اهلا حبيبي ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك يا قلب ربنا يسعدك يا حبيبي والف مبروك على الدوري ربنا يبارك لكم كلكم يا رب ربنا يخليك يا ست الكل شر الاصابات يا رب متفاجئ يا احمد انا ما اعرفش والله برحب بحضرتك منورانا الحقيقه في برنامج السادسه منورانا الف مبروك على الدوري وعايزه اعرف منك كده شايفه دلوقتي كابتن احمد الشيخ ازاي يعني احمد ربنا يكرمه يا رب وربنا ييسر الامور وطبعا بمساندة جماهير الاهلي ليه الفتره اللي فاتت دي وهو الحمد لله رب العالمين بيشتغل على نفسه كويس ودايما عايز يبقى متالق اكتر واكتر علشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي طبعا تعبك وهو صغير حضرتك يعني يمكن في مشوار كره القدم ده بقى الحماس والدنيا بتبقى صعبه وعايز يطلع بدري كل ده كان تعبك لا احمد ما تعبنيش ولا حاجه هو كان عنده طموح والحمد لله ربنا كرمه وربنا يوصل له الامور وربنا نول له بداله الحمد لله الاول ما جه كده قال لكم هو صغير ان هو عايز يبقى لاعب كره قدم كنتوا متقبلين الموضوع ولا كان في رفض لا طبعا كنا متقبلين الموضوع وكان بيروح النادي هو واخوه ربنا كان كرمه هو دايما كان عنده طموح وكان عنده امل ان شاء الله ان هو يبقى حاجه
كان بيحب كرة القدم بس، ما كانش فيه أي هوايات تانية؟ لا لا لا، هو أحمد ما فيش حاجة، هو كان يروح النادي يلعب ويجي بس. يعني ربنا يصلح حاله، رب يصلح حال الجميع، وربنا يبارك فيهم كلهم، وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، وألف مبروك على الدوري. الله يبارك، الله يبارك في حضرتك. غير كرة القدم، كان مشواره إزاي في الدراسة؟ كان عامل إيه؟ عايزين نعرف من حضرتك على الهواء. ليه الإحراج ده بس؟ معلش، هو برضو كان مهتم بدراسته وعايز يبقى في الكلية وكده ويكمل، عشان عايز ما فيش حاجة تعطله عن التمارين وعن النادي وعن تألقه. ربنا يساعده يا رب ويصل له كل أمر على خير ويحافظ عليه، وربنا يهدي سره هو ومراته يا رب. يا رب. طب قولي لنا كده حضرتك، يعني موقف ما تنسيهوش لأحمد معاكي. هو أحمد أنا عمري ما انسى أي موقف ليه معايا. أحمد ربنا يحافظ عليه، هو أحمد كل حياتنا أنا وأخواته. فهو كل حاجة لينا في الدنيا كلها، ربنا يبارك له يا رب. طب أجيب لحضرتك هدية بمناسبة بطولة الدوري؟ هو على طول بيجيب لي، وهو أجمل هدية من ربنا. ربنا يا رب يحفظه ويخليه لك يا رب، يخلي حضرتك ليه. من الواضح ان انت مسيطر، يعني ما بتطلعش اي اسرار. لا الكبير بقى لا، يعني امي وابويا بصراحه تعبوا معايا جدا من صغري، وبقول لهم ربنا يخليكوا ليا ودايما في ظهري، هم واخواتي وزوجتي. فانا طبعا يعني مبسوط ان الحمد لله ربنا رزقني باب وام واخوات واهل وزوجه واهل زوجه بالشكل ده، يعني الحمد لله. الحمد لله ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك. بس برضو يعني هي بتقول ان كل المواقف حلوه، انت لازم تحكي لنا موقف كده ما نعرفوش عنها معاك. لا والله لا، بص هو ممكن يعني كان اللي بيحصل مثلا، لو طبعا ما فيش ولد او بنت ما تضربوش من أيوة أيوة مامتهم طلع يعني طلع. او من باباهم. لا ده انا دي حاجه ما تعبنيش يعني. ف يعني مثلا وانا صغير كان لو عملت حاجه غلط او حاجه كانت مثلا تيجي تضربني اقول لها ابعدي عن رجلي، اهم حاجه رجلي، اهم حاجه الكوره، ابعدي بص اضربي في اي مكان تاني مستقبلك. طبعا يعني لا انا عشان ننزل نلعب في الشارع ما كنتش اعرف طبعا ان ربنا هيكرمني من واسع كده يعني الحمد لله. وكانت ايديها خفيفه ولا تقيله؟ طبعا انت عارفه الامهات برضو مهما تضرب يعني الموضوع بيبقى مختلف عن الابهات يعني. اكيد طبعا. طب يعني حضرتك احمد كده كان وهو صغير ممكن نقول عليه شقي مشاغب ولا؟ لا لا لا، مش متعب، مش مشاغب ابدا ولا لا. هو بس كان يروح يلعب بلاي ستيشن ويسهر، كنت انا اضرب يقول لي ابعدي عن رجلي، الا رجلي. كله الا المستقبل. بس كنت متوقعه برضو انك تشوفي احمد في المكان ده في يوم من الايام؟ يعني دلوقتي احنا بنتكلم على لاعب كبير قوي في اكبر نادي في افريقيا مش بس في مصر، والحقيقه متالق بشكل كبير قوي، والجمهور بيحبه جدا وبيمدح فيه بطريقه كبيره قوي، واكيد كل ما بتقابلي حد بيقولك قد ايه ربنا يبارك في ابنك وابنك حاجه كبيره ومشرفه. كنت متوقعه انه في يوم من الايام كابتن احمد الشيخ يوصل المكانه دي من وهو صغير؟ هي كل الناس بتدعي لاحمد فعلا، وربنا يحبب في خلقه كمان وكمان يا رب. بس هو لان احمد كان عنده طموح، وحضرتك كان على طول يسافر اي ما يكون في تمارين في مكان، في مثلا اي نادي كان لازم يسافر ويروح، في اختبارات في اي مكان لازم يسافر ويروح. وكان يروح لوحده كده، يعني المهم ان هو يروح كل الاختبارات. وبرضه كان عنده امل. وبس كان بيقول يا رب. فالانسان طالما بيقول يا رب وحاطط امله كله صح على ربنا بيكرمه. طالما الانسان ماشي بما يرضي الله وتحت سقف ربنا، عمر ربنا ما بيضله ابدا. لحد النهارده بتتفرجي على كل الماتشات؟ طبعا. ولما بيتصاب انا عايزه بقى اسالك قد ايه ده ضغط عليكي كأم؟ يعني لما حد لو وقع في الملعب مش لازم اصابه قويه، بتبقي عامله ازاي؟ لا قلبي بيقع معي، يعني اي حركه اقول ليه طب كده، ليه تضربوا بعض في الملعب، طب بالراحه العبوا بالراحه. ربنا يسترها عليكم كلكم، يعني بصراحه يعني كتر خير ربنا يخليك اتفرج على ابنها. ربنا يخليك. طب ولما كابتن احمد بيكلمك كده قبل اي ماتش مهم او بطوله مهمه بيقول لك ايه؟ ادعي لي، اقول له ربنا يوفقك يا حبيبي يا رب. هو بيتكلم على قد ايه بجد حضرتك يعني داعمه ليه طبعا من وانت صغيره، وقد ايه دعواتك بتفرق معاه؟ هو نور عيني يا احمد، ربنا يبارك فيه يا رب ويخليه، واحمد حنين علينا وعلى اخواته، وربنا يا رب يسترها عليه ويحنن قلب ولاده عليه كده يا رب زينا كده يا رب.
زي ما هو حنين كده يا رب، ربنا يكرمه. تقول والدتك ايه يا احمد على الهوا؟ لا ماما اتكلمت طبعا، مش هديها حقها يعني، هي ووالدي واهلي كلهم مش يعني مش هديهم حقهم صراحه، لان هم الحمد لله ربنا رزقني بيهم وربنا يخليهم ليا، واتمنى كده ان انا افضل في اعلى مكانه واساعدهم دايما يا رب ان شاء الله. يا رب. بشكر حضرتك جدا بجد، كنت منورانا وربنا يحفظ لك كابتن احمد وتشوفيه دايما في احسن مكان يا كابتن. يعني حلوه المفاجاه دي. انا والله مكلمها اصلا من شويه، هي تعبانه ربنا يشفيها، عندها شويه برد، فلسه مكلمها من شويه، ما والله ولا قالت لي ولا اي حاجه يعني. شفت احنا هنفاجئك على طول. ماشي. كنا بنتكلم كابتن يمكن على دعم الاسره ليك ومشوارك في كره القدم، بس برضه خليني اسالك سؤال مهم، انه في الفتره دي مش فتره النادي الاهلي، لا من اول ما بدات تلعب كوره، واجهتك يعني صعوبات ممكن تكون بتواجه ناس كتير؟ ليه بسالك السؤال ده؟ لانه في دلوقتي اطفال بيتفرجوا علينا كل حلمهم ان هم يبقوا لاعبين كوره، وبالنسبه لهم كابتن احمد الشيخ قدوه، لكن ممكن يتقال لحد انت ما بتعرفش تلعب كوره، انت ما تنفعش انت، وده حصل مع لعيبه كبار جدا دلوقتي متالقين يعني منهم. حصل معايا وحصل مع ناس كتير يعني. عايز اعرف منك حلو ده، حلو السؤال ده يعني، حقيقي على السؤال ده، لان بجد فعلا في ناس كتيره انا بشوفها وبيحبطوا بشكل مش طبيعي مع اول دروب في حياتهم، او مش بس الكوره كمان يعني، في اي حاجه خلاص بيقعوا بيستسلموا. فانا بالنسبه لي انا يعني عاوز اقول كلمه، انا طبعا انا تعبت في حياتي جدا، وعايز اقول ان مهما الناس او اللي حواليك بيقولوا لك انت وحش، لا انت خلي عندك ثقه في ربنا وثقه في نفسك، وتعب واشتغل، ولو عندك حلم وهتوصل له، ولازم يكون عندك طموح، ولازم تتعب، اهم حاجه لازم تتعب يعني، ما فيش حد يستسلم لو يعني. مثلا انا رحت اختبارات كتيره جدا. عايز اعرف منك يا كابتن، يعني في مواقف حصلت، انه بمناسبه ان والدتك كانت معانا، في مواقف حصلت انه رحت لها في مره معيط او متضايق من وانت صغير، انه حد قال لك انت يا ابني انت مالكش فيها، انت لان شفناها بتحصل، يمكن محمد صلاح نفسه اترفض قبل كده من نادي الزمالك او ما لعبش في نادي الزمالك، لعيبه كبيره قوي حصل معاها ده. بالظبط بتحصل فعلا، وحصلت معايا بس بشكل تاني يعني، بشكل مختلف شويه، ان انا من صغري يعني طموح ويعني رخم يعني، اي نادي بيعلن عن اختبارات من صغري بروح بجرب، ويعني الحمد لله ربنا رزقني بموهبه، وبحاول ان انا اسعى، وربنا بيقول اسعوا يعني، فالحمد لله يعني مع السعي ده كله ربنا في الاخر وفقني يعني. في الاول طبعا في بداية حياتي طبعا كنت بروح الاختبارات، وكان طبعا بيبقى فيه حاجة اشتراكات، بتبقى طبعا موضوع يعني بسيط، كان بنملى استمارة ومش عارف ايه والكلام ده كله، بننزل الاختبارات طبعا ألوفات العدد، ناس كثيرة بتتظلم، حتى يعني لو في لعيبة امكانياتها كويسة مش هتقدر انها تظهر. كنت وقتها ان انا ما بترفض او ما بقبلش يعني، لكن كنت بستنى لنادي تاني او اختبارات، او نفس النادي برضو في اختبارات في وقت تاني كنت بروح. ممكن سمعت تعليقات سلبيه ولا لا؟ كتير. انا يعني زي مثلا وانا في سني يعني كان عندي 12 13 سنه، كان جسمي ضعيف جدا، وكنت قصير يعني الطول ده الحمد لله بعد 14 سنه كده بدات ان انا اطول. كان الناس انت لعيب يعني، بس لا مش هتنفع، انت قصير، انت مش مناسب للفرقه يعني، وهي بتبقى تعليقات زي كده يعني. بس طبعا كنت بتتعامل ازاي وقتها؟ بزعل طبعا وبقعد اعيط. قال له ده غير لما دلوقتي عندك 28 سنه، لو سمعت اي حاجه عادي طبعا الموضوع بيبقى مختلف يعني، الواحد وهو صغير ما مش مدرك اي كلمه بيسمعها بتضايقه بيزعل، فطبعا كنت بزعل وكنت بعيط مع نفسي، ولما بفتكر طبعا الحاجات دي بتضايق.
لكن الحمد لله زي ما انا قلت لك ان انا عندي هدف لازم اوصل له، والحمد لله ان انا قدرت ان انا ربنا وفقني فيه طبعا مع مساعدة الناس ليا، الحمد لله قدرت ان انا ربنا وفقني وكرمني. وده اللي انا عايز اقوله للناس، ان الناس كلها اذا كنت لسه سنك صغير رحت كذا اختبار ما قبلتش، لا اسعى وجرب تاني وجرب في مكان تاني، يمكن ربنا رازلك الخير وشايل لك الخير في مكان تاني انت ممكن ما كنتش بتفكر فيه اصلا يعني. صح. قد ايه الكلام ده مهم جدا يا كابتن احمد، لانه زي ما قلت لك في ناس بتتفرج وده بيديها امل كبير، انه ده كابتن احمد الشيخ نفسه اتقال له قبل كده انه لا ومش هتنفع وكده، لكن زي ما انت بتقول فعلا كل اللي بيسعى اكيد ربنا بيكرمه. لسه كلام كتير قوي مع كابتن احمد الشيخ، لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه منورني كابتن احمد الشيخ. كنا بنتكلم يا كابتن قبل الفاصل على اكتر لعيبه قريبه ليك الفتره دي من نادي الاهلي، يعني اللي في مواقف كده بينكم في الكواليس ما حدش يعرفها، الجمهور ما بيشوفهاش. يمكن احنا اللعيبه كلها تقريبا يعني قريبين من بعض، ده باين واضح جدا بالظبط، ودايما بنحاول ان احنا نكون متجمعين اكتر وقت ممكن مع بعض في المعسكرات وخارج المعسكرات كمان. لكن بالنسبه لنا يمكن عشان قديم في الفرقه، وكمان اللعيبه اللي موجوده معايا من موجودين معايا من 6 سنين برضو في النادي، الاقرب ناس ليا حسين الشحات وايمن اشرف ووحيد وقفشه ومروان وحمدي فتحي والسولية، دول يمكن اكتر ناس قريبه ليا حكم يعني طبعا العشره في الملعب يعني. وايه الكواليس اللي مع كابتن ايمن اشرف وما نعرفهاش؟ عايز اقول لك هو ايمن يعني الصديق على طول في الاوضه على طول مع بعض، طبعا قبل الكورونا دلوقتي كل واحد في اوضه والحمد لله انا مبسوط يعني مبسوط ان ليه بقى ما انا عايز اعرف مبسوط ليه. ايمن 24 ساعه نايم يعني احنا البروجرام بتاعنا بتاع المعسكر بيكون فطار مثلا الساعه 10 الغدا الساعة 2 مثلا، في ميتنج او حاجة كل يعني كل فترة زمنية بينه وبين بعض ايمن نايم يعني هو بجد والله يعني احنا اصلا بننام بدري، بننام الساعة 12 اخرنا بنصحى يعني الساعة 9 ساعات نايمين يعني ده اعتقد ان هو كفاية يعني انا ما بعرفش انام تاني يعني انا من النوع اللي بصحى ما بعرفش انام هو تاني. على طول صعب نايم جدا، لكن هو بقى بيصحى ونروح نفطر ونرجع نايم نروح نتغدى ونرجع نايم. طب انت هتصحى امتى يعني هتقعد معايا امتى يا ابني؟ فهو دايما نايم، لكن طبعا ايمن الشخصيات المحترمه طبعاً. اللي انا بحبها طبعا، وهو ما شاء الله الفتره دي ماشي بشكل كويس، لان هو الفتره ما فيش غيره اصلا يعني هو تقريبا يعني كل اللي لعب جنبه. ليه تفتكر ليه؟ خلص على اللعيبه كلها. مش عارف والله هو قادره بقى يعني هو كل اللعيبه يعني اللي بتلعب جنبه او اللي بتلعب في مركزه يعني الله يعينهم يعني مصاب اللي مصاب واللي بيطرد. حتى كابتن احمد فتحي ماتش الاتحاد نزل مساك نزل جنبه ما كملش 10 دقايق وطلع طرد. لا مش عايزين نحسده كابتن المكان ده فيه حاجه مش عايزين نحسده. طيب كابتن عايزين بقى اكيد الجمهور كله بيفكر ازاي اللعيبه دلوقتي بتستعد لافريقيا، استعداداتكم بقى لافريقيا الفتره دي بعد حسم الدوري بدري جدا، وانت قلت انه كان هدف ان احنا نحسم الدوري بدري عشان بقى نستعد لافريقيا، وكويس انها تاجلت علشان يبقى في فتره اكبر. بالظبط يعني احنا السيزون ده الحمد لله الدوري خلاص خلصناه، قدامنا لسه في كاس مصر وافريقيا، الهدف الاكبر طبعا هو افريقيا. خلاص من بكره ان شاء الله التمرين هنبدا نستعد باذن الله، طبعا عندنا ماتشات دوري اكيد هنركز فيها، لان قدرنا في النادي الاهلي كل ماتش لينا بطوله في اي وقت وفي اي زمن. لكن طبعا هيكون في اريحيه بشكل كبير، اللعيبه اللي هي لعبت قبل كده كتير بتلعب كل 3 ايام 90 دقيقه هتقدر ان هي تاخد يعني قسط من الراحه وتقدر ان هي تريح شويه، اللعيبه المصابه تبدا ترجع، الجهاز الفني الفتره دي كمان يفكر بقى ان هو يشتغل ازاي الفتره اللي جايه باذن الله لحد ما
اكيد طبعا يعني لازم يكون داخلين على ماتش الوداد، ماتش صعب قدام فرقه صعبه طبعا، لكن اكيد الجهاز الفني بيفكر بشكل كبير ازاي ان هو يستعد لماتش زي ده، واحنا كلعيبه ان شاء الله يعني مستعدين، وباذن الله هدفنا ان شاء الله ان احنا ناخد افريقيا باذن الله. باذن الله. ايه اكتر تعليمات يمكن فايلر مستر فايلر مركز عليها معاكم الفتره دي؟ كان قبل كده طبعا كان الدوري، كان مهم جدا ان احنا نحسم الدوري بدري، دي يمكن كان كل كلامه الدوري، خلص الدوري بدري، خلص الدوري بدري، ده كان كله كلامه بشكل كبير. اعتقد بقى خلاص الحمد لله الدوري خلاص خلص، والفترة اللي جاية كل تركيزنا هيكون على افريقيا يعني، فاكيد هنشتغل بشكل كبير وهنركز كلنا في ماتش الوداد باذن الله. الراجل ده ممكن نقول بنتعامل نفس بيتعامل نفسيا كويس قوي مع اللعيبه، يعني دايما كانت في اخبارنا الفتره اللي فاتت غير المحاضره الفنيه غير التدريب، فايلر قعد مع كهربا 10 دقائق يتكلموا، مع احمد الشيخ يعني حتى كنت بقعد 10 دقائق بيتكلموا، قاعدين بيتكلموا في ايه؟ ايه التعليمات اللي كان مركز عليها معاك لما بيقعد يتكلم حتى في الحته النفسيه غير الفنيه؟ كان بيبقى التواصل ازاي؟ كان الدعم النفسي هو ازاي؟ كان بيشكله ازاي او بيتكلم معاكوا ازاي؟ بس هو دايما بيقول لنا يعني انا معايا دكتوراه او دارس في دارس سوشيال ميديا ودارس الصحافه والكلام ده كله، فهو بشكل كبير بيوصل لنا ان ما تسمعوش لنقد مثلا الناس، لنقد الجمهور، لنقد الصحافه الاعلام الكلام ده كله، دايما هو مركز على الحته دي، لان احنا دلوقتي في عصر السوشيال ميديا وكله بيتابع وكله بيشوف اللي بيتقال واللي الناس بتقوله، ف يعني في شخصيات اكيد ممكن في ناس بتسمع وبتتاثر، هو اهم حاجه عنده النقطه دي ان ما حدش يتاثر بالكلام ده، احنا اهم حاجه نكون تركيزنا معاه هو شخصيا. هو بيقعد مع اللعيبه كلها تقريبا، يعني كل اللعيبه قاعد معاها وبيتكلم معاها، على طول بيتكلم في ان لو مثلا بيتكلم معانا شخصيا بيقول لي مثلا لازم تدوس في كذا، تعمل كذا، لازم تشتغل في حاجه، تزود حاجه، الماتش الجاي مثلا هتعمل كذا، هنشتغل. هو دايما بيتكلم فنيات ونفسيا طبعا، كون ان المدرب بيقعد مع اللعيب وبيتكلم معاه دي كبيره جدا طبعا، حتى لو اللعيب ما بيلعبش طبعا. يعني انا كواحد مثلا ما بلعبش، لو لقيت الجهاز الفني ما بيتكلمش معايا او ما بيقوليش انت الاسباب اللي انا ما بتخلينيش العب، فاكيد طبعا هتضايق ويعني هفلت منك يعني، لو احتجتني بعد كده مش هتلاقيني لان انا خلاص. لكن مهم جدا طبعا المدير الفني يكون بيتكلم مع اللعيبه كلها، مع ال 30 لعيب اللي موجود في الفريق، مقرب اللعيبه كلها من بعض، مقرب اللعيبه كلها منه هو شخصيا. فكره التواصل مع مدرب اجنبي بتبقى اصعب بالنسبه لك؟ لا ما اعتقدش، لان هو في الاول طبعا هو لو الدنيا غريبه عليه في الاول، مع الوقت خلاص يعني، هو حتى قال لنا قبل كده يعني، قال لنا كان قبل طبعا قبل الكورونا والكلام ده، كان لسه ما كملش شهرين ثلاثة في النادي، قال لنا يعني، قال لنا انا طبعا انا لسه جديد وهاخد وقت عقبال ما اتعود عليكم وتتعودوا عليا، وده فعلا ده اللي كان حاصل. الوضع اختلف تماما دلوقتي يعني، حاليا دلوقتي خلاص احنا دلوقتي عارفين ايه وهو بيتكلم هو يقصد ايه، هو بيبص صح. هو يقصد ايه، فده طبعا بتفرق جدا يعني، المعاشره والوقت الكبير مع الفرقه بتفرق طبعا اكيد. طب خلينا بقى نتكلم عنك شويه كده، هل بتفكر يعني من طموحك الاحتراف بره؟ ولو ده ايه الدوري اللي بتتمنى تلعب فيه؟ اكيد طبعا يعني، اللعيبه كلها يعني كله بيفكر في الاحتراف طبعا، طبعا احنا موجودين في نادي كبير ونادي يعتبر هو احتراف، لكن ما فيش شك طبعا يعني الدوريات مثلا زي الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، والدوريات الكبيره دي طبعا اي حد يعني عنده طموح وعنده حلم ان هو يلعب في الدوريات دي، وكمان احنا شايفين يعني امثله تألق عدد من اللعيبه المصريه طبعا، امثله كتير جدا زي محمد صلاح وتريزيجيه وحجازي واحمد حسن كوكا
ولعيبه كتير طبعا يعني، والمحمدي طبعا طبعا، ففي لعيبه كتيره امثله مشرفه وامثله ناجحه، فنتمنى ان احنا لو هتقولي دوري بعينه يعني بتحلم، بنحلم دوري بعينه الاسباني يعني. الاسباني برشلونه ولا ريال مدريد؟ لا انا ميسي يعني، هو ميسي مكان ما هو يكون موجود انا هشجع. كنت متابع ازاي ميسي ان هو خلاص هيمشي من برشلونه؟ انا عايزه يمشي والله، والله انا عايزه عشان الفريق الفتره اللي فاتت ما كانش لا هو ما فيش حد في الفريق يعني، يعني هو يعني هو لوحده صح بجد يعني، هو الموضوع صعب جدا. لا. بتشوف ازاي فكره فعلا ان فريق يبقى قايم على لاعب واحد، انه لو ميسي في المود برشلونه هيكسب، لو طبعا مع احترام للعيبه تانية كتير في برشلونه، لو مش في المود بنشوف انهيار. وشفنا بقى مباراه بايرن ميونخ، اتفرجت عليها يا كابتن؟ طبعا. عملت ايه؟ لا الماتش ده كان وقتها كنا بنلعب ماتش، بس انا ما لعبتش الماتش ده، كنت مصاب. فكنت بتفرج على الموبايل على برشلونه وعلى التلفزيون على علينا احنا يعني على النادي الاهلي، كان ماتش الاهلي والانتاج. ولا وشايف انا حاسس انا بحلم يعني، حاسس ان الاجوان دي بلاي ستيشن او في حاجه غريبه، في حاجه مش مظبوطه يعني. بس كون ان طبعا زي ما قلتي ان الفريق او الجهاز الفني يعتمد على لاعب واحد، فده طبعا شيء مش ما ينفعش، لان ايد واحده طبعا مش هتسقف يعني، استحاله. يعني كره جماعيه صح، هي مش لعبه فرديه صح. طبعا هو بيصنع الفارق ولاعب كوكب اخر ولاعب مش طبيعي، لكن مش لوحده يعني، هو برده مش هيعمل كل حاجه لوحده، مش هيدافع لوحده، مش هيباص لنفسه ويروح يجيب جول صح. فاكيد طبعا محتاج العشر لعيبه اللي موجودين معاه يكونوا طبعا على اعلى مستوى. يعني نقدر نقول ان من وانت صغير كان مثلك الاعلى في الكوره هو ميسي. مين تاني مثلا من اللعيبه بتحبهم؟ انا بحب كريستيانو برضو، بحبه جدا، بس بحبه كشخصيه كريستيانو يعني. بحب الاجتهاد، طريقه تفكيره بالظبط، طريقه تفكيره، طريقه ان هو بياخد بطوله بالظبط، بياخد بطوله النهارده تاني يوم تلاقيه في الجيم بيتمرن، في الملعب بيتمرن. انا بحبه جدا يعني، بحب يعني عقليته جدا، وبحاول ان انا يعني اساعد نفسي من اللي انا بشوفه ان انا اشتغل على الجوانب دي يعني. طب ليك يا كابتن برضو الجمهور يحب يعرف وبيسال، ليك طقوس معينه قبل المباراه، بتحب تسمع مزيكا معينه، تعمل حاجه معينه، تصلي زي ما كنت بتقول يعني؟ لا بالنسبه لي يعني الحمد لله رب العالمين محافظ على ورد من القران كده والادعيه بقوله يعني قبل كل ماتش من ايام مقصه، والحمد لله يعني ده دايما بحطه كده ان خلاص يعني بقراه، وان شاء الله وبدعي ربنا هيكرمني بهدف او هنكسب، بتبقى عارف. فالحمد لله يعني ربنا بيوفقني يعني. الحمد لله. ايه اكتر لحظه مش بتنساها ليك مع النادي الاهلي؟ يعني في لحظات كتير حلوه اكيد، بس في حاجات كده لما تفتكرها بتبقى مبسوط ونفسها تتكرر. يمكن انا ربنا موفقني وكنت محظوظ في 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 في, في ماتشين قدام، ماتش قدام اي سي روما وماتش قدام اتلتيكو مدريد. يعني الحمد لله كان ليا نصيب ان انا ماتش روما ان انا احرز الهدف الرابع، هدف الفوز في الدقيقه اخر ثانيه، دقيقه 92 تقريبا. وماتش اتلتيكو برده الحمد لله جبت جول، فيمكن الحمد لله محظوظ بالظبط يعني. كل ما افتكر الحاجات دي او كل ما انا اشوفها كمان على السوشيال ميديا او على التلفزيون الاهداف بتتعاد او في اي مكان، بكون مبسوط طبعا. بتبقى اصعب لحظات حياتي أكيد لما اكون موجود في النادي الاهلي مع نادي كبير وقدام انديه عالميه يعني. اكيد طبعا. طب ايه اهداف حاططها قدامك كده لسه ما حققتهاش؟ يعني انا حققت كذا ولعبت في الاهلي وخدت افريقيا بس أنا او الاهم يعني دلوقتي. انا الحمد لله رب العالمين يعني 4 دوري واثنين سوبر، والحمد لله يعني لسه ما كملتش 6 سنين في النادي طبعا. فاللي ناقصني واللي ناقص الجيل اللي موجود دلوقتي، يمكن الجيل اللي موجود دلوقتي ما فيش حد من اللعيبه خد افريقيا غير لاعب او اثنين، فهيكون مهم جدا ان احنا ان شاء الله ناخد بطولة افريقيا الموسم ده باذن الله. باذن الله يا كابتن، والحقيقه انتوا دايما مشرفينا وشرفتونا في الدوري وشرفتونا الحقيقه بالاداء وبالنتيجه، واكيد باذن الله هتشرفونا في افريقيا واحنا واثقين من ده. عايزه بس منك يا كابتن احمد كلمه لجماهير الاهلي قبل ما نختم.
اول حاجه طبعا بنشكرهم نيابه عن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وكل المسؤولين الموجودين في النادي، بنشكرهم ودايما هم دافع لينا ودايما هم سند لينا، واتمنى ان هم يكونوا على طول مساندين لينا ومساندين للعيبه وفي ظهر اللعيبه دايما كعادتهم، وباذن الله باذن الله يا رب يعني كلنا متعادين في النادي باذن الله ان احنا ناخد بطوله افريقيا ونساعدهم باذن الله السنه دي ان شاء الله. باذن الله يا كابتن، وبجد نورتنا، وانت لاعب كبير ولاعب مؤثر، ولما بتكون في الملعب فعلا بتغير شكل المباراه. بشكرك جدا انك كنت معانا، وبشكر حضراتكم الحقيقه على المتابعه، وكمان لسه معانا كابتن رامي ربيعه بعد الفاصل مع زميلي احمد سمير. بطل من الأبطال، نجم من النجوم، واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين، والحقيقة يمكن أنا مش هشكر فيك واحد من أكثر المدافعين متميزين على مستوى النادي الأهلي وعلى مستوى مصر، لكن الحقيقة هو جوكر تقدر تعتمد عليه في خط الدفاع، تقدر تعتمد عليه في خط النص، وتقدر تعتمد عليه كمان في خطوط الهجوم. هداف، بيجيب جوال براسه وبرجله، والأهم من ده الحقيقة أنه، وأنا طبعا كل لعيبة الأهلي نجوم الحقيقة، نجوم كبار ومن العيار الثقيل، لكن في لعيبه وفي اسماء معينه كده لما بتشوفها في الملعب بتحس انك انت مطمن، وهو واحد من الاسماء دي، كابتن رامي ربيعه ضفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن رامي، واهلا وسهلا بيك في بيتك طبعا، والف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا استاذ احمد، والله مشكور طبعا بالمقدمه الجميله دي، يعني من الشخصيات المحترمه اللي احنا بنحبها. برنامج ناجح، واتمنى طبعا المزيد ليك ان شاء الله، وفيديو جميل وكلام جميل طبعا. الواحد يا رب كده يبقى محافظ على نفسه ويحاول يقدم المزيد ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الاول يعني هسيبك الاول تهني جمهور النادي الاهلي بالفوز بالبطوله 42. انا عارف انه احساس اللعيبه بالبطوله بيبقى مختلف، بنتكلم على بطولة صعبة بكل المقاييس، على الرغم انكم كفريق طبعا وكجهاز فني قدرتوا تحققوا كتير من الارقام القياسية السيزون ده، وبعتقد انه على مستوى الارقام سيزون يعني ولا اروع ولا اميز. فنتبارك لجمهورك الاول وجمهور النادي الاهلي، ونخش بقى في التفاصيل. طبعا يعني جمهور النادي الاهلي ده اهم حاجة عندنا، ان احنا يعني بنأدي وبنلعب وبنبقى متحمسين في المباراة عشان نفرح جمهور النادي الأهلي. فأنا بحب أبارك لكم طبعا، وأبارك يعني لكل زمايلي والجهاز الفني والجهاز الإداري والجهاز الطبي وكل الناس اللي ساهمت في البطولة دي، يعني بالدوري الـ 42. يعني هي حاجة مش جديدة على جمهور النادي الأهلي، بقت حاجة يعني متعودين عليها الحمد لله. بطولة الدوري يعني أخفقنا مرة واحدة من فترة، بس الحمد لله بعديها خدنا كل البطولات الدوري. يعني نتمنى إن شاء الله المزيد، يعني احنا عايزين بس ان الفتره الجايه نركز اكتر في بطوله افريقيا ان شاء الله، لان دي هتبقى عليها الكلام كله طبعا، والحافز كله للعيبه ان احنا نبقى مركزين في بطوله افريقيا ان شاء الله، لان الجمهور محتاجها واحنا محتاجينها. يعني انا بتهيألي انه يعني وانتم بتلعبوا بطوله الدوري حاطين دايما في قدام عينيكم وفي اعتباركم انه احنا بنجهز للمشوار الاصعب. خلي بالك يعني. صح يعني حضرتك يعني استاذ احمد بصراحه يعني حطيت نقطه مهمه، ان احنا اللعيبه مضغوطه، لان مش مضغوطه بحاجه سلبيه، لا مضغوطه ان هي مستنيه الماتش ده، ان هم كل واحد عايز يثبت نفسه، وكل واحد بيفكر ان هو الدوري خلصان من يعني بقاله فتره، يعني مش خلصان طبعا يعني كان لسه في الملعب، بس انا بتكلم خلصان نسبيا بالنسبه للعيبه، ان اللعيبه كل واحد بيفكر في حاجات تانية، مش بيفكر في دوري اكتر ما بيفكر ان هو محتاج ان هو يفوق نفسه قبل الماتش، محتاج ان هو مستني ماتش الوداد. فدي حاجه انا شايفها ان هي تحسب للاعيبه النادي الاهلي ان هم مركزين لبعد كده. هي حاجه غلط ان لازم كل واحد ياخد ماتش بماتشه، ده ممكن يكون سبب ان احنا الاداء ممكن يبقى نازل شويه، لان احنا علينا ضغوطات ان احنا عايزين نفرح جمهور النادي ونفرح نفسينا، لان كل واحد زي ما قلت لحضرتك انا واخد بطولتين افريقيا، فانا محتاج اخد الثالثه يعني طبعا. مع النادي الاهلي هتفرق معايا في اسمي، هتفرق معايا مع النادي الاهلي طبعا. فكل واحد ليه اهداف هو عايز يوصل لها، فهي دي النقطه اللي احنا كلنا مركزين عليها ان شاء الله الفتره الجايه. ايه اللي بيفرق بطوله الدوري السنه دي على البطولات اللي انت فزت بيها قبل كده؟ بطوله الدوري السنه دي يعني هي ممتعه في ان انت زي ما حضرتك قلت حققت ارقام ما حققتهاش، يعني انا كمدافع يعني بالنسبه لي ان انا ما دخلش فيا غير 5 تجوان على ما اعتقد او 8 تجوان او 8 تجوان يعني. فانت بالنسبه لك يعني انت بتعمل مهمتك وخلاص يعني الحمد لله، والدوري خلصان يعني انت
انت ماشي بانتظام بشكل كويس جدا. انت كفرقه انت حاسس نفسك انك حققت مجهود وحققت ذاتك، فانت محتاج بقى تكمل الارقام دي لما ماتشات الدوري تكمل ان شاء الله. فاحنا برضو هنركز في الماتشات الجايه بتاعه الدوري كان لسه الدوري ما خلص، لان انت برضو عايز تحقق ذاتك وتحقق ارقامك اللي انت مستنيها، لان النادي الاهلي طول عمره يعني خلصنا بطوله او حاجه، لا انت لسه بطوله الدوري شغاله نركز فيها، واللي عايز يفوق نفسه بيفوق نفسه في الماتشات اللي جايه، واللي عايز ناقصته حاجه مثلا في الماتشات يعني. انا عارف يا رامي انه طبعا جهاز فني بقياده فايلر بيتكلم وفي محاضرات وفي شغل كتير جدا، كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كوره اكيد بيتكلم معاكم كلاعيبه، لكن انتوا بينكم وبين بعض والسيزون ده يمكن كان صعب لاكتر من سبب، يعني في اوقات كتيره جدا كان في غيابات كتيره جدا عن التيم الاساسي اللي شال السيزون من اوله. في لعيبه كانت يعني في لعيبه الاسباب ما كملتش المشوار مع النادي السيزون ده، في لعيبه كان عندها اصابات، في لعيبه كان عندها ايقافات. فانتوا لما وانا عارف انك انت بالذات كمان عشان انت متربي في نادي الاهلي بتتكلموا مع بعض وبترسموا كده خريطه ازاي ممكن نعدي المشكله دي، او ازاي الماتش الصعب ده، او عطلنا في مباراه تعادلنا خسرنا، ازاي بتتكلموا مع بعض وايه اكتر الحاجات انت بتركز فيها مع زمايلك؟ بيبقى في اجتماعات طبعا بين اللعيبه وبعضها، يعني بيبقى طبعا مستر فايلر والجهاز المعاون لما بيجي يقعدوا معانا بتبقى اللعيبه بقى لما هم بيخلصوا كلامهم اللعيبه كلها بتقفل على بعض، يعني نبدا احنا نقعد مع بعض من غير الجهاز الفني. احنا كلام معين مع بعض، كل واحد بيبقى عايز يقول حاجه بيقولها، يعني من اساسيات الكلام ان احنا ما نركزش في اي ماتش بنقع فيه، يعني مثلا بس الحمد لله ما حصلش ان احنا ما خسرناش في الدوري غير ماتش واحد، تعادل وغير ماتش واحد بالظبط كده. فما كانش فيه الكلام او الاجتماعات الكتيره اللي تخليك ان انت تتكلم فيها، غير مثلا كان قبل ماتش الهلال السوداني اللي انا كنت اتذكره ان كان فيه شحنه جامده قوي من جمهور الهلال ان انت عايز تكسب لان تطلع الثاني على المجموعه، فانت كنت النادي الاهلي طبعا لازم تصعد تكمل المجموعات تكمل طبعا في بطوله افريقيا، فانت كان قعدنا مع بعض واتكلمنا ان احنا لازم نهدى والماتش ده محتاج ماتش لعيبه كبيره لان هيبقى عليكم ضغط كبير جدا من الجمهور السوداني، والحمد لله قدرنا نعدي بالمرحله وقدرنا نكسب الماتش ده، يعني تعادلنا 1-1 وصعدنا يعني. عموما من ناحيه الصعوبه بقى سيبك من الارقام القياسيه، ومن ناحيه الصعوبه هل بتشوف السيزون ده عليكم كلاعيبه كتيم يعني كان سيزون صعب ولا زيه زي المواسم اللي سبقت؟ هو كسيزون صعب في بطوله افريقيا يعني انا شايف كده، انما في الدوري انت في الدوري كنت مركز قوي في البدايه لان انت كنت عايز تخلصه بحيث ان انت يعني خلاص تقف على رجلك لبطوله افريقيا لان دي الاهم بالنسبه لنا يعني. انا كواحد من اللعيبه اهم حاجه بالنسبه لي بطوله افريقيا. فالسيزون صعب في بطوله افريقيا بس يعني ان شاء الله نعدي المرحله الجايه تبقى الدنيا كلها تمام. بس في الدوري انت حاولت تضغط على نفسك ودوست على نفسك فريحك الدوري المكاسب اللي في الاول ريحتك بعد كده. فبتلعب من غير ضغوط وبتلعب وانت مبسوط وبتلعب وانت كل واحد بيطلع اللي عنده يعني. علاقتك ايه بالجهاز الفني وتشوف يعني بصمه ريني فايلر مع فريق نادي الاهلي السنه دي ايه اكتر حاجه بالنسبه للفريق ككل وبالنسبه لرامي ربيعه يعني الراجل فرق معاك انت شخصيا كمان ازاي؟ لا الراجل عامل تكتيك معين بنحاول نمشي عليه اللي هو بننقل الكره من تحت، الراجل ما فكره برده ما بيحبش ان اللعيب المدافع يطفش كره كتير. فلا هو والتحركات لعيبه الوسط او الهجوم ليهم تحركات معينه بيحاول يفكر يلعب باتنين فراوده اكيد حضراتكم يعني شفت الموضوع ده كذا مروان وبدجي في كذا بالظبط كده. فهو عنده افكار كتيره بيحاول يقدمها وبيحاول نتعود عليها في الماتش لان احنا النادي الاهلي متعود بقاله كتير ما بيلعبش باتنين فراوده فمحتاجين برضو وقت ان احنا نتعود عليها، فهو بيحاول ماتش ورا التاني يدخلها. فهو الطريقه دي اتكلم معاكم فيها انها تجهيز لمشوار افريقيا؟ لا ما كانش هو بيجرب كده بالظبط. واحنا كلعيبه بننفذ يعني انت بتقدم حاجه في التمرين وبتحاول تنفذها في الماتشات فما بتسالش يعني هي دي تجهيز ايه اللي بعد كده، فانت بتشتغل شغلك من غير ما انت تسال يعني. فانا شايف ان هو شخصيه كويسه يعني الجهاز الفني كله يعني بصراحه لما بيحتاج واحد بيبقى محتاج حاجه بيتكلم معاهم بصفه وديه مش بشكل رسمي ان هم جهاز فني وانت كلاعب كوره، لا انت يعني ده اللي منجح الموضوع ان احنا في ناس ممكن تبقى واخده تصور عن فايلر ان هو
شخصيه جامده او شخصيه شديده مع الفريق، هل ده انطباع حقيقي عند الناس؟ لا 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 طبعا، يعني هو حتى بنفسه لما بيتكلم معانا بيقول لنا لو حد عنده مشكله او حد ما بيلعبش عنده عايز اوضح له وجهه نظر ان هو ما بيلعبش ليه، يجي يتكلم معايا بصفه وديه هشرح له الموضوع وهشرح له ايه الاسباب اللي بيلعب او ما بيلعبش او في حاجه ناقصه او مش يعني، لا الموضوع بصفه وديه، لا هو شخص محترم جدا. قضينا فتره كده كان دايما عندنا مشكله قدام، يعني بالذات في الاجنحه، يعني كانوا دايما في غيابات لسبب او لاخر. الحمد لله رجوع الشحات، عوده كهربا من الايقاف الى حد ما ادت اريحيه للجمهور. الاول الجمهور بقى مرتاح ومطمن، وكمان الجهاز الفني كل ما الاوراق معاه بتكتر كل ما بيبقى مرتاح اكتر في ان هو ينفذ فكره. جت عندنا الدنيا ورا ضربت شويه، يعني انت اتصبت لفتره، كابتن متولي طبعا اتصاب لفتره، كابتن سعد سمير كان لسه معانا على التليفون وان شاء الله يعني يرجع قريب، ياسر برضو اكتر من مره اتصاب مره وكورونا مر، يعني بالظبط الدنيا يعني ايه بالنسبه لكم؟ يعني انا عارف انك انت يعني هكلمك يعني على خط دفاعك كل مش بس على رامي ربيعه، الدنيا ازاي شايفها؟ لا يعني الموضوع زي ما حضرتك قلت الموضوع صعب، ده دليل ان انت مركز في الموسم قوي واللعيبه مجهده. يعني انا الاصابه اللي جات لي اجهاد ان تراكم الماتشات وتلاحم الماتشات ورا بعض ثلاث ايام بالظبط، وانا ما ريحتش. يعني هو الراجل كان مستر فايلر طبعا عامل خطه كده ان اللعيبه تريح، يعني ده يلعب ماتش وده يلعب ماتش وده يلعب ماتش، بحيث ان الماتشات كلها يبقى اللعيبه كلها جاهزه وقريبه من بعض. فانا يعني الماتش اللي هو قال لي هريح فيه كان ماتش الاتحاد، كنا خلاص يعني احنا قايلين من القاهره ان انا هلعب ماتش الاسماعيلي، ومن ماتش الاسماعيلي هيلعب بعديها ماتش الاتحاد هيلعب ياسر وايمن، وانت تريح بحيث ان انا لاعب ماتشات كانت ثلاث ماتشات ورا بعض. فحصل ظروف لياسر طبعا جاله كورونا، فيعني جاله كورونا قبل الماتش بيوم. فالراجل طبعا وانا على الفطار لقيته بيقول لي انت الماتش جاي هتلعب، فبقول انت قلت لي هتريح، فانا ما اعرفش خالص ان ياسر جاله كورونا، يعني اللي كان على الفطار لسه ما تقابلناش او لسه ما فيش حد اتكلم. فقال لي لا ياسر جاله كورونا، فافتكرته بيهزر ويعني، فقلت له لا انا مش عايز العب الماتش ده فريحني احسن. فالحمد لله فبس جالي شد خفيف في العضله الخلفيه والحمد لله نزلت، يعني كنت ممكن العب الماتش المقصه بس هو فضل يريحني. يعني طمنا عليك انت دلوقتي الدنيا بالنسبه لك ايه؟ لا الحمد لله دلوقتي الامور دلوقتي كويسه، جالي شد بس من الدرجه الاولى يعني في ماتش الاتحاد زي ما قلت لحضرتك عشان الاجهاد اللي حصل، وكنت متواجد في ماتش المقصه عادي، بس الراجل فضل ان هو يريحني بحيث ان انا الماتش جاي هبقى موجود ان شاء الله. طب اتكلم على رامي شويه، اللعيبه يعني بالنسبه لك انت بدايه، ان انا عارف انك انت بتلعب في نص ملعب ساعات طبعا مركزك الاساسي في الدفاع مع نادي الاهلي، لما بتزيد مع الفريق وبالتالي انت جبت جوال كتير، جبت جوان كتير يعني بتشوط ما شاء الله كويس، بتلعب راسك كويس، فجبت ستايل سيرجيو راموس شويه صح؟ بس السيزون ده ما جبتش جوان يعني دي حاجه مضايقاني جدا. بس انت مركزك اساسا فين يا رامي؟ انا يعني اصلا باك رايت، يعني باك رايت. بلعب باك رايت اصلا من الناشئين الاهلي، بدات العب ديفندر لما كابتن زيزو طبعا طلعني الدرجه الاولى كان عندي 16 سنه، فبدا العب ديفندر، فكنت مستغرب يعني حتى لما اتكلمت معاه بصفه وديه قلت لكابتن زيزو الموضوع كبير وانا العب اول ماتش مع الدرجه الاولى هيبقى في جري كتير وهيبقى الموضوع المساحات بالنسبه لي مش مختلفه لان انا بلعب على الخط دايما، فقال لي لا يعني هو اللي حطني في الحته دي واداني الثقه ان انا العب. طبعا كانت الاسامي تقيله طبعا في ساعتها، فكنت قلقان يعني طبيعي، بس فبالنسبه لي انا كالعب ديفندر غير ملعب مساك تماما، يعني الناس بتقول لك الاداء بتاع رامي ربيعه مثلا ممكن يكون قل شويه المستوى قل، عايز افهم من الناس ان البوزيشن لما بيتغير من الديفندر للمساك طبعا المستوى لازم ينزل. مش عشان حاجه، المساك ليه واجبات معينه، الديفندر مثلا انا ممكن امسك الكره كتير، اجري بالكره كتير، ابقى تتقطع مني، اظهر في كور كتيره مشتركه، انما المساك يعني ما بيظهرش في كور كتير لان هو بيحاول يلعب السهل. ايوه اقرب كره ليك او بالذات لما تكون في النادي الاهلي كمان، يعني في اغلب الوقت انت بتبقى
ضغط على الفرقه اللي قدامك بالظبط. فانت اللي بيظهر نص الملعب والهجوم اكتر في النادي الاهلي. فالناس بتقول لك المستوى قليل، المستوى وحش، المستوى بتاع رامي مثلا مش زي زمان، لان زمان كنت بلعب ديفندر، فطبيعي ان انا كل كره مثلا ممكن اخدها اجري بيها بمهاره شخصيه بمهاره فرديه ليا واشوطها على الجون من بعيد، ممكن تيجي جون، ممكن ابقى ظاهر في الصوره. انما المساك مش ظاهر شويه في النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت، لان احنا على طول مهاجمين، فعلى طول لما تجيلي الكره بحاول العب السهل لانها ما تتقطعش مني واخسر فرقتي. فده الفرق، بس ده الخلط بين الديفندر والمساك. فانت بتحاول تلعب السهل وانت بتلعب مساك. وانت في النهايه طبعا الموضوع للجهاز الفني وقرار الجهاز الفني، بس انت لو تحب تختار مكانك في الملعب، تحب تفضل خط دفاع او تفضل مساك، ولا تحب ترجع دفاع؟ الديفندر بتبقى يعني هي صعبه طبعا، الديفندر فيها جري كتير عن المساك، فيها مساحات ضيقه بالنسبه لك، بس بالنسبه لك الجون مفتوح على طول، انت بتوشك، وانا بحب اشوط، بحب اهاجم كتير. فانت بالنسبه لك انا لو بلعب مساك فما عنديش الاوبشن ان انا ازيد ده كتير. يعني انا لو طلعت مثلا بكره مثلا من ورا بطلع بيها دريبل مثلا من ورا، هتلاقي مثلا الناس يقول لك ما تخليك في مكانك، لو اتقطعت مني سي مثلا، لو اتقطعت مني وانا طالع يقول لك خليك في مكانك، ما تقلبش بالكوره. فانت هتلاقي بتسمع الكلام ده كتير لو مساك بيعمل كده، انما لو ديفندر بيعمل كده واتقطعت منه هيقول لك لا عادي، هو طبيعه البوزيشن بتاعه يعمل وارد انه ده يحصل، بالظبط مفيش مشكله. فعشان كده ما بنعملش ده في المساك. يعني لما اجي العب مساك ما بقدرش اجري بالكوره كتير، ما بقدرش اجازف وارقص او اعدي بحد كتير لتتقطع مثلا واخسر فرقتي. فالاضمن دايما بنلعبه في النادي زي النادي الاهلي. البطولات والخبرات بتتنقل من جيل لجيل. خليني ابتدي مع الفتره اللي انت طلعت فيها للفيرست تيم. كان مين الجيل اللي بيلعب، ومين الاسماء اللي انت لعبت جنبها واللي ادوا الرامي من اول ما طلع جرعه ثقه ونصايح او حاجات اتعلمتها منهم في الملعب وبره الملعب؟ لا في لعيبه كتيره بصراحه حضرتها، يعني اول ما طلعت كان موجود لو الناس متتذكر يعني فرانسيس لو انت فاكره السترايكر، وفي غدار، ويعني كان في اسامي برده كانت موجوده، بس انا هتكلم على الاسامي طبعا اللي احنا استفدنا منهم كلنا. يعني كابتن محمد ابو تريكه وكابتن بركات ويعني لعبت جنب وائل تقريبا صح؟ لعبت جنب وائل جمعه طبعا، كابتن وائل جمعه وكابتن احمد السيد، وحضرتهم كلهم يعني لعيبه كلها محترمه ولعيبه كلها خبرات. لما بتشوفهم حتى في الملعب طريقه توجيهها لبعض، طريقه كلامهم مع بعض في اوضه اللبس. عدى عليك مواقف صعبه وانت لسه صغير رامي اتعلمت فيها، او شفت ازاي اللعيبه الكبيره بتحرك الفرقه وبتخليها؟ طبعا يعني عدى عليا مواقف صعبه في بطوله افريقيا، يعني كان اللعيبه لما مثلا في نهائي افريقيا مثلا كنا هناك، كنا بنلعب فريق من جنوب افريقيا على ما اتذكر. اللعيبه لما بتجمع نفسها، كابتن عماد متعب، كابتن وائل جمعه، لما يقعدوا يتكلموا مع الفرقه يعني بتحس ان في حاجه مهمه بكره، ان احنا لازم بتنزل حتى من كلامهم تبقى انت عايز تلعب. يعني انا كنت ساعات انزل الشوط الثاني ما ببداش الماتش، بس تبقى انت عندك حافز من كلامهم اللي بيتكلموا بصراحه مع بعض، بتبقى انت عايز تنزل تلعب وتموت نفسك في الملعب. فهم لا جيل، يعني حتى احنا دلوقتي لما بنقعد نتكلم مع بعض، بس هو ده اللي احنا بقى خدناه من الجيل اللي قبلينا طبعا، ان احنا بنتكلم مع بعض وان احنا نحاول نستحمل بعض في الملعب، لان في توجيهات كتيره بتبقى في الملعب وشد واعصاب بتبقى مشدوده. فانت بتحاول تهدي الدنيا وتتقبل زميلك او تتقبل التوجيه اللي هو بيقوله لك، عشان المصلحه العامه تبقى انت يعني وصلت للي انت عايزه يعني في الاخر. في كلام كتير ممكن يبقى موجود، انت عارف السوشيال ميديا دلوقتي بقت بتتحرك يعني، وبرده يعني مساحه موجوده للجمهور عشان يعبر عن رايه. انا بتكلم على جمهور الكره الحقيقي، يعني سيبك من الحاجات الموجهه او اللي بيسموها لجان الكترونيه او الحاجات اللي بتتحرك باغراض معينه، لكن انت حريص انك تتابع السوشيال ميديا، بتسمع راي الناس، بتتعاملوا ازاي مع يعني لو مثلا بيبقى في انتقادات، لو في حد بيتكلم على مستوى رامي في ماتش معين او في فتره معينه، ده بيأثر على عليك او بتهتم انك تتابعه؟ في لعيبه بتتأثر عليها، بس انا كرامي ما بركزش في السوشيال ميديا قوي. يعني مثلا حتى الراجل كان بيتكلم، مستر فايلر بيتكلم في الموضوع ده كتير، ان محدش يعني هم لو حتى اتكلموا مثلا ان مستوى رامي وحش، زي مثلا رامي مثلا ما ينفعش يلعب تاني، او رامي مستوى وحش والنهارده يعني يقعد شويه، لازم يقعد لازم عندي مدرب هو اللي هيديني القرار في الاخر. يعني كلامهم كل ده لو انا سمعته وقعدت ركزت معاه ولا هيبقى ليه لازمه، لان في مدرب عندي في النادي هو اللي هيقرر.
هو اللي هيلعب، هو اللي هيلعبني او هيقعدني. فهم مهما يتكلموا او مهما يقولوا مثلا مستوى رامي كويس ولازم يلعب، ورامي زي ما يقعد مثلا وده شخصيه كويسه وشخصيه جامده في الملعب، ومدرب مثلا شايفني ان انا في التمرين مش بادي، شايفني في التمرين ان انا مش كويس في التمرين، هقعد. فكلامهم فرق معانا في ايه؟ فانا واخدها من منطلق ان السوشيال ميديا دي بالنسبه لي ان انا احط صور، وان انا بقى ليا اصحابي معينين اتصور معاهم، وان انا بتكلم معاهم. انت مين اصحابك القريبين جوه الفريق يا رام؟ لا في يعني السلية، وفي الشناوي، وفي علي معلول، وحمدي فتحي. الشناوي بيشتكي منك يا رامي يعني. احنا على طول مع بعض في التمرين والماتشات بنشتم بعض على طول. لا يعني هو الشناوي اكتر واحد بيبقى قريب لخط الدفاع، فعشان كده تلاقي ما بيننا مشاكل كتيره. لا بس هو شخصيه محترمه جدا حقيقه، عامل سيزون السنه دي ما شاء الله عليه، محترم جدا. لا واحد من اهم اسباب فوز الاهلي بالبطوله بصراحه، لعيب محترم وكلهم لعيبه محترمه يعني. الميزه بس ان احنا كلنا قريبين من اعمار بعض، فده فاهمين دماغ بعض يعني. يعني بنتجمع في المعسكرات نلعب بلاي ستيشن، فده بيقرب اللعيبه من بعض يعني. عايز اقول ان هو خسران ماتش يعني بلاي ستيشن اخر مره. ومين اجمد واحد في الفريق في بلاي ستيشن؟ لا في احمد الشيخ لعيب جامد، وحسين الشحات. لا في لعيبه كويس بنلعب مع بعض، بس احنا يعني على قدنا برضه يعني. طب قول لي عموما لما الفرقه نفسها بتحس ان في ضغط يعني في وقت ما بعد الكورونا شويه، الاهلي رجع مش بنفس المستوى اللي كان فيه قبل، حسينا في ماتشات بتبقى صعبه، حسينا انه في اداء ممكن يبقى فيه فوز يعني نكسب الماتش، بس الاداء ما كانش مطمئن قوي. ده بيأثر عليكم كتيم بقى يعني؟ بتستقبلوا ده ازاي لما بيبقى في انتقادات حتى وانتوا بتكسبوا او حتى وانتوا متصدرين الدوري؟ ده برضو بيبقى ليه مردود او رد فعل عندكم؟ لا ده بيأثر على كل لعيب على حالته النفسيه في الماتش يعني. انا اللي بقيم نفسي في الماتش يعني. انا طالع مثلا من الماتش حاسس ان انا ما اديتش اللي عليا، فانا زعلان من نفسي. مش هسمع، مش هستنى حد يقول مثلا رامي ادى وحش او فلان ادى وحش. فلا ده بيأثر على اللعيبه لو هو حاسس ان هو مقصر. أيوه. في المباراه يعني، حتى ماتش المقصه يعني حاسين ان احنا مش فرحانين بالدوري يعني بمتعه الدوري، عشان الماتش خلص تعادل مثلا. فاحنا كنا حابين ان الماتش يخلص فوز، وان احنا نكسب، وان احنا نبقى مبسوطين. فكل لعيب هو بيضرب نفسه. مش بانتقادات. الانتقادات زي ما قلت لحضرتك، مستر فايلر طلع في المؤتمر قال انه اللعيبه لما عرفت انه الدوري اتحسن يوم قبل يعني خرجوا عن تركيزهم. بالنسبه لك يعني انت بتلعب عشان خاطر تستمتع يعني. فاحنا كنا، انا بتكلم على النتيجه، لو كنا كسبنا كانت هتبقى برده حلوه واحساسها حلو يعني. انا بتكلم على النتيجه بس. فانا شايف ان الضغوط اللي هتجيلنا من الانتقادات، ما اعتقدش ان في لعيب هيهتم بالانتقادات اللي بتجيله يعني. هيهتم لان في مدرب زي ما قلت لحضرتك هو اللي بيحدد مين اللي مخطئ، مين اللي ماشي صح، مين اللي ناقصه حاجه يزودها. فالانتقادات يعني بنهتم بيها كلعيبه، وان بتسمعها بس ما تاثرش عليك يعني. قبل ما ادخل معاك في بطوله افريقيا اكلمك شويه عن الاحتراف. تمام. انت احترفت بمناسبه في واحد من اكبر الانديه في البرتغال، سبورتنج لشبونه. ورجعت تاني للنادي الاهلي. الاول كلمني عن تجربه الاحتراف، ودي اضافت ايه لرامي ربيعه؟ لا هي تجربه الاحتراف طبعا. طلعت صغير كمان. طلعت وانا عندي 19 سنه. تجربه بصراحه يعني اتمنى طبعا اكررها تاني بره مصر يعني. في مصر ما اعتقدش في حته غير النادي الاهلي يعني. دي تأكد رامي؟ لا لا دي صريحه. لا لان يعني انت زي ما شايف انت النادي الاهلي عمل لك كل حاجه يعني. النادي جابني من الناشئين، خلى ليا اسم، حطني على سلم ان انا ما كنتش احلم بيه طبعا. فدي حاجه ما لهاش علاقه بان بجد او مش بجد، كل واحد اضرب شخصيته وكل واحد اضرب باختياراته. بس تجربه الاحتراف بالنسبه لي يعني لو بالنسبه لك مفاجاه مثلا انه حد زي رمضان يعني في تشابه كبير جدا بينه وبين رامي يعني. انتوا الاثنين من الناشئين بالظبط، طالعين من فرق ناشئين، انتوا الاثنين عملتوا مشوار وحققتوا نجوميه. تمام. وكان لكم رصيد كبير جدا عند الجمهور الاهلاوي يعني. فبالنسبه لك كانت علامه استفهام مثلا انه رمضان يفضل انه يلعب في مصر النادي تاني غير النادي الاهلي؟ هو قرار يعني علامه استفهام طبعا هو خدها، بس كل واحد اضرب حياته الشخصيه وكل واحد اضرب بس انتوا اكيد قريبين من بعض يعني. لا بس ما بتتكلمش لعيبه في حاجه زي كده يعني. انا خدت قرار مثلا ان انا امشي واحترف. ما فيش لعيبه هيجي يقول لي مثلا انت ليه خدته دلوقتي، وليه قررت ان انت تمشي تروح بره مصر، ما تخليك في مصر دلوقتي احسن. مش هنتناقش مع بعض في الحاجات في التفاصيل دي. بس علامه استفهام طبعا، بس هو طبعا اضرب اختياراته طبعا طبعا وتحترم، وهو ليه حريه كامل الحريه الشخصيه ان هو يمشي.
ماشي، هو أدرى بظروفه وحياته كعيلة يعني. فانا بالنسبه لي لكن انت مش ممكن تاخد قرار، لا مش ممكن بره مصر يعني، بره مصر جوه مصر لا جوه مصر لا طبعا استحيل. لا طبعا لا طبعا يعني دي صعبه جدا يعني، مش عشان حاجه مش كلام والله، بس زي ما قلت لحضرتك ان ايه اللي ممكن تعمله، ان النادي الاهلي حطني على سلم المجد وحطني على حاجه انا كنت عمري ما اوصل لها يعني، يعني واستحملني فترات كتيره، فترات اصابتي يعني 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 بيبقى، فطبعا رد جميل على الاقل، مش جميل كمان يعني، انت عارف النادي الاهلي بعيد طبعًا عن رد جميل طبعًا، بس انا بتكلم على ان ليه خير عليا كتير يعني. فلو احترفت لا ما عنديش مشكله طبعا ان انا احترفت، والنادي طبعا عمره ما يقف قدامي. انت عادك مع الاهلي ممتد لقد ايه؟ 3 سنين يعني. 3 سنين وهل في اتفاق بينك وبين اداره النادي انه لو جالك عقد بره يبقى في موافقه على احترافك؟ لا دي ما بنتفقش عليها، بالعكس العلاقه وديه بين اللعيب والاداره في النادي الاهلي يعني. عندنا ما فيش حاجه تتقال يعني. انت شخصيا لعبت في سبورتنج لشبونه، خليني اقف على التجربه دي، فادتك في ايه وليه رجعت وانت يعني قدامك كان مشوار طويل لسه؟ هقول لحضرتك طبعا رجعت ليه، كنت كان في مدرب موجود ساعتها، ده كان هو اللي شافني وهو اللي طلبني. فعقبال ما الصفقه تمت وعقبال ما رحت وكده، فالمدرب ده مشي وكان رئيس النادي هو عايزني هو كمان، فلما الراجل مشي وجابوا مدرب جديد، فطبعا في حته مدربين كده مش عايز يمشي بنفس الدماغ اللي كان المدرب موجود فيها القديم اللي قبل منه. تمام. فانا رحت، كان معايا شيكابالا طبعا الفتره دي برده، كان معايا في سبورتنج في الوقت ده، فالمدرب عنده قناعات بناس وناس لا. فانا واجهت بقى الحته دي من البدايه، ان هو ما كانش حابب شخصيه مثلا رامي، ما كانش حابب اسلوبي في اللعب. بس اللي كان قبل منه كان حاببني، كان هو اللي طالبني ان انا اروح. ايوه. فانا واجهت المشكله دي اول ما رحت في سبورتنج، وغير كده وكده عملت عمليه هناك، عمليه في بطني، فتاء رياضي، دي اللي اخرتني شويه ورجعتني بعد فتره شويه. فبقى الموضوع عندك انت قفلت من النادي، قفلت من مش من الاحتراف بس قفلت من اسلوب النادي او اسلوب المدرب. أيوة. فما بقاش في عمار بينك بين اللعيب والمدرب، فانا لو مش مرتاح نفسيا في الملعب مش هلعب. صحيح. يعني مهما كنت انا فين، لو مش مرتاح نفسيا ومش مهيئ نفسيا مش هلعب. مش هطلع اللي عندي. فدي كانت نقطه المشكله في سبورتنج، ان انا قابلت واجهت مدرب مش حاببني، بس رئيس النادي عايزني. فطبعا رئيس النادي مش هيلعبني، المدرب هو اللي موجود طبعا. فده اللي حصل يعني. التجربه ما كانتش مفيده؟ تجربه مفيده طبعا. انا استفدت ايه منها؟ استفدت طبعا ان في تمارين وفي اسلوب معين وفي تركيز بطريقه معينه، شخصيتي في الملعب، امتى اكون متحمس، امتى اهدى، امتى اكون عصبي، امتى لا، في ونظام اكل ومثلا طبعا النوم بدري طبعا كلنا عارفينها دي طبعا، بس في نظام مشيت عليه. سهل ان اللاعب المصري بثقافته او باسلوب حياته هنا يتاقلم على حياه الاحتراف في اوروبا لو هو حاببها؟ لو هو حابب النظام هناك ولو هو حابب ان هو يعيش، بس هي سهله. سهله. اصل يعني في ناس بتطلع بانطباع انه انا بس يعني من اول ما مضيت العقد وسافر العب في اي نادي في اوروبا انا كده خلاص حققت كل طموحي وكل انجازاتي. طبعا في تفكير كده زي ما حضرتك بتقول. بس لا، هي صعبه في انك تقدر تكمل الرولز اللي انت هتمشي عليها. انما لا، هي سهله للي عايز، للي حاطط في دماغه هدف وعايز يوصله. لا سهله يعني. فانا مش بتحلم انه التجربه دي تتكرر مره ثانيه؟ طبعا. لسه أتمنى. هدف قدام رامي. طبعا طبعا. كام سنه رامي دلوقتي؟ انا 27 سنه. لسه صغير يعني. بالظبط. يعني فلو جت اوكي يعني، النادي الاهلي اكيد مش يعني ما اعتقدش ان هيبقى في خلاف بيني وبين. انا بيتهيألي كمان السنين ال 10 سنين اللي فاتوا تقريبا رفعوا معدل اعمار المدافعين، يعني كان زمان يقول لك الجول كيبر ممكن يلعب لغايه سن معين كبير. فاهم يعني بالزبط. ممكن بنشوف بوفون مثلا، نشوف حضري عندنا في مصر. حضري طبعا اسطوره. اسطوره طبعا. كمان ابتدى المدافعين يعني، ابتدينا نشوف اكتر من مدافع على مستوى العالم بيلعبوا لسن كبير. بالظبط. ده يديك امل ان انت مثلا لو في حاجه جات لي بره طبعا او بتحلم تلعب فين بره؟ لا يعني الدوري الانجليزي طبعا. ده حاجه تانية بصراحه يعني. ده احنا عندنا لعيبه فتحت ابواب كتير يعني. عندنا حجازي، عندنا محمدي، محمد صلاح، نني وصلاح، وتريزيجيه. في لعيبه كتيره يعني ما شاء الله. ربنا يكرمهم طبعا. متواصل معاهم؟ لسه في تواصل يعني طبعا. تريزيجيه وحجازي
يعني من ولاد النادي الاهلي برضو يعتبروا, والنني برضو, والنني طبعا النني كان بيلعب معانا في الناشئين. في تواصل معاهم لغايه دلوقتي؟ بنتكلم كلنا في الـ في الـ يعني لما بيحصل في حاجه ما بيننا بنتكلم, بنبعت لبعض, بنعيد على بعض. لا يعني في تواصل ما بيننا يعني. اخدك بقى شويه لبطوله افريقيا. يلا بينا. بطوله غايبه بقالها 7 سنين. فبالتالي ده يعني زود شويه كتير طبعا بالنسبة كتير بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا وبالتالي زاد شويه بالنسبه للجمهور. انا بتكلم من وجهه نظر الجمهور. احنا محتاجين ناخد البطوله, البطوله بالنسبه لنا اتاخرت علينا. دي حقيقه وحقهم. فده بالنسبه لك يمثل ضغط ولا يمثل حافز؟ يعني بالنسبه لك حاجه ايجابيه ولا بالنسبه لك حاجه سلبيه؟ لا هي بالنسبه لي انا حاجه ايجابيه طبعا. حاجة إيجابية. ان انا اخدها ان انا افرح ناس وافرح انا حاجه زي ما قلت لحضرتك, انا واخد بطولتين افريقيا. فلو خدت الثالثه تكتب لي يعني دي حاجه حافز ليا ايجابي ان انا اشوف فرحه الناس واشوف ان انا حققت لهم حاجه هم عايزينها وانا حققت حاجه لنفسي انا عايزها. فانا شايف ان هي حاجه ايجابيه وهم حقهم طبعا. سبع سنين كتير على النادي الاهلي يعني. هي معنده شويه يعني احنا سبع يعني سنين دول كنا قريبين بالظبط يعني, كانت قريبه في مرتين او في مناسبتين بيتهيألي. فانا شايف ان الناس بتخلط بين الدوري وبطوله افريقيا ان الاداء مثلا هيبقى وحش فانت هتعملوا ايه في افريقيا. كل ماتش ليه ظروفه يعني مثلا يعني ممكن تلعب يعني ماتش النهارده تبقى وحش جدا, تيجي بعديها بيومين ثلاثه تلاقي نفسك المعدل بتاعك بقى مختلف عن الماتش اللي قبله. ليه؟ لان كل واحد ليه ماتش ليه تركيزه وليه اسلوبه وليه تجهيزه وانت شايفه عامل ازاي. لا والدوافع بتفرق بالزبط. يعني انت وانت بالزبط. بتلعب ماتش عارف ان ما في عندك الماتش ويتوقف على الماتش ده فوز ببطوله افريقيا غير لما تلعب صح. ماتش انت عايز ثلاث نقط او يعني او نقطه عشان كلامك مظبوط طبعا بيديك حافز ان او دافع انك تلعب وتموت نفسك. فانا اتمنى طبعا ان بطوله افريقيا ان شاء الله تبقى لينا باذن الله. ماتش الوداد بيقولوا عليه نهائي مبكر يعني, لان دايما نهائياتنا مع الوداد وماتشات مع ماتشاتنا مع الوداد طبعا يعني احنا بتهيألي الوداد والترجي بالنسبه لنا خلاص بقينا يعني كلاسيكو افريقيا يعني زي ما بيقول. واحنا خسرنا نهائي 2017 بتهيألي قدام الوداد مظبوط. الماتش ده بتبص له ازاي وهل شايف انه طبعا احنا بنحمد ربنا انه ماتشات الذهاب هتكون في المغرب او ماتش الذهاب هيكون في المغرب وماتش الاياب هيكون في القاهره, ده بتهيألي شويه من وجهه نظر اللعيبه يديكوا افضليه. بس خلي بالك لا من وجهه نظر اللعيبه بالظبط انت حاطط هدفك البطوله يتلعب فين بقى؟ يتلعب في المغرب في مصر في اي حته انت مش فارق لك, انت اهم حاجه عينك على البطوله. ويعني فما بتفكرش في القديم يعني. انت لو فكرت في الماتش بتاع يعني الخساره بتاعه النهائي لا طبعا ما فكر لهاش, بالعكس دي تديني حافز ان انا اموت نفسي واكسب. لان انت عمرك ما كسبت غير مره او يعني في الفتره الاخيره عمرك ما كسبت مثلا الوداد في الوداد يعني في المغرب غير مره مثلا وانا اللي كنت جايب الجون يعني. يعني اتمنى ان انا اكررها ان شاء الله الماتش الوداد باذن الله يعني حافز ليا ان انا اكررها. يعني نتمنى طبعا قدها قدود. مشوار افريقيا السنه دي انت يمكن ذكرت على وجه التحديد ماتش الهلال. ماتش سان داونز او مواجهه سان داونز ذهابا وايابا كانت بالنسبه لكم ايه بعد طبعا الذكرى اللي ما كانتش لطيفه بالنسبه لنا في السيزون اللي قبل؟ ده كان بالنسبه لي ان هي حياه وموت يعني. اللعيبه كلها كانت متحمسه, حتى كان باين من وشوش اللعيبه في المباراه يعني. انا ما لعبتش الماتش اللي كان في القاهره بس باين من واحنا في الاوتيل ان اللعيبه مركزه واسلوبنا في الماتش ان انت عايز تعمل حاجه, ان عايز تبين للناس إن ده اللي انا بتكلم فيه اللي هو ظروف ماتش. هي ظروف ماتش حصلت عمرها ما تتكرر تاني, عمرها استحاله تتكرر تاني. فده اللي احنا كنا عايزين نوصله للجمهور ونوصله للناس ونثبت نفسينا ان انت بتدافع عن اسمك وبتدافع عن 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 اسم النادي طبعا في مباراه سان داونز. فانت هنا كنت مركزين جدا ان انت تخلص المباراه من هنا عشان احنا عارفين الصعوبات اللي هنقابلها هناك من جو وملعب وجمهور. فحبينا ان احنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا وخلصنا الماتش من هنا. كنا كسبانين 2-0, قدرت هناك الحمد لله تتعادل برده 1-1. فالموضوع بالنسبه لنا ان احنا خدنا حقنا وخدنا انك رجعت هيت النادي الاهلي تاني وانك فهمت الناس ان ده مجرد ماتش يعني. الواحد بيحصل له دروب وكل حاجه بس الحمد لله قدرنا نرجع هيت النادي الاهلي تاني. فرقه النادي الاهلي من وجهه نظرك حظوظها ايه في انها تحصل على البطوله السنه دي؟ يعني ان شاء الله لو قدرنا نتخطى مواجهه الوداد ومين اللي تفضل انك تقابله ان شاء الله بعد ما نتاهل للماتش النهائي, تفضل انك انت يكون يعني تلعب مين, الزمالك ولا الرجاء؟ الرجاء. لا انت زي ما قلت لحضرتك يعني تفكيرك في البطوله ما بتخلكش حاسس ان انت تقابل مين. انت على طول التفكير اللي جاي ده انت هتلعب الوداد,
تفكر ماتش بماتش. وده بقى اللي محتاج يتفكر ماتش بماتش. اه ما يعني بالنسبه لك هو شوطين، الشوط الاول في المغرب والشوط الثاني في القاهره. ما بتفكرش بعديه بعد كده، بعد كده ما مش فارق، مش فارق في حساباتك يعني، مش فارق مين. المهم انت الشوط الاول عندك في المغرب لازم تركز فيه جدا، ولازم تطلع كل اللي عندك، وكل لعيب يطلع اللي عنده. فنتمنى التوفيق لنا ان شاء الله. طب انا عايز اسالك اخر سؤال في افريقيا قبل ما اتكلم بقى على رامي بعيدا عن الكره تماما. فايلر في افريقيا معاكم عامل ايه؟ لان في ناس كتير جدا كانت يعني معترضه، او اصوات كتير جدا كانت معترضه انه فايلر يتولى المسؤوليه الفنيه النادي الاهلي. راجل جاي من سويسرا او جاي من يعني هو سويسري طبعا، جاي من بلجيكا، بالنسبه له تجربه مختلفه يعني. اه وبعيد عن افريقيا، وما دربش انديه في افريقيا، وما عرفش طبيعه المسابقات وطبيعه الجو المنافسه في افريقيا. هو الراجل ماشي معاكوا ازاي فيما يتعلق بدوري يعني الابطال؟ يعني اعتقد دلوقتي بقى عنده خبره كافيه ان هو فهم التفكير الافريقي بقى والماتشات والجو والاجواء اللي بتحصل هناك. فلحد دلوقتي هو محقق اللي هو جاي عشانه، واتمنى ان احنا نكمل على كده. وانا مش شايف ان في اختلاف، بالعكس انت هو قابل فرق صعبه جدا، وقدر يتخطاها زي سان داونز زي ما اتكلمنا من شويه. فلا انا شايف ان هو ماشيين بشكل كويس، واتمنى الاستمراريه. نتمنى ده طبعا. خلينا نروح لفصل وكلامنا وحوارنا مع كابتن رامي ربيع نجم النادي الاهلي وبطل الدوري المصري السنه دي، ممتد ومستمر في السادسه، بس بعد ما نروح لفصل مع حضراتكم ونرجع على طول. مرة تانية برحب بكل الأهلاوية اللي بيتابعونا، وبنبارك وبنهني طبعا البطولة 42 من الدوري المصري، وبنرحب مرة تانية بكابتن رامي ربيعة نجم النادي الأهلي. أهلا بيك يا كابتن رامي. أهلا بيك يا صاحبي. إحنا يمكن وإحنا بنتكلم على سبورتنج لشبونة ما كملتش، أنت قلت لي عندك حلم إنك تكمل بره ونفسك تحترف بره. إيه الدوري اللي شايف إنه رامي ممكن يبقى عنده فرصة يلعب فيه أو يتمنى إنه يلعب فيه؟ وإيه النادي أو الفريق اللي تحب إنك أنت تلعب أو تنضم ليه؟ لا ما بقاش فيها حاجه محدده في دماغك يعني اكتر ما يعني ما عندكش مانع مثلا تبتدي في دوري صغير مثلا دوري؟ بالظبط ما عنديش مشكله. ما عندكش مشكله؟ آه طبعا يعني هي البدايه بتيجي من ان انت بتبتدي يعني بحاجه صغيره، بعد كده بتكبر مع الوقت يعني، ده طبيعي. فما عنديش لا مشكله طبعا ان الواحد يبدا بالتدريج يعني. فما فيش حاجه معينه في دماغي ان انا اروح مكان معين يعني. ده يرتبط بمقابل مادي يعني؟ هل من الضروره ان يبقى في عرض مغري، ولا ممكن تضحي بالماده على حساب اسم النادي اللي انت ممكن لا ممكن تلعفيه. اضحي بالماده بحيث ان انا مستقبلي بعد كده هقدر ابنيه انا يعني زي ما انا اوافق عليه، بس على حسب برضو طبعا النادي، ويبقى في ارتياح نفسي بين النادي الاهلي والنادي اللي انا هروحه طبعا. لان هيبقى طبعا اهم حاجه النادي الاهلي هنا اللي هو اللي يوافق طبعا. طبعا يعني طبعا. ما بقاش انا مثلا ممكن اعمل مشاكل واقول لك لا انا لازم امشي او لا، طبعا موافقه النادي هنا طبعا، وان النادي اللي هناك يبقى في تعامل ما بينهم. فساعتها ما يتهيأليش انه النادي واقف في يوم من الايام قدام مصلحه لعيب يعني. ما دام العرض اللي متقدم يليق باسم النادي الاهلي ويليق باسم اللعيب، ما بتهليش في وقع من يعني حصلت انه ما اعتقدش ان في حاجه يعني النادي الاهلي عمره ما يقف قدام حد يعني. يعني بيبقى لما انا جيت سالت مثلا، لما اتسالت عشان امشي اروح سبورتنج يعني، كنت حابب يعني هم لما سالوني حابب تروح سبورتنج، قلت لهم اه يعني حابب ان انا اجرب وانا لسه صغير. فيعني بكل بساطه قالوا خلاص الموضوع هيمشي وما تستعجلش، واحنا بس بنتكلم ان انت نعززك وتروح ان انت نتكلم في حته الفلوس ونتكلم دي، واحنا هنمشيك وانت يعني عزيز عندنا يعني. ايوه فحسيت ان هم فعلا بيعملوا في مصلحتي يعني. فالنادي الاهلي ما تاخرش لحظه يعني، بالعكس. فعشان كده بقول لحضرتك لو جه الموضوع تاني عن طريق النادي، اهم حاجه النادي هو الاول يبقى مرتاح نفسيا للموضوع، لان هو اللي هيبقى في تعامل ما بينهم، ما بين النادي اللي انا رايحه والنادي اللي موجود في يعني والنادي الاهلي. مين المدافع المفضل بالنسبه لك يعني مش بس في مصر، على مستوى العالم يا رامي؟ يعني مين من المدافع بتحس انك انت نفسك توصل لمستواه، او انه طريقه لعبه شبه طريقه لعب رامي ربيعه، ونفسك في يوم من الايام تبقى حاجه يعني تعمل ايش؟ اسم محدد يعني؟ في مدافعين كتيره يعني الواحد بيتعلم منهم يعني، ما تقدرش تقول واحد محدد. طب في مصر الاول مين اكتر؟ كابتن وائل جمعه طبعا. كابتن وائل جمعه طبعا، ده البوس يعني بتاعنا. وهو شخصية جميلة جدا يعني، هو صديق يعني، لما بيحصل حاجة بكلمه طبعا، كلنا بنكلمه يعني. أيوة. أنا وسعد يعني هو شخصية محترمة جدا يعني. هو لو مش شخصية محترمة ما كانش وصل إنه يبقى بالزبط اسم كبير زي وائل جمعة. مجتهد طبعا، ويعني شخصية الموضوع مش بيتهيألي مش كورة بس يا رامي، الموضوع مش سهل، صعب جدا. لا ومش كورة بس يعني، الموضوع مش كورة، الموضوع شخصية وأسلوب حياة وطريقة تفكير بالظبط يعني. كابتن وائل جمعة يعني مثال
التفكير القوي وان هو مصر ان يوصل لحاجه معينه ووصل لها، ويعني ربنا يكرمه ويزيده يا رب. بتفرق قصه انه لعيب يشتغل على نفسه بره الملعب زي ما بيشتغل على نفسه جوه الملعب؟ طبعا بتفرق، لان انت بتحرم نفسك من حاجات كتير، فبتعوضها في الكوره ان انت مثلا سهر او خروج مع صحابك، او انت شايف مش مركز. شايف انه حياه لعيب الكوره صعبه؟ طبعا شايف حياه الكوره، لعيبه الكوره صعبه جدا، من اكل، بتحرم نفسك من اكل، من حاجات كتيره، طول الوقت مش موجود مع اهلك، معسكرات كتيره طول الوقت، سفر كتير، انت حتى بتسافر بتبقى قاعد في اوضتك بتبقى مركز في الماتش 24 ساعه. طب ما قدامكش حل غير انك في الماتش مثلا لو بتحاول تفك شويه مع احنا مع بعض مثلا بتبقى وقت قليل، انما انت بتروح تقعد مثلا بالاسبوع مثلا في اوتيل او في حاجه في معسكر، فالموضوع لا بيبقى صعب يعني. يعني انتوا لما بتروحوا معسكر ما بيبقاش في وقت انكم حتى بره التمرين وبره لا ما بنخرجش طبعا، ممنوع الخروج، بس احنا بنتجمع بقى عند اوض بعض بنتكلم بنقعد في اوضه. مين انت مين بيقعد معاك في الاوضه لما بتروح معسكر فريق؟ لا في الفتره دي كل واحد بيقعد لوحده عشان الكورونا، لكن قبل كده يعني طول الوقت صالح جمعه يعني. مين اكتر؟ صالح جمعه. لانه معايا من واحنا صغيرين يعني، صالح معايا من وانا عندي 14 سنه او 13 سنه كمان. فصالح عارفين من بعض من واحنا صغيرين، كان هو برده في ام بي وانا في الاهلي، فكنا دايما مع بعض، ولما بنروح منتخب شباب كنا مع بعض برده. فلما كبرنا وجي الاهلي فبقينا بنقعد برده في اوضه واحده. وقبل صالح ما يجي الاهلي كنت بقعد مع صبري الرحيل. مع صبري الرحيل. صالح ايه بتتكلم معاه؟ بنتكلم معاه لانه جيلي كوره يعني. في الكوره طبعا يعني ما بقول لحضرتك هو جيلي وطبعا هو عارف يعني هو عايز ايه من 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 حياته، وهو شخصيه محترمه وشخصيه يعني هو يعني غلبان يعني، لما تيجي تتكلم هو تفكيره ولعيب كوره تقيل جدا وتفكيره يعني غلبان وهادي، بس ساعات بيتجنن كده شويه، بس يعني لا اتمنى له طبعا التوفيق واتمنى له إيه اكتر او اهم نصيحه قلتها له وتحب تقولها له دلوقتي قدام ملايين الاهلاويه اللي بيتابعوك يا رام؟ لا يعني اتمنى له طبعا ان هو يركز في حياته الكوره زي ما احنا اتكلمنا من شويه، لان حياه الكوره صعبه جدا، فاتمنى له ان هو يركز فيها. هو طبعا الفتره دي بقى مركز فيها كويس جدا وبيتمرن بشكل منتظم في النادي وفي الجيم. شايف انه صالح ممكن يبقى جاهز قبل نهائي افريقيا يعني؟ ممكن يخش فورمه الفتره دي هو ماشي كويس في الجيم وبيتمرن كويس مع الفرقه ومركز في الفتره دي كويس جدا يعني. احنا شايفين ملاحظين ده في التمرين، فلا اتمنى له طبعا التوفيق وهيفيدنا كتير يعني. والعلاقه بينه وبين فايلر بتشوفها ازاي؟ لا علاقه كويسه يعني، حتى الراجل بيديله حاجات ان هو يتمرن في الجيم ويتمرن بعد الجيم، وفي لو تمرين لوحده بيمرنه، فالراجل مهتم بيه والراجل بيديله حاجات ان هو يزود مع نفسه، لان ده طبيعي، لان لو انا بعيد، لو انا رامي بعيد عن الفرقه طبيعي هاخد حاجات من المدرب ازود فيها مع نفسي، فده اللي بيحصل مع صالح. فاتمنى له انه يرجع بالسلامه ويعني يرجع لنا والله، واحنا كمان نتمنى طبعا. واحنا كمان والجمهور الاهلي كله يتمنى. طيب وائل جمعه جوه بس مين بره بقى؟ بقول لحضرتك يعني في فان دايك، في لعيبه كتيره بقول لحضرتك بتشوفها، كارلوس بيول مثلا من روحه ومن شخصيته، فانت بتاخد من كل واحد الحاجه الميزه اللي فيه وبتحاول تقلده، بتحاول تبقى قريب منه. انت من اللعيبه اللي بتحس بروحها في الملعب يا رامي يعني؟ بعيدا ما بحسش بنفسي في الملعب، المشكله ان انا على طول عايز ان احنا نكسب، فما بحسش بنفسي، ما بحسش بتصرفاتي، بس دي معناها ان انا عايز اكسب، ما بحبش اخسر يعني الحمد لله من صغرنا واحنا في النادي الاهلي ما تعودش ان انا اخسر يعني. بطولات الناشئين لما بنخسر دي بتبقى جريمه يعني، كابتن بدر رجب معلمنا يعني اللي هو الخساره دي مشكله. فانت بتكبر يعني، موجود دلوقتي بتلاقي نفسك بتلعب بحماس وبقوه وما بتفكرش في ان التدخلات بتبقى عامل ازاي، بتبقى بتفكر ان انت لازم تكسب يعني ممكن اترقص عادي ما عنديش مشكله. انا تفكيري لو هخش جامد على حد ويرقصني ممكن حد يبقى جنبي ياخد الكوره، فاحنا حققت اللي انا عايزه، خدنا الكوره في الاخر. ده فاهم؟ ما بفكرش في نفسي، ما بفكرش مثلا لا انا مش هخش عشان ما اترقص. لا انا لو فكرت في كده مش هلعب كوره. انا بفكر عشان احنا ناخد الكوره، ممكن انا اضغط عليك بحس ان انا ازنقك مثلا او بالكلام ازنق منك يعني احجمك عشان حد تاني يجي ياخد منك الكوره. يبقى احنا كده استفدنا في الاخر. ما يتقالش ان رامي اترقص، لا مش مشكله، قول اللي تقوله، المهم احنا خدنا الكوره. بس ده اللي يفرق معايا. بمناسبه كابتن بدر رجب، انت بالتاكيد طبعا في مدربين كتير جدا اتمرنت معاهم يعني قطاع الناشئين كتير، فارس تيم برضو، وعديت على اسماء كتير منها مصريين منها اجانب. مين الناس بيبقى فيه؟ طبعا انا عارف لعيبه الكوره بيبقى فيه مدرب او مدير فني هو حاسس انه الراجل ده نقله في حته تانية،
حط معاه بصمه او نقل ونقله معينه طور من ادائه بشكل كبير. وانا عشان عديت بمراحل كتير ففي كذا حد لان انا ما كنتش بلعب في الناشئين، ما كنتش بلعب في سني بس يعني انا كنت عندي مثلا 14 سنه كنت بلعب مع ال 14 وال 15 وال 16 وال 17 فانا كل دول مدربين بعدي عليهم، فانا يعني ما تقدرش تقول حد محدد. لا ولما تلاقي الدرجه الاولى بس هو يعني اللي ليه الفضل يعني كابتن عزيز عبد الشافي، وطبعا كان ساعتها كابتن عماد النحاس كان تحت في قطاع الناشئين، وبعديها بقى جوزيه بدا يطور من تفكيري وبدا يطور من ادائي وبدا ان هو يفهمني ان انا مش ناشئ. يعني كان عندي 18 ولا 17 سنه بيكلمني وكان انا راجل كبير، يعني كنت انا لسه صغير يعني صغير جدا بالنسبه له، فكان بيتعامل معايا ان انا لا راجل كبير، ولما بغلط بيحاسبني عقاب شديد ويقعدني بالماتشات ما العبش. يعني ما كانش بيهزر معايا، فده كون شخصيتي ان انا اعتمد على نفسي من صغري. فلا جوزيه بصراحه كنت مخضوض اول لما رجع، يعني كنت فاكر ان هو يعني كان الانطباعات ان جوزيه بيكره الناشئين ولازم هينزل الناشئين اللي موجوده في النادي، فانا بالنسبه لي اول ما جه كنت قلت دي هتضلم، خدت شنطتي ورجعت الناشئين باحترامي. لعبت معاهم، كان عندنا ماتش الزمالك في حلم زموره، كان سني يعني فكنا لازم نكسب الدوري لو كسبنا الزمالك يعني، فروحت العب معاهم الماتش ده، كان جوزيه كان لسه جاي، فلقيتهم من نفسهم بيكلموني بعد 3 ايام بعد الماتش بيقول لك تعالى درجه اولى تاني يعني ارجع تاني، وعايز يشوفك عامل ماتش ودي وعايز يشوف اللعيبه اللي كانت موجوده. فما صدقتش يعني فروحت وحاولت ان انا اثبت نفسي، وحتى الماتش ده حاسس ان انا ما لعبتش يعني مش بادائي، كنت خايف طبعا ان انا اظهر بشكل وحش، فكنت بلعب بتحفظ يعني. ففوجئت ان بعد الماتش بيقول لي انت كنت كويس وهتكمل معانا الفتره دي وانت موجود معانا في الفرقه يعني. هو جوزيه طبعا بحكم التاريخ وبحكم البطولات بتهيألي الفتره اللي هو تولى فيها المسؤوليه بالذات الفتره الثانيه كمان كانت فتره يعني صعبه ذهبيه يعني. اكتر حاجه بتميز جوزيه كمدير فني يعني الكاركتر اللي تقول اتمنى في كل مدير فني يشتغل معانا يبقى عنده الحته دي، مساوي اللعيبه كلها ببعض، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، دي اهم حاجه في الكوره يعني. يعني انا ما بلعبش مش عايز احس بان اختلاف في تعامل المدرب معايا. يعني انت تعامل معايا عشان رامي مش عشان انا مثلا انت بتحبني، فانت هتلاعب رامي النهارده عشان محتاجه، لو مش محتاجه مش ههتم بيك ومش مش ههتم بيك في التمرين، مش ههزر معاك. لا جوزيه كان بيتعامل مع الناس كلها زي بعض، اللي بره زي اللي جوه، فعشان كده يعني خالق منافسه بروح حلوه يعني. اللي ما بيلعبش عارف ان فرصته هتيجي، وفي نفس الوقت شايف في تمرين بيتعمل وشايف في معامله كويسه بيتعامل، فما كانش في اختلاف بين اللي بيلعب واللي ما بيلعبش. لو خدتك لجزئيه ثقافه اللعيب المصري شويه يعني، شايف كواحد من الجمهور يعني مش بس كلاعب، يعني احنا طبعا مصر ال 100 مليون بيحبوا كوره وبيحبوا يتفرجوا على كوره وبيتابعوا كوره، والنهارده كمان بقى في ثقافه اوسع وبقينا بنتابع دوريات في اوروبا وكده، شايف ايه اللي ينقص اللعيب المصري عشان يبقى منتشر في كل الدوريات الاوروبيه وعشان يبقى عندنا زي صلاح وغيره يعني لعيبه بتلعب في مان يونايتد ومان سيتي وبرشلونه وريال مدريد؟ هو الحاجات اللي بتبقى ناقصه اللعيب او ناقصه رامي عامه او ناقصه اي حد ان هو يركز زي ما حضرتك قلت بره الملعب. بره الملعب دي تبقى مهمه جدا، انك تحافظ على نفسك، تحافظ على جسمك، على تمرينك، تزود مع نفسك الحاجات اللي ناقصاك. الجيم ده حاجه مهمه جدا في حياه اللعيب الكوره، ان هو بتوقفك على رجلك، بتمنعك من اصابات، بتخليك مركز على طول. فانا شايف ان في حاجات تانية بره المستطيل الاخضر لازم تتعمل للعيب الكره ان هي بتوقف على رجله. فيعني اتمنى ان اللعيبه كلها تقدر تحط التارجت في دماغها انها توصل له يعني. وانا واحد من الناس حاطط حاجه في دماغي نفسي اوصل لها يعني. بالتوفيق طبعا والنجاح، نتمنى لك كل خير. انت واحد من يعني بتهيأ لي في الفتره الحاليه من اهم وابرز المدافعين في مصر مش بس في النادي الاهلي، وتستحق كل خير. لو اتكلمت معاك على هرجع تاني الماتش الاهلي والوداد في افريقيا، شايف ازاي السكواد اللي موجود ممكن يبقى جاهز او بيحضر الفتره اللي جايه؟ عندنا تقريبا شهر حسبنا بطوله الدوري، شايف انه الفرقه تستعد ازاي او ايه افضل استعداد ممكن نادي الاهلي يعمله الفتره دي عشان يجهز لماتش الوداد؟
يعني انا من وجهه نظري انا مش مدرب يعني انا من وجهه نظري ان لو لا يعني انت السيزون ده انتوا حاسين مثلا فرقه كانت مضغوطه جدا ضغط المباريات محتاجين فرقه ترتاح شويه بالظبط يعني انا كنت لسه اقول لحضرتك من وجهه نظر ان في لعيبه مثلا محتاجه تاخد راحه محتاجه تسافر لان في لعيبه كانت بعيده محتاجه تاخد فرصه عشان تاخد فرصه في فتره الماتشات اللي هتتلعب في الدوري في لعيبه محتاجه تاخد فرص او في لعيبه محتاجه ترجع مستواها كانت مصابه ورجعت محتاجه تلعب الماتشات الجايه يعني نتمنى لهم طبعا ان هم يبقوا سلام اهم حاجه الماتشات الجايه تحاول ان هي توقف ناس كتيره ونصلح غلطات فيها فهتبقى الماتشات الجايه تجربه كويسه جدا ومفيده واحتكاك رسمي كويس لماتش الوداد ان شاء الله لما لعيب من وسط الفرقه بيقع او بتحس ان هو تحديدا في ضغط كبير جدا عليه بتتكلموا مع بعض ازاي يعني ده ممكن يحصل مش عايز اقول اسماء بصراحه بس يمكن حصل كذا مره مع كذا لعيب السيزون ده حد في الدفاع ورا حد في الهجوم قدام يعني انت فاهم طبعا بتتعاملوا معاه او بقيه الفريق بيتعامل معاه ازاي او بيتكلم معاه ازاي هي بتبقى كل واحد بيتكلم على انفراد مع اللعيب ده يعني انا لو حصل لي مثلا دروب بتلاقي مثلا حد يجي يتكلم معايا رامي لا ما تركزش في الماتش اللي فات دي ظروف ماتش وانت عارف دي دروبات بتحصل ولازم تركز في اللي جاي لان اللي جاي مهم الكلام ده طبيعي يتقال لان بيدي حافز وبيدي ثقه في النفس انك تركز في بعد كده لان اللي حصل خلاص حصل ما تقدرش تغيره يعني انا لعبت وحش ماتش وعملت مشاكل كتير وعملت انا لو بفكر زي الجمهور ان انا ازاي اعمل الغلط ده وانا في الماتش نفسه هعمل نفس الغلط تاني وهغلط اكتر انما لازم ما تفكرش في الغلط عملت غلط خلاص يعني كلنا بنغلط ده طبيعي في الكوره لازم تغلط لازم يعني طبيعي هتباصي غلط وطبيعي هتخطا فدور زمايلي ان هم في الماتش يحمسوني يتكلموا معايا لا نركز في اللي جاي اعمل كوره كويسه تلاقيهم كلهم بيشجعوني فدي النقطه اللي بتبقى كويسه لو بتلاقي جروب معاك بيشجعك ومستني لك انك تبقى احسن دايما منتخب مصر بالنسبه لك ايه وايه اكتر المحطات اللي بتشوفها يعني كانت مميزه بالنسبه لك مع المنتخب المصري يعني منتخب مصر طبعا انا حضرت يعني برضو من الناشئين فيما فوق للدرجه الاولى يعني عندنا منتخب شباب هيلعب او منتخب اولمبي هيلعب اولمبياد السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله فانا كانت احسن خطوه بالنسبه لي انا يعني تصفيات كاس عالم ده كان احسن ماتش ليا في حياتي يعني احساس وكجمهور وكالناس ملهوفه ان ندخل كاس عالم كاس فانا عالم. كنت محظوظ ان انا لعبت المباراه دي كسبنا 2-1 فده كان احسن فتره كانت مع مستر كوبر فطبعا لا منتخب على الرغم ان كوبر يعني احنا الكره المصريه كلها مرت بكبوه فتره من فترات لاسباب كتير حتى ما لهاش علاقه طبعاً. بالرياضه لكن لما كوبر جه وصلنا معاه نهائي امم افريقيا ووصلنا معاه كاس العالم الراجل لم يسلم من حاله هجوم ده اللي بقول لحضرتك يعني الراجل من اول يوم وفي الماتشات كان بيتهاجم بس هو ما اهتمش ده اللي انا بتكلم فيه يعني انا بتكلم نفسي انا يعني بقول لنفسي ان انا لازم اهتمش بكلام الناس بالنقد او بحاجه كويسه لو حتى قالوا لي يا رامي ده جامد جدا ولا اهتم يعني انت لما تشكر فيها حاجه هتتغير ايوه او هتتكلم لا بتفرق وحش. برضو مع اللعيب يا رامي ازاي بقى يعني اكيد ما طبعا ملهاش علاقه بثقه بنفسك بس لما تسمع اشاده بمستواك او ده بيديك دافع وحافز بس انت والعكس الصحيح ما انت ممكن الفرحه الزياده دي تديك ثقه في نفسك يعني زياده فتبقى وحش انت عايز تقول لي انك ما بتسمعش حتى ما في اوقات كتير جدا انا ممكن ما يبقاش هجوم انت بتسمع بس ما بتحطش في دماغك ممكن ابقى انت بتسمع طبعا بسمع طبعا بسمع بس ما بتحطش في دماغك لا ما بتهتمش بيها مش كل وقت اللي انت بتسمعه بيبقى هجوم لا مش هجوم كهدف حد ذاته ممكن تسمع انتقاد كمان يعني انا ممكن حاجه بحب رامي جدا ومقتنع بيه جدا بس انا ممكن انتقد في رامي في ماتش اقول النهارده رامي ما كانش كويس في الحته الفنيه او رامي لازم يشتغل على نفسه مثلا يرفع لياقته البدنيه او يعني الحاجات دي مقبوله جدا ودي تسمعها دي حاجات تسمعها ان انت مثلا دي ناقصه كذا فدي ده شغل مدرب ساعتها بقى وهسالك السؤال بطريقه ثانيه انت بعد الماتش وبالذات لو ماتش مهم او ماتش بطوله ما بترفعش سماعه التليفون وتسال حد انا كنت عامل ايه النهارده والدي طبعا والدك والدي ده يعني بكلمه مثلا كويس النهارده في حاجه غلط في حاجه ناقصه يقول لي لا في حاجه ناقصه في كذا وبعد كده يجي المدرب ده شغله طبعا بسمع الانتقادات وبسمع طبعا في حاجه ناقصاني في حاجه ازودها في حاجه فبس ده قلت لحضرتك في الاول في الاخر ده شغل المدرب مهما برضو اسمع الانتقادات هغيرها مع نفسي
اكيد لا في مدرب هيقدر يعمل تمرين ويقدر يعمل يحط النقط اللي ناقصاه وهو شايف عينيه في فيديوهات بنشوفها كتير وهو الراجل بيفرجنا على نفسنا في لما بنيجي نلعب ماتش يشوف اخطاء ويشوف تحركات فده شغل مدرب يعني مش شغل رامي هيغيره مع نفسه في يوم وليله. صحيح احتفلت مع بطوله الدوري مع مين؟ لا احتفلت طبعا مع فوت اللبس بعد المباراه وبعد كده مع اهلي طبعا بابايا ومامتي واخويا ومراته فقعدنا مع بعض قعده كده عائليه فكان لان انت خلصت الماتش متاخر بتبقى قاعد بقى في البيت خلاص يعني ربنا يخليهم ليك ويخليك ليهم. بتهيألي برضو جزء كبير جدا من مشوار اي بطل في مجال الرياضه يعني بتدفعه يعني اسرته ويعني بتحمله حاجات كتير جدا يعني بتبعد عنهم فتره كبيره بالمعسكرات طبعا كل الشكر ليهم والف مبروك ليهم طبعا بتهيألي هم كمان ناس بتحس بطعم البطوله بشكل مختلف وبحس ان هم شاركوا في تحياها. كل الشكر ليك يا كابتن رامي وكل التوفيق والف الف مبروك وان شاء الله باذن الله الفرحه الكبيره يبقى لينا لقاء تاني نحتفل بيه مع جمهور نادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ببطوله افريقيا قدها وقدود وعندنا فرصه كبيره نستعد بشكل كويس ويبقى انه التوفيق يجي من عند ربنا ان شاء الله باذن الله ويبقى يومنا كده ونعدي ان شاء الله الاول من الوداد ونفكر في اللي جاي بعد باذن الله. شرفتنا ونورتنا واللي بتحب تختم الحلقه مع جمهور النادي الاهلي طبعا طول عمركم واقفين جنبنا وطول عمركم بتستحملونا في الوحش قبل الحلو واحنا ده دورنا ان احنا نفرحكم باذن الله والفتره الجايه ان شاء الله نوعدكم بحاجات كتيره اهمها افريقيا بالنسبه لنا وبالنسبه لكم فان شاء الله دعواتكم واتمنى طبعا رجوع مؤمن زكريا بالسلامه ان شاء الله ورجوع كل اللعيبه المصابه كلنا محتاجينكم وكلنا جنب بعض ودي الروح اللي هترجعنا تاني وترجعنا للبطوله ان شاء الله الافريقيه باذن الله ان شاء الله. قدها ودودي ابطال بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا وبشكر حضراتكم على متابعه حلقتنا النهارده افرحوا واتبسطوا وان شاء الله باذن الله نجوم النادي الاهلي قادرين يفرحوكم كمان وكمان. تحياتي لحضراتكم ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه.